الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم وأهلا بيكم في أولى حلقاتنا ولقاءاتنا معكم لهذا الأسبوع من مساء دريم. النهاردة الخميس 12 يوليو 2018، والنهاردة عندنا حلقة كاملة خصصناها لموضوع واحد، ربما باستثناء الجزء الأول منها له علاقة بفرحة العمر وبأبنائنا طلبة الثانوية العامة، لكن باقي الحلقة النهاردة الحقيقة خصصناها لموضوع أعلم جيدا أنه مفيش حد ما اتكلمش عليه. ولما بقول مفيش حد بتكلم على الإعلام، بتكلم على الصحافة، بتكلم على انتفاضة المجتمع نفسه، بتكلم على البرلمان، بتكلم على مستويات كثيرة جدا. خلوني في البداية أقول لحضراتكم أنه في نوعين من الدول، في دول متقدمة اللي هي بيسموها developed countries، وفي دول نامية اللي هي developing countries، يعني دول ما زالت تنمو. في كل الأحوال وفي العالم كله بتقاس حضارة أو تطور أو نمو أي دولة وأي مجتمع بمجموعة من الأمور، وما هياش بس على فكرة مرتبطة بالصناعة والمصانع والاقتصاد، وانت ترتيبك كام في اقتصاديات العالم ومشغل قد ايه ومستوى العمالة عندك أو نسبة العمالة عندك قد ايه مقابل نسبة البطالة. لا، هي بتقاس كمان بأمور كثيرة جدا. ربما في السنوات القليلة الماضية أصبح هناك أصوات كثيرة تطالب بأن نهتم بهذه الأمور أيضا. بتكلم على حقوق مجموعة من الفئات، بنتكلم على أو هكذا تنظر الدول المتقدمة مثلا، تنظر بعين الاهتمام إلى المرأة طبعا، إلى الأطفال، إلى متحدي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى كبار السن وإزاي بنوفر لهم الخدمات والصرف، المعاشات بتاعتهم تكون إزاي بأسلوب وطريقة سلسة وكريمة فيها تقدير لعمرهم اللي قضوه في العمل المختلف، وطبعا إلى معاملة الحيوانات. دي كمان من الملفات المهمة اللي العالم بينظر إليها وبيقيس مدى تقدم الدول في هذه الملفات كلها. لما نستخلص من هذه الملفات الأربعة أو الخمسة موضوع الأطفال، هنشوف إن إحنا محتاجين حاجات كتيرة جدا في مصر. ليه بقول كده؟ لأنه ما كانش ينفع الحقيقة النهاردة نطلع نتكلم في أي قضايا أخرى إلا قضية الطفل المصري وحقوق الطفل المصري وحماية الطفل المصري. أنا عارفة إنه فكرة خطف الأطفال دي إحنا لسه أصلاً مختلفين على تسميتها، ما بين ناس بتقولك دي ظاهرة وربما يعني مش عايزة أقول بتضخم أو بتهول، لكن شايفة إنه الموضوع متكرر جداً وإنه أصبح هناك خوف حقيقي على أولادنا في الشارع أو حتى في المدرسة أو في النادي، وما بين فئة تانية بتقولك لا يا جماعة لو سمحت ما تضخمش الأمور ولا تهول الأمور، ما اسمهاش ظاهرة، هي ما زالت حالات فردية. احنا ما زلنا مختلفين على المسمى، لكن الحقيقه خلينا ننظر لمرحله ابعد من فكره المسمى، هل هي ظاهره ام هي حالات فرديه. خلينا نشوف كيف يتعامل المجتمع، واقصد هنا قانونيا، مع الطفل، مع حمايه الطفل. الحقيقه انه ده واجبنا كلنا، احنا لازم في الاعلام نتكلم عن ده، لازم مؤسسات الدوله المختلفه المعنيه من تضامن لشباب ورياضه لكل للتربيه والتعليم طبعا في المدارس، لازم كل مؤسسات الدولة المعنية بالطفولة تتدخل في ده، لازم مؤسسة الرئاسة أكيد تكون طول الوقت حاطة عينيها على هذا الملف، ولازم البرلمان يتكلم في هذا الموضوع. بقالنا سنوات طويلة بنسمع كل فترة، يمكن 2015، إنه في بعض الأصوات اللي بتطالب بتغيير تشريعات أو سن تشريعات جديدة في البرلمان في القانون والدستور لمزيد من حماية الطفل المصري، وخصوصا عندما تتعلق الجريمة بالخطف، وخصوصا أيضا عندما تكون الجريمة مقترنة بالخطف مع الاغتصاب أو هتك العرض، وخصوصا إذا أفضت هذه الجريمة أو انتهت في النهاية إلى وفاة الطفل. كل ده طبعا بيخلي الناس تقولك هو إيه العقوبة؟ هو إيه اللي بيحصل في النهاية؟ بيحكم عليه مثلا ب7 سنين؟ ما هو القانون بيقول كده. طب ال7 سنين دي تبقى سجن مشدد، هل ممكن نزود هذه المدة؟ هل ممكن يكون هناك عقاب رادع علشان اللي لا يعتبر في موضوع خطف الطفل من فكرة الوازع الديني أو الاجتماعي أو أنه ما ينفعش وأنا كده بحرق قلب أم وأب وبرتكب جريمة بكل المقاييس، على الأقل يخاف من القانون؟ في أسئلة كتيرة جدا الحقيقة محتاجين نطرحها ونفهمها، محتاجين نعرف النهاردة البرلمان واقف على إيه. أنا بتكلم على ده لأنه الحقيقة كمان العالم كله اهتز وتابع قصة أطفال الكهف، سموهم حتى أطفال الكهف في تايلاند، والحمد لله امبارح واول امبارح تايلاند كلها يمكن العالم كله احتفل بخروج ال 12 طفل سالمين مع مدربهم. صحيح كانت الحصيله وفاه احد المدربين او احد الغواصين المتطوعين الفولنتيرز اللي نزل علشان ينقذ الاطفال لانه خلص منه الاكسجين فمات، لكن في النهايه ال 12 طفل مع مدربهم طلعوا الحمد لله سالمين.
الحقيقة إنه اللي يهزك قوي ويخليك تراجع أو لازم تراجع قوانينك هنا بشأن حماية الطفل هو كيف انتفض العالم كله لمتابعة هؤلاء الأطفال ومصير هؤلاء الأطفال. إزاي دول كثيرة جدا من الشرق والغرب بعتت بالفعل غواصين وبعتت معدات وساعدت تايلاند في إنقاذ هؤلاء الأطفال. إزاي كان خبر الأطفال دول بيتصدر نشرات الأخبار العالمية في كبريات وكالات الأنباء وشبكات الأنباء العالمية. العالم كله كان بيتكلم على الخبر ده يوم واثنين وثلاثة. ولو كان لا سمح الله الأطفال دول قعدوا مدة أطول كانت هتفضل كل قنوات العالم تتابع هذا الحدث. فكرة الاهتمام بالطفل دي حاجة مهمة. هو طفل صغير في السن لا حول له ولا قوة. لازم نحميه بكل الأشكال لازم نحميه. ولازم نتعلم من هذه الدروس إن احنا نرجع تاني نراجع قوانيننا بتقول إيه. الحقيقة كمان إنه قضية أطفال الشوارع قضية مش جديدة ومش أول مرة نتكلم فيها. في مؤسسات كتيرة في الدولة بدأت بالفعل حتى إنه في مؤسسة أطفال بلا مأوى اللي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وفي جهات تانية كتيرة. فكرة إنه الأطفال اللي موجودين في الشارع بلا مأوى نومهم وحياتهم وسكنهم في الشارع دول قال أنا وسبتهم هيطلعوا إيه؟ هل ممكن أتخيل إن طفل من دول لما هيكبر بعد كده أقدر أطلب منه يكون مواطن صالح؟ أقدر أطلب منه أنه هو يكون يعني فاعل في المجتمع؟ إزاي؟ إزاي مش هيطلع حرامي أو بلطجي أو قتال قتلة أو يتاجر في المخدرات أو في أي حاجة تانية؟ إزاي مش حضمن أنه هو ممكن يطلع متطرف وينتمي إلى الفكر الإرهابي؟ في حاجات كتيرة جداً الحقيقة هنقف قصادها النهاردة. نحاول نعرف من حضراتكم أين نقف بخصوص القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل وما الذي نحتاج إليه. وحيكون عندنا حوار قانوني بحت من الطراز الأول. هنتكلم كمان عن بعض الجهود الأخرى التي لها علاقة بحماية أطفالنا وحماية أطفال الشوارع خصوصا هؤلاء الذين للأسف الشديد هم بلا مأوى ما لهمش أي مأوى. إيه اللي بيحصل فيهم؟ والحقيقة نزلنا بكاميرات مساء دريم وصورنا تقرير أعتقد إن هو إن شاء الله هيكون مختلف ويلقي ويسلط الأضواء على هذه الجهود المختلفة. لكن خلونا في البداية نقول بعض الأخبار المهمة قبل ما ندخل في فقراتنا ويكون النهاردة عندنا يعني أكتر من فقرة ثلاث فقرات النهاردة دسمين جدا. الحقيقة أنه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد النهاردة عدد من قطاعات التأمين يعني في نطاق قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميداني بوسط سيناء. وده طبعا في ضوء متابعته لسير العمليات العسكرية اللي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية بشكل كبير طبعا في مناطق مختلفة وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية اللي بتتحصن فيها تلك العناصر. رئيس الأركان نقل تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي طبعا للجهود الكبيرة اللي قامت بها قوات التأمين بشمال ووسط سيناء من نجاحات مستمرة خلال هذه المعارك اللي بتخوضها مصر للقضاء على الإرهاب. كان في كمان تفقد الحقيقة لمركز العمليات الدائم بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومركز عمليات الجيش الثالث الميداني بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية وسمع لشرح مفصل من قائد القيادة الموحدة لشرق القناة وقائد الجيش الثالث الميداني والقوات المنفذة للعمليات اللي فيها طبعا آخر المستجدات المتعلقة بسير العملية الشاملة سيناء 2018. الحقيقة أنه النهاردة كمان كان فيه للأسف الشديد حادث تصادم لأتوبيس في الكيلو 90 على طريق مطروح اسكندرية. ده كان حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل محملة بالملح الحجري وللأسف الشديد أنه هذا الحادث خلف عنه مصر 10 حالات وإصابة 25 اتنقل بالفعل مصابين والجثث لمستشفى راس الحكمة للطوارئ. وزارة الصحة والسكان النهاردة أكدت في بيان ليها أنه تم نقل 11 مصاب من مستشفى راس الحكمة إلى مستشفى شرق المدينة وقالت أنه الحالات اللي تم نقلها إلى مستشفى شرق المدينة بيعانوا من كسور ونزيف بالمخ ومحتاجين إلى جراحات عاجلة. عايزين الحقيقة نطمئن على بعض هذه الحالات المحتجزة في المستشفيات. ربما لاحقا يكون معنا اتصال
هاتفي للاطمئنان على يعني عايزين نطمن انه عدد الوفيات ان شاء الله ما يكونش زاد، وهل لو في لسه حالات في الرعايه المركزه هل ما زالت حالتها خطره ام انها اتجهت الى الاستقرار. ده للاسف الحادث اللي وقع النهارده. من هذا الحادث الى حادث اخر، وده يمكن كنت برضو يعني باشير اليه ضمنيا وانا بتكلم في البدايه عن اهميه النظر الى الطفل وحمايته وحقوقه. الحادثه البشعه طبعا اللي ما فيش حد في مصر ما اتكلمش عنها في الساعات الماضيه او اليومين اللي فاتوا دول، وانا ما اعتقدش الحقيقه ان في حادثه او جريمه في الدنيا ممكن تكون ابشع من كده. يعني هو ما فيش حادثه كويسه وحادثه وحشه، بس اعتقد ان في درجات في البشاعه واللا انسانيه وكل المرادفات اللي ممكن نصف بها هذا الحادث اللي حضراتكم طبعا شايفينه على الهوا، ما شهدته منطقة المريوطية في شارع الهرم، الجثث اللي لقوها لثلاث أطفال. الحقيقة أنه أول ما انتشر هذا الخبر كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواطن في الشارع كان بيتكلم، أول حاجة جت على بال الناس كلها أنها تجارة أعضاء أول حاجة. والحقيقة أنه بالفعل انطلق كلام كتير جدا اتقال أنه الأطفال، ودي كانت أول حاجة اتقالت أنه الأطفال اللي تلاقوا الجثث دي، جثث الثلاث أطفال اللي لقوهم في الشولة، أنه متفضية أعضائهم، ده أول حاجة اتقالت. لكن الحقيقة المعلومات كلها متضاربة إلى درجة كبيرة. احنا معانا ثلاث أطفال، الأول عام ونص والتاني سنتين والتالت عنده خمس سنوات، واحنا عارفين طبعا القصة حصلت ازاي، انه في مواطن بالصدفة كان معدي مع واحد صديقه في المريوطية لقى كيس قمامة وفتحوا وجد بداخله طفل مقتول وجنبه جثتين لطفلين آخرين بجوار سور لفيلا مهجورة، والأجهزة الأمنية طبعا انطلقت إلى هناك. زي ما قلت لحضراتكم في تقارير أو في كلام كتير اتقال إنها سرقة أعضاء، في ناس تانية أو تقارير قالت إنه الحادثة ملوش علاقة بالإتجار بالأعضاء البشرية. خلونا نعرف آخر ما توصلت إليه التحقيقات من زميلنا العزيز الأستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع. أستاذ محمود تحياتي ليك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه منى والساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني يؤسفني ان احنا بنتكلم على الهواء في حادث بشع مثل هذا الحادث، ولكن نعلم ان لديك الجديد واخر المستجدات. التحقيقات المبدئيه بتقول ايه يا استاذ محمود؟ وهل تحليل الدي ان ايه ظهر؟ هل الثلاث اطفال قرايب من عيله واحده؟ هل ما لهمش علاقه ببعض؟ هل فعلا اعضائهم كانت متصفيه او متفضيه ولا لا؟ يعني احكي لنا اخر التطورات يا فندم. يعني يا فندم بس في البدايه دعيني اكد لحضرتك ان وزاره الداخليه متمثله في اللواء محمود توفيق وزير الداخليه مهتم بصفه شخصيه بهذا الحادث، في فريق امني محترم من قطاعات عديده من الامن العام، بنتكلم عن المساعدات الفنيه بوزاره الداخليه، بنتكلم على مباحث مديريه امن الجيزه، كله بيعمل في فريق واحد يسبق الزمن من اجل كشف غموض هذا الحادث. الاجهزه الامنيه حاليا بتسير في العديد من المسارات. التقرير المبدئي للطب الشرعي اكد من خلال تحليل الدي ان ايه ان الثلاث جثث غير اشقاء، ممكن يكونوا قرايب لكن هم مش 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 اخوات. كمان قال ان سبب الوفاه هو اختناق، يعني ما فيش طعنات، ما فيش ضرب اعضاء بشريه، ما فيش اعضاء متاخده منهم، لا هو الاختناق. وحتى الفروق نسبتها هي من الدرجه الثانيه مش من الدرجه الاولى، يعني السبب الرئيسي للوفاه هو الاختناق ثم الفروق، يعني السبب الرئيسي هو الاختناق. اجهزه الامن من هذا التقرير بدات تفحص بلاغات الحرائق في المناطق المجاوره لمسرح الجريمه الذي تم العثور على الجثث بداخله. بيتم فحص البلاغات، بلاغات الحرائق في الفتره الاخيره، بيتم فحص بلاغات الاشخاص المختفين خاصه صغار السن، بيتم فحص بلاغات مجهولي النسب. اجهزه الامن قدرت تتحصل على كاميرا مراقبه واحده كانت موجوده في بوش، لكن للاسف هذه الكاميرا لم تسجل شيء خاصة أنها كانت مثبتة في الاتجاه العكسي للحادث. أجهزة الأمن النهاردة قدرت تتوصل لشخص مهم قد يكون هو خيط البداية اللي إن شاء الله بإذن الله يقود أجهزة الأمن للتوصل إلى مرتكبي الواقعة. سواء توك توك قال إنه في اثنين كانوا معاهم كياس ضخمة وعرضوا عليه إنه يوصلهم إلى مكان قريب من مكان الحادث، وان هو رفض يوصلهم بسبب زياده الحموله، كان معهم ثلاث اكياس كبيره الحجم، ومن ثم رفض انه يوصلهم، ادلى بمواصفات تفصيليه لهؤلاء الاشخاص طبقا لما صرحت به مصادرنا. واجهزه الامن بدات تستعين ببعض الرسامين الجنائيين لرسم صور مقاربه لهؤلاء الاشخاص
محاولة جادة من أجهزة الأمن للوصول إلى هوية المتهم. كانوا كم شخص يا أستاذ محمود؟ يعني سواء التوك توك ده قال كانوا كم شخص اللي طلبوا منه يوصلهم لمكان عشان يرموا الجثث اللي معاهم؟ قال شخصين. كانوا شخصين شباب كبار السن؟ قال هو في فئة عمرية شبابية، يعني بيتكلم من 25 إلى 40 سنة، بيتكلم في الرينج ده. إذن دلوقتي آخر المعلومات المؤكدة يا أستاذ محمود، لأنه الناس كان شغلها قوي طبعا بقدر ما شغلها بشاعة هذه الجريمة وهذا المشهد، لكن كان شغلها قوي موضوع أنه ما تبقاش سرقة أعضاء، فإذن ما فيش سرقة أعضاء، أعضاءهم موجودة. التقارير المبدئية بتؤكد أنه حادث اختناق ربما ثم حروق. بالضبط يا فندم، واضح ان الثلاث ضحايا انهم كانوا في مكان مغلق، مسرح جريمه مغلق، حصل حريق، الحريق ده قد يكون مفتعل، قد يكون شب قضاء وقدرا، ثم تم نقل الجثث من مسرح الجريمه الاصلي المغلق الى مسرح جريمه اخر وهو مكان العثور عليهم، مسرح جريمه مفتوح وهو الشارع. اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات استاذ محمود عبد الراضي، زميلنا العزيز الصحفي، نائب رئيس قسم الحوادث بجريده اليوم السابع. كاميرات المراقبة، يعني تخيلوا حضراتكم، احنا طبعا عارفين ان الداخلية شغالة والحمد لله ان في دلوقتي خيط على الاقل وخيط قوي باذن الله ماسكين فيه، وان شاء الله نمشي، وان شاء الله يعني باذن الله ما عندناش شك انه هيتجابوا اللي عملوا القصة دي، لكن تخيلوا حضراتكم لو انه في كاميرات في المؤسسات القريبة في الشارع، يعني قد ايه كان هيوفر وقت ومجهود. فكرة الكاميرات دي مهمة جدا. الناس بمناسبة الكلام ده، الناس برضو تعليقها، الناس في الشارع بتقولك طب احنا عايزين نعرف بقى اللي عمل العملة دي، يعني اللي لسه طبعا هنعرف التفاصيل هي او غيرها، يعني اللي قتل طفل مثلا كده ورمى جثته في شوال وجري، ده هتبقى عقوبته ايه؟ دايما فكرة العقوبة، قانون العقوبات على ماذا ينص، ما الذي ينص عليه؟ تشديد العقوبة، تغليظ العقوبات، فكرة برضو انه لو اللي ارتكب الجريمة، جريمة الخطف او الاغتصاب او القتل اقل من 18 سنة بكام يوم. انا الحقيقة مش هقدر انسى قصة الطفلة زينة الله يرحمها، ملاك بورسعيد، البنت اللي هزت مصر كلها، للأسف ما خدش اعدام لانه كان 18 سنة الا كام يوم او الا كام اسبوع. خلينا نروح الى بمناسبة الحديث عن الداخلية والإجراءات الأمنية، الحقيقة أنه تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت عن قيام المدعوة فوزية ميم عين، وهي من مواليد 77 وبدون عمل، مقيمة بدايرة اسم شرطة مصر القديمة في القاهرة، بإعداد شحنة من العقاقير المخدرة أخفتها بتجاويف سرية داخل صناديق خشبية عشان تصدرها لإحدى الدول العربية من خلال إحدى شركات الاستيراد والتصدير، الكائن مقرها بدايرة اسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وذلك دون علم الشركة أو العاملين بها. ودي صورة من الضبطيات طبعا اللي وزارة الداخلية قامت بيها، الصناديق الخشبية هي بيفتحوا الصندوق، ودي هي المواد العقاقير المخدرة، ودي السيدة طبعا يعني مرتكبة الواقعة. وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وهي موجودة في مقر الشركة لإنهاء إجراءات تصدير الشحنة. بتفتيش الشحنة تم ضبط عدد اللي حضراتكم شايفينه ده، الشحنة كلها على بعضها يعني 36500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر. ده جديد ده، يعني احنا آخر معلوماتنا كانت الستروكس تقريبا، وكان فيها بلا حاجات تانية. وبمواجهتها اعترفت بمحاولتها تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة لخارج البلاد لأحد عملائها. دي آخر الضبطيات. وبمناسبة الحديث عن الداخلية أيضا، هي بتوجه بجزيل الشكر لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، لأنه تابعوا ما قدمناه من فيديو يوم الجمعة الماضي في حلقتنا من مساء دريم، الفيديو اللي كان بعته لينا المواطن الكريم عمرو الشبراوي من الحسينية في الشرقية، اللي بيتكلم فيه عن السجل المدني، اللي بيقول انه السجل المدني زحمه جدا والناس كانت واقفه. احنا عرضنا الفيديو الحقيقه طوابير غير طبيعيه علشان يقدموا لاولادهم في المدارس، وانه ولي الامر هنا حقيقي بيتعب، والمنظر الحقيقه كان صعب جدا. تواصلت معانا الحقيقه اداره العلاقات العامه والاعلام بوزاره الداخليه، واكدوا لينا انه مركز السجل المدني اللي موجود في الشرقيه ده هو الحقيقه مطور، وانه ده منشأ حديث، يعني هو مش بقاله كتير، لكن لانه ده موسم التقدم للجامعات والمدارس، فطبعا الضغط كان شديد جدا، وده اللي ادى لهذا الزحام الشديد. فده كان توضيح من الداخلية،
ونتمنى انه المشهد ده ان شاء الله ممكن المحافظه مثلا تفتح اماكن ثانيه للتقديم. يعني احنا في حلول والله يا جماعه، مش عايزين حتى نقول ان هي خارج الصندوق، هي بدائيه على فكره. يعني انا كمحافظه لما الاقي انه عندي الضغط الكبير ده وان السجل المدني مكتظ بالناس بالطريقه دي، انسق مع الداخليه واقول لهم يا داخليه لو سمحتوا انا هفتح مثلا المقر الفلاني، المكتب الفلاني، المبنى الفلاني ده يومين ثلاثه لغايه ما الموسم بتاع تقديم المدارس والجامعات يقل، واحط مدرسين واعمل سيستم، احط عفوا موظفين واعمل سيستم واوفر على الناس الزحمه دي. زياده اسعار السجاير، وما بين الحقيقه ناس برضو فرحانه جدا، الناس اللي هي ضد التدخين تماما وتقول لك احسن المفروض السجاير دي يعني تبقى ضاربها 2000%، وما بين الناس اللي بتدخن اللي بتقول لك كفايه بقى يعني سعر السجاير عمال يزيد يوم بعد يوم. رئيس شركه الشرقيه للدخان محمد عثمان نهارون قال انه النهارده الخميس بالفعل هو اول يوم لتطبيق الزياده في اسعار السجاير. ده كان الحد الادنى للزياده 150 قرش على العلبه الواحده. في المقابل عندي رئيس شعبة الدخان وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات السيد إبراهيم إمبابي، قال إنه تقسيم ضرائب السجاير حسب كل شريحة مقترح بيراعي البعد الاجتماعي في كل شريحة تماشيا مع ظروف المدخنين، وإنه لما يتم توسعة الحد الأدنى ده بيؤدي لتراجع مبيعات الشركات من كل فئة ودخول جزء من كل شريحة في الشريحة الأدنى. خلونا ناخد هاتفيا السادة الكرام الأستاذ محمد عثمان هارون رئيس شركة الشرقية للدخان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا مساء الخير. ومعانا أيضا هاتفيا الأستاذ إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. اسمحوا لي بس أتوجه بسؤالي أولا للأستاذ محمد عثمان هارون. زيادة أسعار السجاير، وناس كتيرة ما تعرفش إنه الضرايب على السجاير دي بتروح لصالح التأمين الصحي. ومن هنا يمكن المؤيدين اللي بيقول لك ارفع الاسعار بتاعت السجاير علشان التامين الصحي يتظبط من المنطلق ده. هل التامين الصحي وفكره ان احنا مشغلين دلوقتي على المشروع والمفروض يعني يتم تطبيقه قريبا، هل ده السبب الوحيد لزياده اسعار السجاير ولا في اسباب اقتصاديه اخرى، او انه الدوله في حاجه الى مزيد من الايرادات ففكره السجاير عندي ممكن افكر فيها على طول ارفع ضرائبها؟ لا، هو طبعا في قانون صدر بموافقة مجلس النواب في شهر يناير 2018 وصدر في الجريدة الرسمية في 11 يناير 2018 بزيادة الأسعار كل علبة سجاير 75 قرش موجهة للتأمين الصحي الشامل اللي هو بيتم تطبيقه بعد مرور 6 شهور. ال6 شهور انتهت امبارح، ومن أجل ذلك تمت الزيادة اعتبارا من اليوم 12/7/2018. دي كانت بالنسبه للتامين الصحي الشامل اللي موجود اصلا في قائمه الاسعار 10 اسعار تامين صحي، دي من زمان، دي خاصه التامين الصحي للطلاب على كل علبه سجاير 10 اسعار. 10 اسعار بتروح للتامين الصحي بالظبط، التامين الصحي للطلاب، انما دي للتامين الصحي الشامل اللي هو ان شاء الله هيتم تنفيذه في جميع محافظات مصر. لا ثانيه واحده عشان دي نقطه مهمه، التقسيمه دي مهمه قوي، يهمني الناس كلنا نبقى فاهمينها. يعني في الطبيعي الضريبه بتاعه اللي بتفرض على السجاير بتروح للتامين الصحي بتاع الطلبه، جزء منها حضرتك، جزء منها 10، حضرتك قلت 10 ساغ، 10 ساغ في قائمه الاسعار الموجوده حاليا لغايه امبارح، برضو موجوده برضو حاليا في الجديد، بس تم زياده 75 قرش بس تخصص التامين الصحي الشامل طبقا للقانون رقم 2/2018 اللي صدر في يناير بموافقه مجلس النواب. طيب حضرتك برضو ما قلتليش سبب زياده السعر ايه؟ هل الخامات ارتفعت بتاعت السجاير ولا لا 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 الدولار ولا ايه؟ حضرتك ال 75 قرش موجهه للتامين الصحي الشامل دي بتعمل ايرادات بما يعادل تقريبا 3 مليار جنيه في السنه تخصص للتامين الصحي الشامل. في وزاره الماليه احنا مبيعات الشركات كلها بيتم توريد الضرائب لمصلحه الضرائب، وهي اللي بتدي للتامين الصحي ما هو يقول لي سواء تامين صحي للطلاب او تامين صحي الشامل اللي هو بدا تطبيقه اليوم. انما باقي السعر اللي موجود بالنسبه لعلب السجاير في نسب ليها شرايح 3 موجوده في قانون الضرائب الاصلي، 3 شرايح سعريه العلب لغايه 18 جنيه او اكثر من 18 لغايه 30 او اعلى من 30 جنيه. ده قانون ضريبي موجود بنطبقه، وكان في اخر تعديل في العام الماضي كان في نوفمبر 2017.
انما دلوقتي حضرتك هذه الحصيله تعادل تقريبا 3 مليار سنويا. التحرك بالظبط سنويا التحرك ال 75 قرش دي بيقابلها 75 قرش بتروح للضرايب برضه، لان اي سعر بيتم تحريفه جوه اللسته دي الضريبه بتاخد قد ما هو يخص التامين. طيب استاذ ابراهيم امبابي، هل انتم مع ام ضد زياده اسعار السجاير والضريبه عليها؟ قطاع الدخان قطاع الدخان ده قطاع كله ضرب ما فيهوش شتيمه. واخد بال سيادتك؟ يعني النهارده الدوله محتاجه اي شيء ما عندكيش الا قطاعين، قطاع الدخان وقطاع الاتصالات. قطاع الدخان معلش نتكلم اقتصاد شويه. قطاع الدخان يا فندم لو جبتي من موقعك طلبتي وزير الماليه وقلت له اديني التدرج اول حد بيدفع ضرائب لخزينه الدوله هيقول لك قطاع الدخان والسجاير 52 مليار ميزانيه 2017 2018. انت سيادتك سالت سؤال قيم جدا، قلتي الدوله عملت 75 قرش زياده اللي هو التامين الشامل، صح؟ صح. الزياده جت منين؟ انا اقول لسيادتك مع احترامي لمحمد بن عثمان، محمد بن عثمان لارج وبيتكلم في هدوء و لازم هينتج ولازم يشتغل. سيادتك وزارة المالية واخدة بمبدأ ومن حضر القسمة فليختصم. ازاي؟ مجلس الشعب قال 75 قرش. وزارة المالية قايلة في قانون 67 ل 2016 ان الضريبة على السجاير 50% متغيرة من سعر بيع المستهلك. فأنا لما أحط 75 قرش على العلبة أول صباح الخير وزارة المالية تاخد 37 قرش ونص. نيجي للشريحة للضريبة الثابتة، لو في شركة أجنبية أو شركة محمد بيه عثمان كانت عاملة الحد بتاعها 17.90 وجات تحط ال 75 على ال 17.90 دخلت في الشريحة الأخرى، يبقى دخلت يبقى هذا الصنف من اللي هتنتجه خسر 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 خسر. انا كنت بقول ايه يا اهل الخير، انتوا عايزين تامين شامل على دماغنا؟ تعال اقول والله يا شركات السجاير ابعد بقى عن وزاره ماليه، اذا سمحت هناخد 75 قرش طلع لي الشيك على منتجك ال 75 من سعر بيع انت بعت 183 معلش تاني ال 75 قرش اللي هو التامين الشامل. ايوه تمام. ابعدوا بقى عن وزاره الماليه، تعال قول لي عشان ما يحصلش الزياده، لان انا اللي بتقابل مع الجمهور، الجمهور بيقول انتوا ناس مش مظبوطين. ليه يا فندم؟ لو حضراتكم استاذ ابراهيم، لو حضراتكم عندكم هذه النيه الطيبه الصادقه انكم تبتلعوا هذا الجزء في الزياده وما تروحش على المستهلك، طب ما حضراتكم تقدروا تعملوها، ما تغلوش ادوا فرق الضريبه دي لوزاره الماليه مباشره. يا فندم ما ده اللي انا بقول لسيادتك، انت ما انا بقول لك اهو يعني بعد اذنك. هل تقدمتوا بهذا المقترح مثلا لوزير المالية؟ حد بيسمعنا يا فندم؟ حد بيسمعنا؟ حد بيسمعنا؟ حد بيرضى يتكلم معانا يا فندم؟ انا والله يعني حاولنا الحقيقه الاتصال بمعالي وزير الماليه الدكتور محمد معيط، عشان انا كنت عايز اساله في حاجه كمان متعلقه بخدمه الديون. يا استاذه منى، يا استاذه منى، هتبتلع جزء كبير من الموازنه. احنا كلنا وطنيين، هم تناسوا او نسهم ان لما الاسعار تزيد المستهلك هيعزف، هجيب لك ضرايب منين؟ انا كراجل رئيس شعب عايز مصانع تشتغل، مش عايزها تقفل. هنا يا استاذ ابراهيم انا مقدره طبعا، ده عملك ودي مهنتك وانت حريص على المستهلك في النهايه وده حقك، بس احنا هنا بنتكلم يا فندم على توفير 3 مليار جنيه لخزانه الدوله. والله انا معاكي، هيدخلوا مباشره مع التامين الصحي. هقول لك على حاجه اللي احنا في اشد الحاجه ليه. هزيدك من الشعر بيت. اتفضل. هزيدك من الشعر بيت. لو مجلس الشعب ما قالش 75 وقال جنيه بس يروحوا ما يخشوش وزاره الماليه، مالهمش دعوه بالسعر بتاع السجاير، هطلع كل شركه منتجه او كل مصنع معسل المنتج شيك مع الاقرار بتاعي بالجنيه بس. طب استاذ محمد عثمان، هل في امل او في احتمال او يعني ده حل وارد انه يعني يتم الاستماع الى هذه المقترحات بفكره انه الزياده لا تحمل على علبه السجاير في النهايه وبالتالي لا تحمل على المستهلك النهائي
وانه ده يتم خصمها او اقتصاصها من هامش ربح الشركات الدخان بعيدا عن وزارة المالية؟ الأستاذ أحمد كوجوك قعد معانا من حوالي شهرين مع جميع الشركات اللي بتصنع السجاير وخد مقترحات كل شركة طبعا يشكروا، وكان برضو الأستاذ عمرو المناير برضو العام الماضي هم بيسمعوا، لا ما فيش مشكلة في السمع في بالنسبة لهم، وإنما شيء طبيعي لأن قانون الضرائب نفسه بيحتم على كل الشركات اللي فيه 50% سعر بيع المستهلك، فأي تحرك لو أنا كشركة زودت مثلا نص جنيه أنا باخد 25 قرش والضريبة بتاخد 25 قرش، لو التأمين الصحي 75 الضريبة تبقى 75، لأن احنا علبة السجاير بما تعادل إن الشركات بتاخد تقريبا من 25% تقريبا من ثمن العلبة كلها. فأنا طبعا احنا مع الدولة إن ممكن تاخد للتأمين الصحي، وده حاجة كويسة جدا، هي حاجة بتشرفنا جميعا يعني مفيش مشكلة. هي انما عشان احنا نتحمل الفرق ده، لان انا باخد في العلبه 3 جنيه 40 قرش اللي هي بسعرها مثلا 16 جنيه او حاجه، فما عنديش من المساحه ان انا اخد، واي تحرك انا بتحركه الضريبه بتاخد، خدت 50 قرش الضريبه بتطلع 50 قرش، فده شيء موجود. المشكله حضرتك ان اصلا السعر الرسمي اللي هو بندفع عليه ضرائب سعر بيع المستهلك، اذا كان عندي صنف البوكس بيتباع ب 15.5 المفروض للمستهلك هو بيتباع ب 17 جنيه ما أكثر. عشان ما فيش رقابه عندي على السوق يا فندم، يعني في بيتباع ب 17 جنيه اصلا في السوق اصلا موجوده ب 17، فهو دلوقتي بقت رسمي ب 17. ايوه يا فندم، ده عشان ما عنديش رقابه؟ لا، هو طبعا التجار على مستوى الجمهوريه فوق 100,000 تاجر، فبرضه الاجهزه الرقابيه في ضغط كبير جدا عليها انها تقدر تغطي المساحات دي كلها، والتجار واكتاك وازقه وحارات وبلاد وقرى. انما هو التاجر مش بيكتفي بالربح اللي هو المفروض ياخده، بيزودها، فاي علبه حضرتك بتلاقيها بيزود يكبيه الى 2 جنيه في كل علبه، لان هو مش مكتفي بهامش الربح اللي هو بياخده. انا بديله مثلا كان البوكس ب 15 جنيه وربع عشان 15.5، هو بيقول انا ما اكتفش ربع جنيه في العلبه فبيبيعها ب 17، واخد بال حضرتك؟ تمام. 17 هو بقى ربنا يسهل وما يبيعهاش ب 18. هي المشكله حضرتك عايزه تكاتف جميع القطاعات على اساس ان يبقى في ضبط اسعار في الاسواق. بشكرك جزيل الشكر استاذ محمد عثمان هارون رئيس شركه الشرقيه للدخان، وبشكرك جزيل الشكر استاذ ابراهيم امبابي رئيس شعبه الدخان وعضو مجلس اداره غرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات. انا بس عايزه اقول حاجه صغيره وبصراحة شديدة، يعني كما تعودنا الحديث إلى حضراتكم بصراحة شديدة وإلى كل مسؤول ممكن يبقى بيسمعنا. المواطن بس في النهاية عايز يشعر إنه رفع الدعم أو رفع سعر أي سلعة أو أي خدمة ده على طول بيقابله تحسين خدمة أو يعني الإصلاح الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه، هو عايز يشوف ده وعايز يشوف إنه ما تم استقطاع، وعايز يبقى فاهم على فكرة، يعني عايز يبقى فاهم الأرقام اللي داخل واللي خارج، ما تم اقتطاعه من هذا القطاع او ما تم تحصيله من ضرائب على هذه السلع على سبيل المثال، وازاي بيصرف، وجه الصرف ليه بيكون عامل ازاي. المواطن الحقيقه محتاج جدا ان هو يشوف ده عشان يطمئن انه ما نقوم به الان هو اصلاح اقتصادي حقيقي وليس فقط اصلاح مالي، وده اللي احنا من فتره كنا بنقول انه ربما الاجراءات السابقه هي اجراءات لاصلاح مالي وليس اقتصادي. اقتصادي يعني بيتكلم طبعا عن مصانع ومشروعات وامور اخرى كثيره. تعالوا نسيب بقى الاخبار دي كلها وبعد لحظات كده نفرح باولادنا وباخواتنا. عايزه بس احكي لحضراتكم حاجه صغيره كده. زي النهارده زمان، بس زمان شويتين، بس مش احنا الجيل اللي قبلنا، يعني احنا كنا صغيرين لسه ما نوعش ده. كانوا اخواتنا والطلبه طلبه الثانويه العامه يقعدوا كده جنب الراديو، كانش بقى في فيسبوك بقى وكلام، فيش الكلام ده، وانترنت وبتاع، فيش الكلام ده. كانوا زمان الاهالي وكل ام واب يقعدوا جنب الراديو ويفتحوا الراديو عشان يسمعوا نتيجه اولادهم في ثانويه عامه، وبعدين تلاقي مدرسه كذا كذا كذا، وساعات مثلا تسمع جمله كده لم ينجح احد، فهو كله يغمى عليه، وتسمع النتيجه وتفرح ويا رب الفرحه، واولادنا كده ان شاء الله واخواتنا يا رب يعني حققوا كل امنياتهم. نتيجه ثانويه عامه دي وثانويه عامه كلها على بعضها
يعني صعبة الحقيقة جدا، يعني كفاية التوتر وكفاية فكرة المجموع والفكرة اللي مسيطرة علينا من وإحنا صغيرين إنه مجموعك في ثانوية عامة ده اللي هيحدد حياتك ومصيرك كله متوقف على الدرجتين اللي جنب بعض في المية، النسبة المئوية اللي هتاخدها دي. النهارده الحقيقه كان في مؤتمر لوزير التعليم وكان في اعلان عن نتيجه الثانويه العامه ويعني انا بعتقد انه النهارده في بيوت كتيره جدا فرحانه، واتمنى انه طبعا العام الدراسي 2017-2018 دكتور طارق شوقي الحقيقه هنى الاوائل ويعني اتصل بيهم بالتليفون، وكان في دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العالي ورئيس عام امتحان الثانويه العامه، دي الاسماء اللي كل سنه بنسمعها على فكره في امتحانات الثانويه العامه. كان في مدير عام الامتحانات، والنسبة العامة للنجاح السنة دي كانت 74.3%. السنة اللي فاتت 2016-2017 كانت 72.4%، يعني عندنا 2% نسبة أعلى السنة دي. دي إحصائيات النتائج للسنة دي، وكان عندي إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان 644,715 طالب، إجمالي اللي أدوا الامتحان كان 556,284 طالب، إجمالي الطلبة اللي نجحوا 413,079، يعني في 413,000 حقهم النهاردة يسمعوا عبد الحليم ويسمعوا أغنيته الجميلة اللي تربينا كلنا عليها برضو، وحياة قلبي وأفراحه وهناه في مساه وصباحه. مبروك لكل إخواتنا ولكل الطلبة، ومعلش لو حد مجموعه ما كانش قد مجهوده او يعني كان متوقع ان هو يجيب بمجموع اعلى من كده، دي مش اخره الدنيا على فكره. ويعني في ناس كتيره جدا بتشتغل شغلانات ملهاش اي علاقه بالشهادات اللي درستها ولا بالاربع سنين بتوع الجامعه، فالمستقبل لسه قدامكم وان شاء الله يا رب اللي جاي يكون احلى بكتير. الف مبروك. احنا بعد دقائق هنستقبل اثنين من اخواتنا اللي رفعوا راسنا لفوق، الطالب احمد عادل محمد الاول مقرر علمي علوم، من فين؟ من الشرقيه، لك ان تفخري يا محافظه الشرقيه. شيماء محمد جاد الثانيه ادبي الجيزه، الف مبروك. هنستقبلهم ونتكلم معاهم، ويبقى معانا اتصالات كمان كتيره جدا نبدا فرحتهم النهارده كده نشاركهم فيها. الف مبروك. تعالوا نطلع مع بعض فاصل نشوف اهم احداث هذا الاسبوع ونرجع نقول مبروك اوائل الثانويه العامه. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المصرية والإقليمية والعالمية. الصحة، حزمة إصلاحات السيسي لمنظومة الصحة تكلفتها 18.2 مليار جنيه. رئيس الوزراء يشيد بالعلاقات بين مصر والأردن ويؤكد ضرورة مضاعفة التعاون الاقتصادي. النيابة، حبس رئيس مصلحة الجمارك 15 يوما بعد إلقاء القبض عليه بتهمة تلقي رشوة 1,000,000 جنيه. الحكم بحبس مواطنة لبنانية 11 سنة بتهمة التطاول على الشعب المصري. وزير الخارجية يستعرض ببروكسل جهود مصر لدفع المسار السياسي بسوريا. السلطات السورية وفصائل الجنوب تتواصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في درعا بضمانات روسية. مستوطنون يقتحمون باحة المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال. صندوق النقد الدولي يصرف شريحة قرض لتونس بقيمة 250 مليون دولار. إيران وقوى عالمية تجتمع في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، وروحاني يطالب أوروبا بخطوات عملية. النفط يتأرجح في تعاملات متوترة بعد فرض رسوم أمريكية على بضائع من الصين. أكثر من 1,000 شخص يتظاهرون في بروكسل احتجاجاً على سياسات ترامب قبل قمة الناتو. استقالة وزير خارجية بريطانيا احتجاجاً على خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. حكم غيابي بسجن رئيس وزراء باكستان المعزول نواز شريف قبل الانتخابات. قادم برازيلي يلغي أمراً قضائياً بإطلاق سراح الرئيس الأسبق لولا دي سيلفيا. مقتل 38 على الأقل وفقد 50 مع تعرض اليابان لأمطار غزيرة وإجلاء مئات الآلاف من المواطنين. وفاة 33 شخصاً في كندا بسبب موجة حر. طائرة هيليكوبتر تسقط على منزل في فيرجينيا.
A helicopter came right into the house. هو مش ممكن نكون بنتكلم على ثانوية عامة والنتيجة ومعانا الأوائل وبنفرح بيهم وما نفتكرش عبد الحليم وحياة قلبي وأفراحه. ألف مليون مبروك لكل إخواتنا وولادنا اللي تفوقوا اللي اجتهدوا وذاكروا وكان عندهم هدف يحققوه وربنا الحمد لله كرمهم واداهم على قد مجهودهم وبقوا النهارده من اوائل الثانويه العامه. معايا الطالبه الجميله شيماء محمد جاد الثانيه ادبي الجيزه. اهلا بيك يا شيماء. اهلا بحضرتك. ومعايا الطالب احمد عادل محمد الاول مقرر علمي علوم الشرقيه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ممكن اسالكوا سؤال؟ انا قلت لكم الكلام ده قبل ما نرجع على الهواء. انتوا نايمين كده؟ ده انتوا اوائل. انتوا اول ثانوية عامة، انتوا لازم تبقوا فرحانين ومهيصين. انا فرحانة لكم. عارفة ان ايه اوائل ثانوية عامة دي؟ حاجة كبيرة يعني. مبروك. الف مبروك وبشكرك ان انت جاي من الشرقية مخصوص عشاننا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هو المفروض ابدا مع الاول. بس انا الصراحة بتحيز للبنات. وبعدين الاتيكيت بيقول لك ليديز فيرست. ايوه. شيماء الف مبروك مرة تانية. الله يبارك فيك. وانا عايزة اعرف انت استعديتي ازاي اصلا لثانوية عامة؟ انا كنت واخده السنه من اولها يعني من اول ما بدات جد بذاكر اول باول مع مدرسين ما بركمش حاجه عليا منظمه وقتي كويس ومصممه يعني ان انا اتفوق. كنت بتتفرجي على مسلسلات؟ بتابع بس مش اساسي يعني. بتفتحي فيسبوك كتير؟ لا لا بحدود. هسألك أسئلة ولي الأمر بقى. لو كنتي بتقعدي على الفيسبوك بتذاكري قد ما بتقعدي على الفيسبوك. طيب دخلتي الامتحانات واجتهدتي وكتبتي في الورق مجهودك والعلم اللي انت طلعتي بيه، لما خلصتي الامتحانات حسيتي ان انت حاله كويس؟ حسيتي ان انت ان شاء الله ممكن تبقي من الاوائل؟ انا كنت بتابع نماذج الاجابه وكنت حاسه ان انا هطلع من اوائل الجمهوريه. كنت بتاخدي دروس بصراحه؟ كنت منتظمه فيها في الاول لكن في الاخر قعدت في البيت من بعض الدروس يعني وكنت بروح المواد الصعبه بس. بتاخدي دروس في المواد الصعبه بس الباقي كنت مجهودك ده في الاخر بس لكن في الاول كنت باخد كله. في الاول كنت تاخدي كل الدروس. احمد الف مبروك مره ثانيه. هسالك نفس السؤال. انت الاول مقرر علم علوم الشرقيه، عايز اعرف استعدت ازاي لثانويه عامه؟ ما سنه بسيطه جدا. بدات عادي خالص. السنه مرهقه بس في البدايه مش خدتها جد. عادي خالص. داخل نزيه كده. داخل ايه؟ نزيه. نزيه؟ يعني ايه داخل نزيه؟ يعني مش حاطط في بالي الضغط وثانويه والفيلم الكبير اللي بتعمل عشانها ده. بعض المواد اهتميت بيها اللي هي محتاجه تفكير، والمواد اللي محتاجه حفظ اللي هي مهما حفظتها لازم تنسى. مش زي ايه؟ زي العربي. العربي دي قنبله حفظ. والانجليزي كذلك الامر. المواد دي كنت باجلها، مش بهملها، لا بذاكرها بحيث ان في اخر السنه لما اجي اهتم بيها اعرف الم الماده كويس. وده اللي حصل والسنه مرت بسرعه ما حدش حس بيها اصلا. سبحان الله. يعني انت بجد من اول ما دخلت ثانويه عامه ما كنتش حاطط في بالك الصداع والكابوس ده ثانويه عامه؟ لا 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 لا. النتيجه لا عادي خالص. لا مين 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 كان بيديكوا الدعم قوي؟ مين كان بيشجعك قوي؟ مين كان طول الوقت وراكوا في المذاكره في الصحيان عشان الامتحان؟ ماما وبابا بصراحه. ما وقفوا جنبي جدا وكانوا بيشجعوني وكانوا بيدوني حافز ان انا اكمل السنه يعني. وكانوا دايما بيقولوا لي ان هم متوقعين ان انا اكون من اوائل الجمهوريه. احمد هدفك واكيد ماما وبابا. هدفك هدفك وماما وبابا. وماما وبابا والمدرسين طبعا. ايه اكتر حاجه ممكن تكوني قابلتيها كانت صعبه شويه خلال السنه بتاعت الثانويه العامه السنه الاخرانيه؟ لا هي في مذاكره بعض المواد عليا كانت رخمه يعني زي العربي. زي العربي برضه. ايه العربي مليان حشو فظيع. انا كنت طول السنه بعيط منه. لا 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 والله. بجد؟ والله كنت بهتم بيه جدا. والماده اللي كنت شايفاها سلسه قوي وقريبه لقلبك كانت ايه؟ لا هي معظم المواد عادي بس هو العربي اللي كان. جبتي فيه كام العربي؟ 79 نقص درجة. 79 من 80. 79 من 80 نقصتي درجة واحدة. ده اللي كنت خايفة منه. شكرا. بيقول لك ايه اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه.
وانت جبت كام في العربي بقى لما كنت خايف منه؟ 79.5. برضو انت كنت غشيم من بعض ولا ايه؟ لا 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 شرقيه وجيزه ما ينفعش. 79.5 من 80 ودي الماده اللي كنت خايف منها. اه ولمتها في شهر. لمتها في شهر واحد. طيب واكتر ماده كانت قريبه لقلبك؟ الفيزياء. الفيزياء. تعرف الفيزياء والكيمياء دول كانوا كابوس بالنسبه لي وانا في ثانويه عامه. يعني كنت حبيبها يعني المدرس استاذ مصطفى هاشم كان محببني في الماده جدا. كان بيخليك ديناميكيه في الماده تروح تبقى مزاجك خالص تبدا فيها تاخد راحتك مش تاخدها فيزياء ومش فيزياء مش معادلات وحسابات وقوانين. لا 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 عادي خدها ببساطه خالص وحب الماده علشان تعرف تشتغل فيها كويس. والله انا بحيي استاذك استاذ مصطفى هاشم. مصطفى هاشم استاذ الفيزياء في المدرسه اللي كان فيها احمد الاول مقرر علمي علوم في الشرقيه. بحيي استاذ مصطفى لانه ماده الفيزياء من المواد الثقيله والصعبه جدا دي كلنا عارفين ده. فعلشان يوصلك هو كاستاذ بطريقه كده معينه انه يحببك في الماده ده مجهود من الاستاذ محترم جدا الحقيقه. زمايلكوا كلموكوا اولا عرفتوا ازاي نتيجه الامتحان نتيجه الثانويه العامه؟ هو الوزير اتصل ببابا امبارح وهو كان في الشغل وبابا اتصل بيا وقال لي النتيجه. لكن ما كلمش الوزير. ثانيه واحده ثانيه واحده يعني بابا كلمك قال لك؟ انا رديت على التليفون لقيت وزير التربيه والتعليم بيقول لي مبروك. كده بابا اتصل بيا كان منهار يعني مش مصدق خالص وما كانش مستوعب. وبعدين قال لي مكتب الوزير اتصل بيا وقال لي ان انت الثانيه على الجمهوريه وكده وانا قعدت اعيط يعني ما كنتش مصدقه خالص. ياه. ماما كانت قاعده معاكي كنتي في البيت؟ لما بابا اتصل بيكي كانت ماما في البيت. احضان بقى وعياط عياط وزغاريت وكده. عياط وزغاريت. يا رب دي من الفرحه يا رب. احمد عرفت النتيجه ازاي؟ من التلفزيون. من التلفزيون. قول تاني كده يا احمد منين؟ من التلفزيون. شفتوا عشان بس الناس اللي بتهاجم التلفزيون والاعلام ويقولوا ايه لازمه الاعلام اهو احمد عرف نتيجته من التلفزيون. ايه كنت قاعد بتتفرج وبعدين؟ كنت قاعد مش كنت متوقع خالص خصوصا ان هو اتصل الوزير اتصل يعني على الاوائل فقلت انا خلاص. ما اتصلش بيك؟ لا بس ما اعرفش يمكن تليفون اصلا انا مسجل رقم بابا يمكن واحد كان اتصل على بابا ما اعرفش. لان هو اتصل بالاوائل كلهم. ممكن يكون حاول يكلمك ايوه ممكن ما بابا لقيته بيقول لي ان هو كان كلم واحد فتره كبيره يمكن يكون اتصل في الوقت ده. طبعا مش كنت مستوعب. أيوة لا اوصف لي بس انت كنت قاعد في البيت ولا فين؟ كنت قاعد في البيت. معاك مين؟ والدي ووالدتي واخواتي. حلو فاتحين التلفزيون. في امان الله كده. في امان الله كده. وبعدين فجاه لقيت صورتي ظاهره واسمي. ايه ده؟ ده انا اللي في التلفزيون. ما كنتش مستوعب خالص. بابا طبعا احضان وشجن وعياط وزغاريت وفرحه. الحمد لله. فرحه جميله قوي قوي الحقيقه فرحه جميله جدا. معانا اتصالات كتيره من زمايل ليكوا برضو اوائل الثانويه العامه اللي فرحونا وفرحوا اهاليهم. خلينا نبدا بعلي نايل الاول مقرر علمي علوم منين؟ سوهاج اهلا وسهلا يا علي مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. شكرا. الف مبروك. انت في سوهاج؟ انا في سوهاج الحمد لله. انا في سوهاج مركز اخميم. مركز اخميم. عرفت ازاي النتيجه يا علي؟ من التلفزيون في مصلحتي بتاع الوزير الدكتور طارق شوقي. دكتور طارق شوقي وزير التعليم. يعني قاعد فاتح التلفزيون وسمعت اسمك. نعم قاعد فاتح التلفزيون وسمعت اسمك. بالظبط والله انا كنت مصدع طبعا يعني كانت فرحه كبيره جدا بالنسبه لي. ومين يا علي التدين ليه بالفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا مين تحب توجه له كلمه دلوقتي وانت من اوائل الثانويه العامه؟ لا طبعا انا طبعا بوجه الشكر طبعا لبابا وماما بكل تاكيد يعني بعد ربنا هم اولا واخيرا كان السبب الحمد لله في خروجي واني جبت المركز الاول اللي كنت طبعا بحلم بيه من اول السنه. طبعا هو بابا يعني هو دعمني بكل حاجه يقدر بيها كان في كل حاجه بالذات معنويا ووالدتي طبعا والله واخويا برضو الكبير عبد الحميد اداني الدعم وكان الحمد لله يعني كانوا خير سند يعني الحمد لله. ان شاء الله تدخل كليه ايه يا علي؟ ان شاء الله كليه طب باذن الله. كليه طب باذن الله. عايز تتخصص ايه؟
والله انا ان شاء الله نفسي اتخصص عظام يعني كده ان شاء الله. يعني عظام؟ اشمعنى عظام؟ ده تخصص تقيل وصعب قوي، اشمعنى؟ والله قلت لحضرتك عشان دي اكتر حاجه تخافين مثلا، وانا يعني انا المفروض بلعب كوره الحمد لله كتير يعني، بس تقريبا اكتر حاجه اتصبت فيها هي كانت اصابات ملاعب. اصابات ملاعب بالظبط. بالظبط والله بالظبط، فعشان كده انا حبيتها جدا، كنت رحت لدكاتره عظام كتير وكنت بسمع الكلام اللي كانوا بيقولوه، حبيت التخصص جدا وحبيت الكلام جدا، فحسيت نفسي انا عايز ابقى دكتور عظام زيهم يعني. ألف مليون مبروك يا علي، ألف ألف مليون مبروك علي نايل عبد الحميد الأول مقرر علمي علوم سوهاج، إن شاء الله يا رب ربنا يفرح قلبك وتدخل كلية الطب وتتخصص في العظام زي ما أنت عايز. لسه ما سألتكوش عايزين تدخلوا إيه. أخد بس كمان ندى حمادة الأولى مقرر علمي علوم من الدقهلية، يا ندى مبروك. الله يبارك في حضرتك. ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. فرحة وزقططة طبعا. طبعا أكيد. اول ما عرفتي النتيجه عرفتيها ازاي وايه بقى اللي حصل؟ احكي لي. طبعا انا ما كنتش متابعه المؤتمر لاني بصراحه ما توقعتش ان اكون من الاوائل على الجمهوريه، الجيران هم اللي جم قالوا لنا بقى. خبطوا عليك؟ مين كان معاكي في البيت ساعتها؟ يعني اخواتي كانوا نايمين، كان ماما وبابا بس. وفتحوا الباب والجيران قالوا لهم ايه بقى؟ قالوا انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ بنت كل قرعه الثانويه العامه امي صوتت. يا حبيبتي من الفرحه، من الفرحه. طبعا فرح. مبروك يا ندى، نفسك تدخلي كليه ايه يا ندى؟ ان شاء الله طب. ان شاء الله طب. ان شاء الله. تخصص ايه؟ يعني بصراحه نساء وتوليد لحد دلوقتي. ايه؟ نساء وتوليد. نساء وتوليد لغايه دلوقتي. الا لو غيرتي رايك. ربنا يوفقك يا رب باللي قلبك يحبه ونفسك فيه. ألف مبروك يا ندى. آخد مينا أشرف جميل الأول علمي علوم على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، يا مينا مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا مينا. الله يبارك حضرتك. الأول علمي علوم على مدارس المتفوقين وفي التكنولوجيا دي حاجة صعبة يعني تقيل. انت بقالك بجد بقالك كام سنه مجتهد كده علشان ما شاء الله تقدر تجيب النتيجه دي؟ لا انا من وانا صغير وانا اصلا بحب العلم يعني، وبفضل ماشي وراه وبذاكر فيه كتير يعني. مجموعك كام؟ مجموعي في مدرستنا 95.2 من 100 يعني. 95 ده يعتبر صعب عندنا، مش سهل يعني. ما انا عشان كده بقول لك المدارس المتفوقين حقيقي الدراسه فيها صعبه. صعبه. وعرفت ازاي يا مينا نتيجه الثانويه العامه؟ انا كنت نايم وفجاه لقيت رقم بيتصل، ما جاش دماغي خالص يعني. فبرد لقيت سكرتير الوزير افتكرتها اشتغاله، ولسه بقول له هنهزر. ايه 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 ايه؟ لا 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 لا، بالراحه بالراحه بالراحه. كنت نايم وبعدين؟ كنت نايم ولقيت المكالمه. مكالمه جايه لك على الموبايل انت؟ على الموبايل. فلقيت سكرتير الوزير، فاخترت واحد صاحبي بيشتغلني بقى وكده، فبقول له هنهزر ولسه هقفل، لقيت دكتور طارق شوقي معايا. بس قال لك ايه يا مينا؟ قال لك ايه؟ قال لي مبروك يا مينا، انت الاول على مدارس المتفوقين سنه 2018 بمجموع 666.13 من 700. انا كنت مصدق خالص، عارف ارد عليه. بس لحد ما استوعبت بقى انه مش حلم وانها حقيقه بس. رجعت كملت نوم؟ يعني جالك نوم بعدها؟ كملت ساعتين بعدها، كنت فاكر كل ده حلم. سعيد بقى قلت للعيله، لقيت عياط وزغاريت وكده. جبت النوم منين يا مينا؟ جبت النوم منين؟ كنت مصدق، كنت فاكر حلم. وزغاريت بقى وفرحة طبعا. مين يا مينا اللي تحب توجه له كلمة شكر، تقول له شكرا على وقوفك معايا على دعمك يعني؟ طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى أكيد. طبعا أهلي الأول، بابا وماما طبعا وقفوا معايا على طول. وبعد كده مدرسة، مدرسين وإدارة وكل حاجة، هم كلهم كانوا واقفين معانا طول السنة. احنا ما كناش بناخد دروس خصوصية، كنا بننزل مدرستنا يوميا، فمن غيرهم صراحة ما كناش وصلنا النص اللي احنا فيه أساسا. الله يا مينا، والله على الكلمة دي، من غير المدرسين اللي كانوا معانا ما كناش وصلنا لنص اللي احنا فيه ده. يعني بشكرك على الوفاء ده والعرفان ده. وناس كتيرة يمكن في وسط الفرحة كده نفتكر بابا وماما، بس فكرة العودة بالفضل للمدرس واجتهاده وضميره المهني
وقربه من الطالب دي مش كتير ممكن يفتكروها. أنا بشكرك يا مينا جدا، ألف مليون مبروك مينا أشرف جميل، الأول علمي علوم على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، اللي لما وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي يكلمه افتكروا واحد صاحبه بيشتغل وبيهزر. مبروك. عايزين تطلعوا يا شباب أحمد؟ طب؟ لا لسه ما حددتش قسم يعني. تخصص مفيش حاجة في بالك؟ لا أي حاجة، بس طب. شايف نفسك في البلطو الأبيض؟ إن شاء الله. إن شاء الله، وهتسعى لها بإذن الله. إن شاء الله. شيماء نفسك تطلعي؟ نفسي أدخل اقتصاد وعلوم سياسية وأكون دكتورة في الجامعة. أخيرا حد قال لي حاجة غير طب. أخيرا اقتصاد وعلوم سياسية. بنتي بلاش السياسة يا بنتي، صعبة ودمها تقيل، اسألينا احنا. بلاش السياسة والاقتصاد مش مفهوم. طبعا لانك ادبي، فاقتصاد وعلوم سياسيه شايفه فيه ايه؟ لان دي كليه دسمه وموادها تقيله وليها علاقه بالسياسه العامه واقتصاديات الدول. وانا حابه دراستها يعني، وده كان حلمي من وانا صغيره، فشايفه نفسي فيها ونفسي اكون دكتوره في الجامعه. نفسك تدرسي في الجامعه. عايزه منكم كلمات لكل ولادنا واخواتنا اللي لسه ان شاء الله السنه الجايه ثانويه عامه، عشان انا احمد الحقيقه بدا الكلام بحاجه مهمه قوي، قال لي ما بداتش السنه بالهستيريا والخوف بتاع الحق ثانويه عامه، اتعاملت معاها عادي، سنه عاديه جدا، وذاكرت واجتهدت والحمد لله ربنا وفقني. فتقولوا لهم ايه؟ السنه خدها ببساطه، حب المواد، خلي علاقتك بربنا كويسه، دي اهم حاجه. اجتهد، ربنا مش بيضيع مجهود اي حد، اعمل عليك عشان ما تندمش بعد كده، وان شاء الله ربنا هيوفقك. مش تيأس مهما وجات، لازم تقف، لازم افتكر حلمك، افتكر اهلك وفرحتهم، وانت ان شاء الله هترجع اقوى، وان شاء الله ربنا يوفقك جميعا. يا رب، اللهم امين يا رب. شيماء؟ ان هما ما يبقاش في توتر برضو، يذاكروا اول باول ومع مدرسين متابعين من اول السنه، ما يبقاش في توتر، يبقى في ثقه في النفس واصرار على النجاح يعني، وصبر، عشان السنه طويله جدا ومحتاجه حد يكون عنده صبر. الصبر طبعا ده اللي بتتكلم عليه شيماء مهم جدا. هي كمان احمد قال كلمه بليغه جدا جدا، انك تعمل اللي عليك عشان ما ترجعش تندم بعد كده. وانا الحقيقه كنت حريصه جدا سواء مع شيماء او احمد او كل الاوائل اللي اتصلنا بيهم على التليفون، ان نسال سؤال محدد قوي، مين كان معاك ومين تنسب له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى وتقول له شكرا النهارده وانت من اوائل الثانويه العامه؟ لانه الام والاب او حتى لو حد فيهم مش موجود، لكن لو حد فيهم موجود او الاثنين، ربنا يا ربي يعني يبارك لك فيهم، لو الاثنين موجودين وهم اللي كانوا بيدوا لك الدعم ده وهم اللي شقيوا طول عمرهم عشانك، فهم يستاهلوا قوي الفرحه دي. يعني حتى لو انت مش في دماغك قوي موضوع مجموعه ثانويه عامه ولا تدخل كليه ايه ولا تطلع ايه، خلي انك تفرح قلب امك وابوك بيك في يوم زي ده كده، زي ما شاء الله ما شاء الله شيماء واحمد وكل الاوائل اللي كلمناهم وباقي اوائل الثانويه العامه كلهم، الشباب الجميل المحترم اللي انا فخوره ان هم بيتكلموا معانا وان هم النهارده فرحونا كلنا. بجد الفرحه دي انك تدخلها على قلب امك وابوك دي تسوى كتير جدا. فربنا يوفق الجميع، ومره تانية الف مليون مبروك. في اي كلمه عايزين توجهوها، في اي رساله عايزين تقولوها لاي حد؟ انا عايز اوجه رساله للجميع المدرسين، ربنا يحفظكم ويخليكم من اجل القادمه ان شاء الله، من النجاح لنجاح، وصحابي ربنا فيكم جميعا، ان شاء الله المرحله الجايه افضل من اللي فاتت، وان شاء الله اهم حاجه انك تكون قمه في مجالك، مش شرط كليه القمه وكده، اهم حاجه انك تكون قمه في مجالك، والحمد لله على كل شيء. شيماء؟ بوجه رساله شكر لبابا وماما، واستحملوا لي كتير يعني وتعب اعصابي وكده، ومدرسيني برضو، انا اكيد من غيرهم ما كنتش هعرف احقق اي حاجه. مرة تانية بقول لكم ألف مليون مبروك، وسعيدة أن رسائلكم فيها كل التقدير والعرفان. والحقيقة كمان عايزة أبارك لكل المدرسين اللي كان ليهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح واجتهاد وتفوق ولادنا وإخواتنا في أوائل الثانوية العامة، وأوجه كل الشكر والتقدير والعرفان كمان الحقيقة لكل أم وأب وأم
يتحملوا الضغوط دي، لانه صحيح احنا طول الوقت بنقعد نقول لهم ما تحطوش ضغط على اولادكم في ثانويه عامه وبلاش حته خد بالك والمجموع والنتيجه، لكن احنا بنقدر اللي هم فيه، احساسك ان ده مستقبل ابنك او مستقبل بنتك واكيد انت عايز تشوفه احسن حد في الدنيا، ده حاجه يعني من دافع الامومه والابوه. فمبروك، ومبروك لكل اخواتنا، ومره تانية الف مبروك، فرحتونا تحيات قلبي وافراحه. سمعتوا شغلتوها ولا لا؟ احنا بنشغلها لكم. مبروك، الف مبروك. شيماء محمد جاد الثانيه ادبي الجيزه، واحمد عادل محمد الاول مقرر علمي علوم الشرقيه. مبروك يا شباب. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ننتقل من هذا الجزء. الحقيقه ان احنا عشان نفرح باولادنا وباخواتنا اللي هم الشباب الجميل زهرة المستقبل دول، ونحصد معاهم تفوقهم، لازم نكون مؤسسينهم من البداية. لازم من البداية الطفل يكون ليه حقوق ويكون ليه حماية كاملة، التعليم والصحة والرعاية والمأوى وأمور أخرى كثيرة جدا. الطفل ده لازم أهتم بيه وأرعاه. هل القوانين اللي عندنا في مصر هنا كافية لحماية الطفل؟ هل نحتاج لمزيد من القوانين أو لتعديلات في القوانين؟ وماذا عن مبادرة أطفال بلا مأوى لوزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق تحيا مصر وبعض المؤسسات الأخرى اشتغلت عليها؟ ويا ترى إحنا محتاجين نعمل إيه عشان نحافظ على أولادنا؟ لأنه خلينا دايماً بس فاكرين إنه طفل الشارع ملوش ذنب إن هو كان طفل شارع، هو ملوش ذنب إن هو اتولد لقى نفسه طفل بلا مأوى. بعد هذا الفصل والدنيا فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا، ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان برنامج حماية أطفال بلا مأوى مشروع أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وذلك لرعاية الطفل حتى الانتهاء من تعليمه المدرسي أو الجامعي أو التعليم الفني طبقا لقدرات وميول الطفل، حتى يستطيع الاندماج في المجتمع ليكون مواطنا مستقلا قادرا على الاعتماد على نفسه. ظاهرة أطفال بلا مأوى تعد من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري، والتي تمثل أحد الإشكاليات الرئيسية التي تواجه التنمية في الحياة المصرية، كما أنها تمثل عائقاً أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو. وتشير الأدبيات والخبرات الدولية وكذلك المصرية إلى أن هذه الظاهرة هي نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والبطالة والعنف الأسري وغيرها من العوامل. الظاهرة تشكل خطراً على المجتمع، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعاني المجتمع من خطورة تزايد أعداد أطفال بلا مأوى. دفع ذلك جهات معنية بعد إطلاق دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أول حصر شامل على مستوى الجمهورية في عام 2014، وظهرت نتائج الحصر أن عدد الأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية 16,019 طفلاً. وفي محاولة للدولة للقضاء على تلك الظاهرة والحد منها، تم التنسيق بين صندوق تحيا مصر
ووزارة التضامن الاجتماعي، وتم وضع خطة تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تقوم على تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومي، بحيث تأتي بنتائج فعالة للحد من الظاهرة، وأيضا التعاون والتشبيك مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدني. الفئات المستهدفة والمستفيدة من المشروع وأعدادها: إجمالي موازنة المشروع 164 مليون جنيه، يساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون جنيه، وتساهم وزارة التضامن بمبلغ 50 مليون جنيه. 12772 طفل من إجمالي 16019 طفل، أي ما يعادل حوالي 80% من حجم الظاهرة. النطاق الجغرافي للمشروع: يتم تنفيذ الخطة في 10 محافظات الأعلى كثافة من حيث تجمع أطفال بلا مأوى، طبقاً للحصر تشمل المحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، الأسكندرية، أسيوط، السويس، بني سويف، المنوفية. وحدات التبرع: كفالة طفل، إطعام، ملبس، تعليم، علاج، ترفيه 1500 جنيه شهرياً، ضمان مسكن ملائم لمن تعدوا سن 18 سنة بدون الرعاية 5000 جنيه، تبرعات عينية، طعام، ملابس، كتب، ألوان، حواسب آلية، ألعاب. تحمل مصاريف التشغيل الوحدة المتنقلة 250 ألف جنيها سنوياً. الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت أنه من أهم نتائج هذا المشروع هو حماية 80% من أطفال الشارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، فضلاً عن دمج 60% من أطفال الشارع المرصودين، مشيراً إلى أنه تم تطوير 21 دور رعاية اجتماعية في 10 محافظات، ومجهزين لاستقبال الأطفال ولتقديم البرامج والرعاية اللازمة لهم. محمد عشماوي رئيس صندوق تحيا مصر قال خلال احتفالية نظمتها وزارة التضامن لإطلاق مشروع أطفال بلا مأوى إن المشروع مثل أحد أهم محاور وبرامج أنشطة صندوق تحيا مصر. نشوى عبد العاطي، مساء دريم. يا أهلا بحضراتكم من جديد، وبشكر الحقيقة كل زملائي اللي قاموا بهذا التقريب، عمل هذا التقرير، لأنه بيدي لك أمل كده أنه لما تبقى ماشي بعربيتك وتلاقي طفل في الشارع ملوش مأوى، ملوش سكن، بيشحت، أو تحس أنه الطفل يعني مفيش أي اهتمام أو رعاية ليه، فبيدي لك أمل أنه لا، ممكن عن طريق منظومة متكاملة بنشتغل عليها بقالنا حوالي سنة تقريبا ان احنا نراعي هذا الطفل ونقدم له الحماية المطلوبة. اسمحوا لي بس قبل ما ادخل في هذه الفقرة اقول لحضراتكم نص البيان الذي جاء او صدر منذ قليل عن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اكد في هذا البيان رفضه اي قرصنة او بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، وأشاد في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية. واستهجن المجلس في بيانه الذي أصدره منذ قليل محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية بي أوت المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا، مؤكدا أن هذا مرده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع، بالإضافة إلى التغطية على فشلهم التقني الواضح بمنع القرصنة. وأعرب الأعلى للإعلام عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات بي إن سبورت التابعة لشبكة الجزيرة نظرا لارتباطها ودعمها للإرهاب، كما ندد المجلس بقيام بي إن سبورت بإقحام الرياضة بالسياسة، والذي تم رصده بشكل متتالي ليس ضد السعودية فحسب، وإنما ضد عدد من الدول العربية. وأكد المجلس في ختام بيانه على مراجعة الموقف القانوني لبي إن سبورت في كل دولة
على ضوء مستجدات إقحامهم للرياضة بالسياسة بشكل متكرر وخصوصا في كأس العالم. ده هذا البيان الذي صدر إذن منذ قليل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. خلونا برضو نروح لخبر آخر الحقيقة منذ قليل انتشر كالنار في الهشيم، يعني في الدقائق القليلة أو ربما الساعة القليلة الساعات القليلة الماضية الناس بتقول لك في حريق حصل في المطار، والحقيقة توضيحا أنه صور الحريق اللي بتتم تداولها الآن هو حريق في أحد محطات الوقود وهو خارج سور مطار القاهرة تماما. ورئيس الشركة القابضة، بس عشان نطمن الناس، الناس بتقول لك المطار وإيه اللي حصل، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أعلن أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأنه الانفجار خارج مطار القاهرة تماما، وجاء في خزانين المواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق المطار القاهرة الدولي، وجاء قرار تعليق بعض الرحلات في المطار جراء ده كإجراء تأميني فقط دون وقوع أي إصابات. دي بعض الأخبار العاجلة، نحب نوافي حضراتكم دائما بالأخبار والمستجدات أول بأول. نرجع لموضوعنا. من حوالي سنة تقريبا وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت، وكان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج اسمه حماية أطفال بلا مأوى. طبعا من الاسم واضح هذا البرنامج هو لرعاية الطفل حتى ينتهي من تعليمه المدرسي أو الجامعي أو حتى لو التعليم الفني طبقا لقدرات وميول الطفل، عشان يقدر يندمج في المجتمع ويكون مواطن مستقل قادر على الاعتماد على نفسه. البرنامج بينفذ في 10 محافظات وهي الأعلى كثافة من حيث تجمع الأطفال اللي موجودين اللي هم بلا مأوى، وكلام ده طبعا طبقا لإحصائيات وطبقا لحصر. بنتكلم على المحافظات القاهرة، الجيزة، قليوبية، اسكندرية، المنيا، السويس، بني سويف، أسيوط، الشرقية والمنوفية. في دراسة وحصر لهؤلاء الأطفال زي ما شفنا في التقرير كده، بنتكلم إنه عددهم ربما زاد عن 12,000 طفل. وانا الحقيقه كنت بسال ضيوفي الكرام واحنا بنتابع التقرير، بقول لهم انا حاسه انه عدد الاطفال اللي موجودين في الشارع بلا مأوى اكتر من كده بكتير، ده احساس ممكن يكون خاطئ. وهم الحقيقه وضحوا لي انه التعريف نفسه للطفل اللي بلا مأوى ده مهم جدا ان احنا مجتمعيا كلنا نتفق عليه عشان نقدر نفهم طبيعه هذا البرنامج. خلونا نرحب بضيوفنا الكرام اللي منورنا، الاستاذ حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحمايه الاطفال بلا مأوى بوزاره التضامن الاجتماعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الاستاذ حازم الملاح المسؤول الاعلامي لبرنامج حمايه الاطفال بلا مأوى، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. والاستاذ علاء احمد اخصائي اداره حاله ببرنامج اطفال بلا مأوى، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضراتكم جميعا. اسمحوا لي تكون البدايه مع استاذ حسني والسؤال اللي انا طرحته على حضرتك في خلال عرض التقرير. اولا ايه هم ايه هو تعريف الاطفال اللي بلا مأوى؟ هو الحقيقه الطفل بلا مأوى المقصود بيه هو الطفل اللي فعلا متواجد في الشارع بصفه مستديمه وملوش مأوى غير الشارع. اللي احنا بنشوفه دايما او المواطن العادي بيشوفه دايما نايم مثلا تحت كوبري، نايم في حديقة عامة، بيعيش اليوم كله في الشارع، بياكل في الشارع، ملوش مأوى غير الشارع. قد يكون مجهول النسب، قد يكون ملوش أسرة، قد يكون هربان من الأسرة بتاعته ومحدش قادر يعني يستدل على أسرته، أو هو مش عارف يرجع لأسرته. فهو ده الطفل فعلا اللي بلا مأوى. ممكن يبقى فيه هنا حد يلاحظ زي ما حضرتك تفضلتي وعلقتي على أن الرقم ده ممكن يكون مش مظبوط. أطفال بلا مأوى 16,000، وإحنا بنشوف أطفال كتير. هو 12,000 وفقا للحصر اللي حضراتكم مقدمينه، هو بيزيد قليلا عن 12,000 طفل. هو الحصر قال سنة 2014 إن عندنا 16,019 طفل في مستوى على مستوى الجمهورية. 80% بيشتغل عليهم البرنامج في 10 محافظات اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيهم، دول بيمثلوا حوالي 12,300 تقريبا. نرجع للمفهوم بقى بتاع 4,000 اللي فضلوا ليه سبناهم؟ ما اشتغلناش عليهم؟ لأن دي كانت مرحلة يعني اللي احنا يعني خدنا المناطق اللي فيها كثافة، كثافة الأطفال، فنبدأ بيهم البرنامج بالآليات وبالمكونات بتاعته اللي الحقيقة مبنية على منهج علمي.
وكان في محددات الحقيقه عشان لما جينا نبدا في هذه القضيه بناء على توجيهات القياده السياسيه زي ما حضرتك تفضلت او التقرير ذكر. فكانت المهمه لوزاره التضامن الاجتماعي انه هناك كان الحقيقه في جهود قبل بدايه البرنامج، بس كانت جهود متفرقه قامت بها بعض منظمات المجتمع المدني وجمعيات اهليه وعندها خبرات هائله في المساله دي. فالحقيقه الوزاره دعت الجهات دي وكانوا حوالي 25 جمعية ومنظمة أهلية عندها خبرات، وقعدنا مع بعض وقلنا عايزين نواجه المشكلة دي بأسلوب علمي وبيعتمد على الخبرات الموجودة في المجتمع. كانت النتيجة ان احنا قلنا لازم يكون هناك اكشن بلان، خطة عمل مبنية طبعا على اولا حجم الظاهرة قد ايه، فدي مرتبطة بالمفهوم اللي هو اطفال بلا مأوى، زي ما انا قلت انه الطفل اللي فعلا ملوش مأوى غير الشارع. هناك أطفال تانية في وضعية الشارع زي عمالة الأطفال، الأطفال اللي بتعمل أعمال تافهة زي اللي بيلمع سيارات، زي اللي بيبيع مناديل، دول بيبقوا الأسر بتاعتهم نتيجة المشاكل الاقتصادية أو الفقر أو الجهل أو المرض، فبيستغلوا أولادهم أو بينزلوا أولادهم يشتغلوا في الشارع وبيرجعوا آخر نهار الأسر بتاعتهم. فدول انا ما بقولش عليهم اطفال بلا مأوى، ولكن يعني الطفل اللي ليه مكان بالليل يروح يبات فيه ده مش ضمن البرنامج بتاعنا. ده اقدر اقول عليه طفل في بالظبط كده، اقول عليه طفل في وضعيه الشارع، انما اللي بلا مأوى هو اللي فعلا بينام بالليل في الشارع وطول النهار بيقضي حياته برضه في الشارع. ولكن كلنا زي ما احنا عارفين ان ظاهرة او مشكلة الاطفال بلا مأوى او الاطفال عامة في وضعية الشارع هي ظاهرة متغيرة. يعني ممكن مثلا النهاردة في مكان ما ارصد عدد معين من الاطفال، قد يتغير بكرة او قد يتغير من موسم لموسم، في مواسم دينية او مواسم جغرافية مثلا او يزيدوا في رمضان مثلا قوي، لان طبعا في جزء كبير يعني الاعمال اللي حضرتك ذكرت منها على سبيل المثال اللي بيبيع مناديل في الشارع واللي بيلمع عربيات، جزء كبير منها ما بيبقاش عمل، بيبقى شحاتة، بس شحاتة مقننة بالظبط يعني كده، شكلها انه انا بشتغل بس انا في الحقيقة بقول لك اديني. من وجهة نظري وفي جزء منهم بيشتغل، يعني ده واخدها شغلانة حقيقي. ده صحيح، فده من وجهة نظرهم ان هو يعني بيعمل وبيتكسب بالطريقة دي. هناك برضو نوع من الاطفال بيبقوا مستغلين، يعني قد يكون حد ليه اغراض معينة بيستغل هؤلاء الاطفال في ممكن تكون اعمال منافية للقانون مثلا زي اتجار في مخدرات مثلا او اي اعمال اخرى. البرنامج الحقيقة لما بدأ بمكونات اساسية فكان احنا حددنا المشكلة وحددنا تواجد الاطفال دول فين، بمناطق بيتواجد فيها هؤلاء الاطفال، وغالبا بتكون في مناطق عشوائية او في مناطق مزدحمة فيها اسواق وكده في الاشارات مثلا. فكان لازم نروح للاطفال دول، مش هنستناهم لما هم يجوا لنا عن طريق شرط الاحداث او غيره. عمرهم ما هم هيجوا لحضراتكم يا فندم، هيبقوا خايفين ومش فاهمين. بالظبط كده، هم ربما اتولدوا او عاشوا سنوات عمرهم الاولى دي في الشارع، ده صحيح، هم يخافوا يغيروا البيئه اللي هم عايشين فيها. ده صحيح، فكان لازم عشان نروح لهم لازم في عندي فريق عمل متدرب كويس جدا ومؤهل جيد. تم الاعلان الحقيقه عن تكوين الفرق دي. الفرق دي عشان تروح للولاد محتاجة حاجة تجذب الأطفال في الشارع، فكان هناك اللي هو السيارات أو الوحدات المتنقلة. فكان عندنا حسب الأعداد من الوحدات المتنقلة اللي احنا محتاجينهم في العشر محافظات طبقا لعدد الأطفال، فكنا محتاجين 17 وحدة متنقلة في العشر محافظات. كل وحدة بيشتغل عليها فريق عمل مكون من أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، وأخصائي أنشطة، ومسعف، وسائق للوحدة المتنقلة، بالإضافة إلى مسؤول أو أخصائي إدارة الحالة. نعم، أنا اسمح لي بقى أروح للتخصصات دي وأعرف بس إحنا بقى كيفية التنفيذ إزاي، وفرق العمل اللي حضرتك أشرت ليها هعرفها بالتفصيل من أستاذ حازم الملاح، لكن اسمحوا لي في البداية بس أشير إلى البيان الذي صدر منذ قليل بتنفي في وزارة الطيران المدني وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة، وتؤكد أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.
إذن الخبر اللي تم تداوله بشدة في الدقائق أو الساعة ساعتين اللي فاتوا أنه في انفجار في المطار هذا غير دقيق. وزارة الطيران المدني بتنفي وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة وتؤكد أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم. ده خبر عاجل. أستاذ حازم، أستاذ حسني أشار إلى أنه إحنا ما بنستناش الطفل لما يجينا، إحنا اللي بنروح له. عشان انزل اتكلم مع طفل زي ما كنا بنقول قضى سنوات عمره الصغيره في الشارع، فالشارع هو مأواه، هو ما يعرفه في هذا العالم. عشان اتكلم معاه واقنعه بتغيير حياته كلها ده شيء صعب جدا، غير ان حضرتك ممكن تقابل من الطفل ده ممكن يهرب منك، ممكن تقابل منه عنف ما تعرفش برضه. كيف يتم التعامل مع هؤلاء الاطفال في اول محادثه بين البرنامج وبينهم؟ شوفي زي ما قال أستاذ حسني من شوية أني تم الإعلان في الجرايد عن حاجة البرنامج تشكيل فرق عمل يتقدم تقريبا حوالي 3000 أخصائي. تم عمل أكتر من لجنة علشان نختار أفضل العناصر المؤهلة للتواصل مع الأطفال. بالفعل تم تشكيل الفريق. بعد ما تم تشكيله تم عمل أكتر من تدريب نظري وعملي علشان نقدر يعني يقدموا الخدمة بشكل جيد ويقنعوا الأطفال في الشارع. بعد ما تدربوا نظري وتدربوا عملي بالفعل بدأوا ينزلوا للشارع بالوحدة المتنقلة. استاذنك أستاذ حازم بس ناخد اتصال هاتفي مع معالي الوزير يونس المصري وزير الطيران المدني. معالي الوزير تحياتي لحضرتك يا فندم. معالي الوزير، معالي الوزير معانا يا شباب؟ طيب هنعيد الاتصال مره تانية بس عشان نطمئن منه على هذا الحادث وسير حركه الملاحه الجويه. اتفضل يا استاذ. خلاص الفريق اتدرب ونزل في الشارع معاه واحده متنقله مجهزه بتقدم الخدمات للاطفال. طبعا في الاول كان في صعوبه لفرق الشارع اللي هم نازلين لان في فجوه ما بين الاطفال عموما والمجتمع، لان طول الوقت هم شايفينهم ان هم مجرمين وان هم مذنبين. صحيح. وبالتالي فكان في فجوة كبيرة، لكن بمرور الوقت لما فرق الشارع بدأت تنزل بالزي المنتشر وموجود بدأ يبقى في بناء جسور الثقة ما بين الأطفال والفريق. بدأوا كمان يستنوهم يتصلوا بيهم، طب انتوا هتيجوا زورونا امتى؟ بقى في خريطة للفريق بينزلوا فيها المحافظة. بدأ يبلغوا بعض، بدأ الأطفال في المناطق يقولوا ده في خاصين هنا. بدأ في انتشار للفكرة، بدأ في ثقة ما بين الأطفال والفريق. وده حتى أنا سعيدة أن حضرتك أول عنصر اتكلمت فيه موضوع شحن الثقة عند الأطفال دول، أطفال الشارع دول. أنا عايزة أديهم ثقة لأن هم مروا بكتير قوي، فعايزة أطمنهم أنه إحنا جايين نساعدكم، مش جايين نأذيكم. أو صحيح كمان شكل الوحدة المتنقلة جذاب أكتر للأطفال، هتلاقي حتى زي ما التقرير من شويه ذاع. ممكن نشوف يا شباب كده لقطات من شكل الوحده المتنقله اللي صورناها. هلاقي الصور حتى من الخارج دي صور فعليه واقعيه لاولادنا في المؤسسات، مش صور فوتوشوب او صور. لا لا لا، دي صور حقيقيه، صور حقيقيه. احنا نزلنا صورنا الكلام ده. الصور دي موجوده من داخل الدور عشان نحفز الولاد ان لا انت لو مكانك مش في الشارع، مكانك في زي كده. وبالتالي يحس ان المكان اللي هو هيروحه دوت فعلا هيكون مفيد، بيتامل ليه، هيقدم له الخدمه والرعايه الكامله. عايزه اتكلم مع استاذ علاء احمد كاخصائي لاداره حاله برنامج اطفال بلا ماوى. واستاذ حازم لما اشار انه وجودكم بالزي ده واللي احنا جاي بيه النهارده بشكرك عشان كمان اي طفل دلوقتي بيشوفنا اي طفل في الشارع يبقى فاهم احنا بنتكلم على ايه، وده الزي اللي ظهرته بيه في التقرير كمان معانا. انت بقى الاحتكاك اللي بيسموه دايركت كونتاكت، احتكاك مباشر مع طفل الشارع، ايه اللي بيحصل؟ بتتكلم معاه ازاي؟ بتبنوا ازاي جسور الثقه اللي اشاروا ليها الاساتذه الكرام هنا؟ في البدايه انا علاء احمد اخصائي اداره حاله، مش حاله، الحاله. هي الفكره كلها ان انا ببدا مع الحاله من اول الرصد في الشارع، من انا قابله في الشارع، ببني معاه علاقه حميده في الشارع، بعمل بكسر بينه وبينه الحاجز اللي هو الخوف والجري والرهبه نفسها من شكلنا ومن شكل العربيه. هو بيشوف فريق كامل مكونين من ست افراد متخصصين، اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، منسق، مسعف، سائق، اخصائي اداره حاله. بننزل بشكلنا كويس للطفل، بنقعد معاه على الرصيف. ده شكل العربيه اللي بتنزلوا بيها وده شكل الفريق. تمام.
بننزل للطفل للمستويات، بنقعد معاه على الارض، بنشوفه وهو شغال، بنستنى لما يشتغل يخلص شغله، نبدا ان احنا نتكلم معاه، نعرفه بنفسنا، نعرفه ان احنا جايين هنا عشان نساعدك. بتقول له ايه مثلا كده؟ قول لي يعني مثال كده. مثلا انا بعرفه بنفسي، انا فلان من بشتغل في التضامن الاجتماعي في صندوق تحيا مصر، جاي هنا عشان نقدم لك المساعده ونقدم لك الخدمه. في خدمات بتقدم مباشره في الشارع، تمام؟ ممكن الطفل في اول لقاء ما يبقاش عنده، يبقى خايف منك او مثلا ما يديكش المعلومه كامله او يديك اسامي غلط، اسمه غلط او اي حاجه غلط، اللي هو ما يعرفكيش اصلا. بنبني معاه علاقه كويسه، ان احنا بنديله الامان في الاول، ان هو يتكلم براحته، ان هو يطلع اللي جواه، تمام؟ ودي ما بتجيش من اول مره، يعني احنا الطفل من اول مره ديت احنا في كذا مقابله بنتقابل مع الطفل، تمام؟ لحد ما يطمن لينا وبعد كده يبدا يحكي معانا. في الفتره ديت ان هو خلاص اطمن معانا، بنحاول يعني نديله خطه تاهيليه، نرسم له كده خطه تاهيليه واحنا موجودين معاه، ان الشارع فيه مخاطر، الشارع فيه ضرر ليك، في عندنا ادوار رعايه كويسه بتقدم لك خدمات كويسه، بس احنا واخدين ادوار الرعايه ان هي فتره انتقاليه، ان احنا نعمل الدمج الاسري. يعني هدفنا ان احنا ما نقعدش الاطفال في المؤسسات، ما نملاش المؤسسات بالاطفال، تمام؟ لا، المؤسسه ديت فتره انتقاليه لاعاده تاهيل الطفل واشباع رغباته، تمام؟ اللي هو اتحرم منها، ان هو طفل الشارع في الاول هو الطفل اللي فقد احتياجات اساسيه طبعا، الامان مع الاسره، الاحتياج ان انا ليا مسكن، ليا اسره، بالظبط، مع الاسره نفسها. هو اللي فقد حاجات كده بدا يدور عليها في حته ثانيه، يدور عليها في الشارع، يدور عليها في اي حته، مخدرات في اي حته ثانيه. بينزل الشارع بيصطدم بالواقع، يعني هو نازل الشارع بيفكر ان هو هيلاقي حاجه ثانيه ما لقاهاش في الاسره. طيب دلوقتي اتكلمتوا معاه وبنيتوا جسور الثقه، تمام؟ بتقنعه ازاي بقى ان هو بيروح معاك المؤسسه؟ ايه اللي المؤسسات دي؟ انا عايز اتكلم عنها اكتر، عن المكان وعن المركز. اسمح لي طب اعرف التفاصيل من استاذ حسني وارجع لك اعرف بقى دورك في المؤسسه ايه لما بيوصل لك هناك. اتفضل. اذا سمحتي لي بس هاخد من علاء بس، لان دي محور العمل في البرنامج كله. هي فعلا ازاي انا اوصل للطفل دوت واخليه يحس بالامان. زي ما احنا عارفين كلنا ان الطفل ده قعد فتره كبيره في الشارع، تشبع بثقافه الشارع، ما بقاش عنده امان ولا ثقه في اي حال نتيجه المشاكل اللي تعرض ليها. اتعرض لايذاء بدني، ايذاء لفظي، ايذاء من جميع اشكال او انواع العذاب اتعرض ليها. يكفي ان هو اتحرم من ابسط حقوقه، ان هو يعني احنا كلنا عارفين ان وظيفه الطفل هي اللعب. حتى التعليم يجي من خلال اللعب، تنميه مهاراته من خلال اللعب، التغذيه السليمه عشان يبني جسمه، كل هذه الاشياء هو حرم منها. فبالتالي وطبعا وكل الفترات اللي هو عاشها في الشارع كان دايما بيتعرض مثلا للشرطه، شرطه احداث، حد مثلا دايما بيعامله بعنف، حد بيتعاملوا معاه كانه مجرم وهو في الحقيقه هو يعني ضحيه بالظبط كده. فهي هنا عشان كده الاخصائي الاجتماعي نازل وهو متدرب وعارف كويس جدا اولا ان هذا الطفل محروم من الحاجات دي، ان هذا الطفل مليان بالخوف والقلق ومش ببساطه هيقدر يسمع ويطيع الاخصائي الاجتماعي. الاخصائي الاجتماعي ايضا عارف كويس قوي ان ممكن يكون من وراء الطفل ده حد من المجرمين، ممكن يعني حياه الاخصائي الاجتماعي نفسها بتبقى ممكن تكون معرضه للخطر. فكل هذه الاشياء بيتم تدريب الاخصائي الاجتماعي عليها. من ضمن الحاجات بقى اللي بتساعدني كاخصائي اجتماعي بعمل في الشارع مع الطفل على جذبه هو تكوين الوحده المتنقله دي. فيها مثلا بعض الالعاب الجاذبه للطفل زي بلاي ستيشن، في بعض الجيمز التربويه التعليميه، في معايا باخد حاجات مثلا زي اسعافات اوليه بسيطه، زي بعض التغذيه الخفيفه، لان ممكن الطفل ده يكون موجود في الشارع وهو مرهق، جعان، متعور، قد يكون عنده جرح ولا عنده اي حاجه، تعبان. طيب ماذا عن النظافه الشخصيه مثلا؟ بيتعلم في الشارع ده، يعني بيكون اكثر عرضه لكل الميكروبات والمشاكل. الوحده فيها جزء من جوه برضو للنظافه الشخصيه. فاول ما بجذب الطفل ده جوه الوحده وبيشوف كل حاجه. الوحده ثابته ولا متنقله؟ اللي هي الوحده المتنقله اللي هو الاوتوبيس ده، كل الحاجات دي جواه، وبالمناسبه هي مكيفه ايضا. موجوده فين الاوتوبيسات دي يا فندم؟ دي موجودة وليها خط سير. يعني مثلا عندي مثلا بالنسبة لمحافظة القاهرة، في عندي شمال وجنوب وفي عندي شرق وغرب.
دي اربع وحدات شغاله وهنضيف ان شاء الله واحده خمسه في محافظه يعني القاهره. يعني كده عندي ان شاء الله هيبقى عندي خمس وحدات متنقله بالزبط. في القاهره بالظبط. كل العربيه الواحده دي من جوه تقضي استضافه كم طفل؟ يعني تقريبا يبقى متواجد فيها حوالي 8 مثلا، من 8 ل 10 اطفال. من 8 ل 10 اطفال اه، وكلها نفس الشكل، نفس اللوجو عليها من بره، نفس حاجة. التصميم تمام. لا يعني هي زي حسني، هي العربيات مصممه بس في مساحات مختلفه يعني احجام مختلفه. يعني في الشوارع مثلا، الشوارع الكبيره في عربيات احجام كبيره وفي احجام صغيره، وفي ميني باص وفي منه اللي هو زي الميكروباص الصغير، ان هي توصل للمناطق اللي هي الصغيره اللي تقدر تخش الشوارع الضيقه وتقدر تخش في الشوارع اللي هي مزدحمه يعني. يعني هو في الحقيقه ثلاث مستويات من الوحدات المتنقله، في عندي الميكروباص وفي الميني باص وفي حاجه اسمها الميدي باص، دي ثلاث احجام مختلفه. زي ما قال علاء ان هي يعني مقسمه او موزعه على حسب الكثافه بتاعه الاطفال وحسب نوع الشوارع اللي هتمشي فيها. لسه كنت هسال حضرتك بناء على ايه بتختلف حجم العربيه المتنقله او الوحده المتنقله. تمام. طيب هنا الطفل، هي دي المؤسسه ولا المؤسسه حاجه ثانيه؟ لا دي الوحده المتنقله. دي الوحده المتنقله. اذا سمحتي لي بس يعني اوصل الخيط ازاي انا بوصل للطفل في الشارع. بيخش معايا الوحده المتنقله فبيشوف الكلام ده. انا وانا بشتغل هنا قدام ذهني الحقوق والمواثيق الدوليه، انا كاخصائي اجتماعي ما اقدرش اضغط على الطفل واخده عنوه واقول له لا لازم تيجي، لازم هو يقتنع ولازم هو المبادره تيجي منه. فلما بيشوف نوع الخدمه اللي بتتقدم له والحب والحنان، ده اهم حاجه، والرعايه اللي هو محروم منها في الشارع، واللي هو زي ما تفضل علاء وقال ان دي سبب طرده او سبب ان هو يسيب البيت ويخرج للشارع بيدور عن الحاجات دي بره، فلازم يلاقيها عندنا كاخصائي اجتماعي. طب ممكن اسال سؤال قبل ما اعرف من الاستاذ علاء بقى الوحده من مش المؤسسه نفسها او الوحده ايه، لان احنا معانا كمان تقرير. ممكن سؤال كده جه على بالي، لو حضرتك في تعاملك مع الطفل ده عرفت انه هو ليه اهله كل حاجه، مش بلا اسره يعني، وهربان منهم، مش دور حضرتك هنا والواجب هنا بيحتم الواجب الانساني لحضرتك تبلغ اسرته وترجعه ليهم؟ ده هو ده الهدف الرئيسي للبرنامج، ان انا يعني اخد الطفل ده اول حاجه انقذه من الشارع، اعيد تاهيله ودمجه في الاسره. انا مش هدفي الأسرة. مش هدفي اخد الاطفال واحطها في مؤسسات، لكن برضه مش هتاخد الطفل وتسلمه لاسرته على طول بدون تاهيل، لا ما عملناش حاجه، ما هو هيهرب تاني منه. تاهيل لازم، تاهيل انا بشتغل هنا بالتوازي على الطفل نفسه وعلى الاسره. صحيح، لان ممكن يكون سبب طرد او الولد ده راح الشارع سبب الفقر مثلا، الاسره فعلا محتاجه ومش قادره، او سبب مثلا انفصال، او الاب مثلا بيتعاطى مخدرات مش سائل في الولاد، او ده صحيح. فلازم اعالج السبب اللي هو طرد الطفل من البيت، في نفس الوقت انا بعيد تاهيل الطفل، في النهايه بوصل لحلول، لان عندي لو ما لقيتش الاسره مثلا في انفصال بين الاب والام، وزوجة الاب يعني مش متقبلة الطفل، وزوج الام مش متقبل الطفل، فالولد هنا اصبح ملوش مأوى. فده بدور بقى على الدرجة التانية، ممكن يكون عم، خال، جد، اقدر برضو اعيد دمج هذا الطفل في الاسره دي. لو ما امكنش بقى فبضطر اخليه في المؤسسة. طيب هنستكمل الحديث، لكن اسمحوا لي ناخد هذا الاتصال الهاتفي مع معالي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. معالي الوزير تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك طبعا. اهلا وسهلا. طبعا يعني كلام كتير طلع مع صور للحريق، وناس قالت لك حريق المطار، فالناس قلقت على المطار، فعايزين نعرف من حضرتك الصوره كامله يا فندم يعني بكل وضوح، اتفضل. انا طبعا بطمن حضرتك وبطمن كل مشاهدين حضرتك ان انا بكلم حضرتك من جوه المطار، مجرد ما جات لي المعلومة، ويمكن أنا سمعت برضو سمع شعب مصر كله سمع اللي هو اللي أو القاهرة يعني اللي سمع صوت الانفجار. لما طلعت الأمانة عديت على جميع الأماكن جوه المطار، داخلي وخارجي وعلى الأسوار. أنا بطمن الشعب مصر كله وبطمن كل مشاهدين حضرتك إن مفيش أي تأثير لا على حركة الطيران ولا أي تأثير داخل المطار. الانفجار ده كان خارج المطار، وغالبا هيبقى منطقة اللي فيها مصنع كيماويات وجنبها محطة وقود، أحد الاثنين ممكن يكون سببه والمواد اللي موجودة فيه يعني. يعني الموضوع بعيد تماما عن أي عمل تخريبي، غالبا يعني هيبقى عمل من المواد اللي موجود فيها اللي هي المنطقة نفسها يعني.
يعني يا فندم انا بطمن حضرتك ان ايه من جوه مطار القاهره الدولي اللي انا شفته بنفسي. انا بعيد طبعا عن الحادث لكن كل ده شايفه من الايه من الشكل الخارجي بعيد طبعا عن الحادث وما اقدرش احدد سبب الحادث ايه ولا ايه التاثير بتاعه. لكن داخل اسوار مطار القاهره الدولي لا يوجد اي حادث ولا اي انفجارات خالص تماما يعني باكد مع حضرتك دي. زائد ان حركه الملاحه بتصير بشكل طبيعي تماما. طارات الاقلاع الهبوط بشوفها قدام عينيا دلوقتي وحضرتك بتكلميني. الرحلات الداخليه والخارجيه في توقيتاتها. المداخل والمخارج بتاعه المطار بعيده تماما عن الايه منطقه الحادث وبالتالي مفيش اي تاثير على الايه على الركاب حتى دخولهم او خروجهم يعني اذا كان يعمل ديلي تايم او غيره. تمام. لانه الناس على طول راحت قايله لك حادث المطار او حريق المطار فالناس قلقت فكده احنا اطمنا تماما من حضرتك والصوره واضحه. طبعا استغل وجود حضرتك معانا يا معالي الفريق لانه سياده الفريق يعني الحقيقه انه معروف انه حضرتك يعني بقالك فتره ليك جولات كثيره ومن الصبح يمكن بدري بتنزل بتلف على اماكن كثيره ويعني بتفحص اماكن كثيره وبتروح المطار كثير قوي وده منتظر من حضرتك ربما الفتره الماضيه كان ده يعني نحتاج اليه بكثره. ايه خطه الوزاره الحاليه يا فندم او على الاقل المحاور الرئيسيه لحضرتك ممكن تكون مركز عليها اكتر في هذا في هذه الفتره؟ انا طبعا يسعدني ان انا اقول مختصر عن اللي تم في الفترة اللي فاتت. تم الفترة اللي فاتت اللي هو مع زمايل اللي موجودين في قطاع الطيران حريصين ان احنا لو في اي شكل لا يتناسب مع الخدمة اللي بيقدمها قطاع الطيران ان احنا بنصلحها بالامكانيات اللي الحالية والامكانيات المتاحة. لكن هيبقى في تطوير مستقبلي ان شاء الله بالنسبة لقطاع الطيران سواء اللي هو القاهرة الدولي او في جميع المطارات المستخدمة. ده بالاضافه طبعا لشركه مصر للطيران وده انا حريص ان انا اتكلم دايما. شركه مصر للطيران دي شركه وطنيه وهي الشركه الام وليها اكثر من 80 سنه موجوده بتقدم خدمه رائعه. يهمني ان احنا كلنا نقف جنبها في التوقيت ده نظرا للتاثير اللي حصل في السنين اللي فاتت واللي هي خارج عن الشركه ان احنا نقف جنبها ترجع تاني لتاريخها. وانا واثق تماما بالمجموعه اللي موجوده فيها هنوصل بيها لمستوى يليق كلمه مصر للطيران كشركه وطنيه كشركه دوله. ده بالاضافه طبعا للشكل اللي المفروض تقوم به وزاره الطيران او قطاع الطيران وده احنا حريصين انا وزمايلي وكل العاملين في قطاع الطيران يرجع قطاع الطيران بالشكل الرائع ان شاء الله اللي متعودينه المصريين او الغير مصريين. هل هناك تحديث يا سياده الفريق لاسطول مصر للطيران؟ هل هناك اتفاقيات يعني سمعنا كلام او من مصادرنا انه لا ده تم. انا باكد مع حضرتك ده تم وان شاء الله بدايه تم بالفعل 19 هيبقى بدايه دخول طرازات جديده موجوده في مصر للطيران وتحقق اللي هو احسن تشغيل وكمان احسن استخدام بالنسبه للركاب. مطار القاهره الدولي يا سياده الفريق واكيد حضرتك على درايه بده في وقت من الاوقات منذ سنوات مضت كان الحقيقه يعني بيتضرب بيه المثل حتى في الانتظام في كل حاجه. ربما بعدها رجعنا للاسف تاني بنشتكي من الكثير من الخدمات داخل المطار. هل ده من اولويات حضرتك اعاده مطار القاهره الدولي بشكله بالايمج او بالصوره اللي كانت عليها الحقيقه منذ سنوات؟ انا قلت لحضرتك في بدايه الكلمه ان شاء الله الفتره اللي جايه حريصين ان هو لو في اي شكل كان غير مناسب بشكل عام هيتصلح في الفتره اللي جايه مش بيا بس بكل اللي العاملين في قطاع الطيران. هم حريصين بامانه ان هم يقدموا خدمه تليق بقطاع الطيران وتليق بفرد اللي هو الراكب اللي معانا سواء هو من شعب مصر الغالي والعظيم يا اما من اي شعوب ثانيه ان احنا بنقدم لها خدمه. اول ملف يا سياده الفريق حضرتك حطيت عينك عليه انك تفتح وتشتغل عليه كان ايه؟ والله الملفات كتير قوي يعني جميع الملفات حاطط عيني عليها. كان الله في العون. انا بكلم حضرتك بامانه والملفات كلها تاكدي تماما الملفات كلها رائعه وما فيهاش اي مشاكل بالنسبه لي. وانا واثق تماما ان قطاع الطيران انتوا كلكم هتتكلموا في الجزء ده بس انا بطلب من حضرتك وكل الاعلاميين
ان احنا دايما نبقى حريصين ان احنا نعلى قوي في قطاع الطيران ونديله الجزء الايجابي بتاعه. وبشكل خاص مصر الطيران تستحق مننا ان احنا كلنا نبقى سبورت ليها تماما، ونبقى حريصين ان احنا نوصل لكل العالم قد ايه معانا شركه محترمه، شركه وطنيه فيها اطقم. احنا عندنا 9 شركات مع مصر للطيران كلها بتقدم الخدمه عشان ايه؟ عشان الطياره تقوم بعمل رائع سواء في رحله داخليه او خارجيه. وده بامانه انا عديت عليه جزء جزء ومنطقه منطقه وشركه شركه هو قطاع الطيران. انا بقول لحضرتك الناس بتقوم بايه؟ بعمل رائع، بس محتاج ان احنا نشوف الجزء الايجابي وما ندورش على الجزء السلبي. فارجو ان احنا الفتره اللي جايه يبقى حريصين ان احنا على قد ما احنا بننقد وحريصين ان احنا نسمع ونتفاهم اي نقد، لكن اتكلموا دايما في الجزء الايجابي اللي بتشوفوه من قطاع الطيران بشكل عام او مصر الطيران بشكل خاص. هل بتشوف يا معالي سياده الفريق انه من الضروري ضخ دماء جديده في الشركات اللي تابعه للمنظومه، ولا ممكن استثمر اكتر واشتغل اكتر على الكفاءات اللي موجوده بالفعل؟ يعني ايه الاستراتيجيه اللي حضرتك بتميل ليها اكتر؟ احنا تم مجموعه تغييرات جوه قطاع الطيران. صحيح، بيقال حتى 90% تقريبا من رؤساء الشركات حضرتك قمت بتغييرهم. يعني جوه قطاع الطيران ده يعني مليان كفاءات، وكفاءات كلها انا حريص الفتره اللي جايه مش انا اللي هتكلم، هم اللي هيتكلموا، ولما هيتكلموا مع الاعلام هتشوفوا قد ايه احنا معانا مجموعه رائعه موجوده جوه قطاع الطيران. كل واحد فيهم نقدر نقول ان هو يبقى علامه في العالم كله، وليس على مستوى مصر ولا مستوى المنطقه. ان شاء الله يا سيادة فندم نتشرف ان احنا في الاعلام نسلط الاضواء عليهم. وزي ما حضرتك قلت الحقيقه شركه مصر للطيران شركه وطنيه بنفخر بيها الحقيقه، انه اسم ايجيبت اير بره في اي حته في العالم بجد هو يعني اسم يفتخر بيه. فنتمنى ان احنا زي ما حضرتك بتقول كده احنا والله بنبص للايجابي مع السلبي، مش السلبي بس والله، وبنشجع دايما اي حاجه في صناعه بلدنا. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اللي اكد لينا، وكان ده السبب الرئيسي في هذا الاتصال بمعاليه، انه ما فيش اي انفجار داخل اسوار مطار القاهره الدولي، وحركه الملاحه بتسير بشكل طبيعي ومنتظم جدا، وانه ربما هذا الحادث في مصنع كيماويات بالقرب من بنزينة يمكن يكون قريب من شارع المطار أو طريق المطار، لكن لا علاقة له إطلاقا بحدود أسوار مطار القاهرة الدولي. بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، بعتذر بس ده الخبر مهم وأخذنا مع بعض التصريحات المهمة. الحمد لله الشغل الإعلامي يعني حس الإعلامي موجود، فرصة مهم فرصة. الحمد لله الحمد لله نحن طمننا بس الحمد لله، وإن شاء الله يا رب الانفجار ده ما يكونش فيه إصابات، بس أول ما يبقى فيه أخبار هنذاعها، بس بنحب نذيع الخبر المؤكد من مصدره. كنت هتوجه بالسؤال للأستاذ علاء. وصلوا المؤسسة وإحنا معانا تقرير من داخل المؤسسة أو الوحدة بعد ما كان الطفل اتكلمنا معاه واتفقنا إن إحنا حطينا جسر ثقة بيننا وبينه، شدناه لينا بالألعاب والجيمز والحاجات الحلوة اللي موجودة داخل العربية المتنقلة، وانتقل معانا للمرحلة اللي بعدها داخل المؤسسة. إيه اللي بيحصل يا فندم؟ أول ما بالطفل والطفل الجايب رغبته، يعني هو عنده الرغبه ان هو يروح المؤسسه. بيخش المؤسسه بياخد اول حاجه اللي هي خدمه الرعايه الاجتماعيه اللي موجوده في المؤسسه، من ماكل وملبس ومشرب ومشاركه انشطه اللي موجوده، النشاط اليومي اللي موجود في المؤسسه. بيبدا حاجه اسمها اخصائي اداره الحاله. وتسمحي لي لو هقول لحضرتك مثلا يعني ايه اداره الحاله. اداره الحاله هي طريقه للوصول لتنفيذ احتياجات الفرديه للطفل والاسره تمام بشكل مناسب ومنهجيه. ممكن نقدم له الخدمه مباشره او عن طريق الاحاله. تمام، دراسه الحاله اخصائي دراسه الحاله بيشتغل مع الطفل، بيبني معاه، بيجمع دراسه حاله مع الطفل بالتزامن مع الاسره. بينزل الاسره، هو الطفل خلاص موجود في المؤسسه بياخد رعايه. احنا اتكلمنا ان هي فتره انتقاليه تمام، بيقدم فيها الرعايه الصحيه والطبيه والنفسيه والانشطه الترفيهيه والامان. اول حاجه
تمام. بنبدا احنا نشتغل مع في الجانب الثاني مع الاسره. مع الاسره بننزل نعمل مقابلات. ده في حاله ان الطفل ليه اسره واتفقنا ان احنا الواجب الانساني بيحتم علينا ان احنا نروح لاسرته ونبلغهم ان ابنهم معانا. كل الاطفال ليها اسر، بس طريق الوصول ليها ازاي؟ ممكن الطفل ما يديكيش عنوان اي معلومه عن الاسره، ممكن ما يبقاش عارف، ممكن ما يبقاش عارف مغيروا العنوان، او ممكن مش هو عايز يرجع. تمام، ممكن مش عايز يرجع. بنقعد معاه فتره كبيره جدا ان احنا نشتغل معاه جلسات اجتماعيه وجلسات نفسيه وتعديل سلوك. وطبعا هو اكتسب سلوك، يعني مش هقول الخاطئ، بس السلوك اللي هو اكتسبه من الشارع. تمام، بنحاول غير سوي ربما، بنحاول ان احنا نعدله، بنحاول ان احنا نعدله مع اخصائي النفس في المؤسسه. في بنات معاكم؟ طبعا. مش بنات بتشتغل، بنات شوارع يعني، بنات عفوا، في عندنا مؤسسه اطفال شوارع من البنات، في عندنا مؤسسه في القاهره في الجيزه، فتيات العجوزه، وديت شغاله كويس جدا. اعمارهم قد ايه البنات اللي بيكونوا برضو اتولدوا في الشارع او عاشوا في الشارع وتتعاملوا معاهم؟ بنتعامل مع من الاطفال من هو من سن 6 سنين لحد 18 سنه. البنات اصعب في التعامل ولا الولاد في الحالات دي؟ في الحالات ديت هي الاولاد شويه، يعني الاولاد شويه ان هو عايز، مش عايز حد يسيطر عليه، يعني مش عاوز الحريه بشكل مطلق، يعني مطلق، يعني هو مش بلا عايز حد قيود ولا بلا قيود ولا اي حاجه. البنت بتبقى مثلا في اوقات كتير بتحس بالخوف شويه، يعني بنحاول احنا نلحق البنات في الاول. طيب احنا معانا تقرير سجلناه بكاميراتنا الحقيقه في مساء دريم، نزلنا لداخل احدى الوحدات او المؤسسه نعرف برضو يعني عمليا اللي الاساتذه الكرام بيقولوه. الطفل عندما يتم التعامل معاه، الطفل اللي بلا مأوى عندما يتم التعامل معاه ويدرج في هذا البرنامج اطفال بلا مأوى، وينتقل بقى من الوحده المتنقله دي، العربيه المتنقله، الى داخل المركز الرئيسي او المؤسسه، ما الذي يحدث وكيف يتم التعامل معاه؟ شوف مع بعض في هذا التقرير. مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية يعني هي تأسست من حوالي سنة 1919، كانت جاية من علي مبارك تبرع للوزارة. المؤسسة طبعا قدمت أجيال كتير قوي في الفترة الأخيرة، مشروع أطفال بلا مأوى تبع الوزارة، فالوزارة مع صندوق تحيا مصر عمل لي بنية تحتية كاملة للمشروع، طور الملاعب المؤسسة، طور حمام السباحة، طور المبنى التعليمي ومشتوره، وعمل لي مبنى تعليمي جديد، طور لي كل الأنشطة الموجودة عندنا من وحدة كمبيوتر لسارة ألعاب لمكتبة للمسرح. زي بتقدري تكسبي الأطفال وثقتهم فيكي؟ في البدايه مش بحسسهم ان انا اخصائيه خالص، بحسسهم ان احنا مثلا بنلعب الاول مع بعض، بعد كده ان احنا اخوات، ان احنا صحاب، لغايه ما بس ما نكسر حاجز اللي هم حاطينه ما بيننا وبينهم ده، لان هم طبعا بيبقوا جايين لنا من اطفال بلا مأوى اغلبهم، فبيبقى عندهم زي رهبه كده، ما بيعرفوش يتعاملوا مع اي حد تاني، في خوف. احنا مسؤوليتنا ان احنا بوجه الولد او بقعد معاه في وقت المذاكره. احنا عندنا مذاكره بتبتدي من 4 لـ 6، انا متواجده معاه بذاكر معاه الحاجه المش فاهمها، انا بحاول اشرحها له. جيت هنا الدار ازاي؟ بابا كان مخليني مع خالاتي لما هو كان بيشتغل، فخالاتي جابوني علينا. ايه الحاجات الجديده اللي انت ما كنتش عارفها وعرفتها اول ما جيت هنا الدار؟ ما كنتش بعرف اتعلم كمبيوتر وما كنتش بعرف اقرا، جيت هنا اتعلمت والحمد لله بقيت بعرف اقرا قران. ايه الانشطه اللي انت بتمارسها وكم مره دخلت مسابقه؟ انا بمارس بدخل الكمبيوتر والموسيقى والمكتبة وأحيانا حمام السباحة وملعبهم. نفسك تطلع ايه يا احمد لما تخلص دراستك؟ لعب كورة. كان نفسي اطلع ظابط بس مش هينفع. امال انت جنسيتك ايه؟ سوري. ايه الاجراءات اللي بتتخذ على الاب والام علشان هم يقدروا يستردوا طفلهم؟ انا ما اقدرش اسلم الحالة الا اذا اتأكدت تماما بعد رأي كامل من رأي انا الشخصي ورأي الاخصائي الاجتماعي ورأي مسؤول ادارة الحالة ان الولد ده فعلا يتسلم للأسرة عشان ما تحصلوش عملية انتكاسة تاني. لان انا لو خدته الولد كان في الشارع، خدته عند المؤسسة، اهلته ان هو يرجع البيت، ورجع البيت لقى نفس المشاكل، بتحصل له انتكاسة كاملة، والولد بيبقى عنده جواه شايف ان مفيش مصداقية لاي كلام اتقال لنا ليه. فبطمن تماما ان الولد خلاص والأسرة هتعرف تحافظ على الولد كويس، وبطمن كمان ان الولد لما بتحصل له اي مشكلة ما بيرجعش للشعب، بيرجع لينا احنا شخصيا.
نوباوي ايوه دوني دي اسين جوجو ايوان جوجو ونوبا ولا سنجري صاحبي اللي كتفه كتفي بيخليني مطمن عارفه هيفضل جنبي مهما لقاني بتجنن ومش من دمي ولا اخويا ولا عمي لكن مختار يقف جنبي ان حضرتك تكون سبب في تغيير كامل يحصل لطفل من كونه طفل بلا مأوى، طفل شارع زي ما بنسميه، ملوش سكن ملوش مأوى، انه يحصل التغيير وتحصل النقلة دي وتكون حضرتك سبب فيها، انه في النهاية يبقى قاعد بيكلمك عن طموحاته واحلامه، يقول لك انا نفسي ابقى لاعب كورة، انا نفسي ابقى ضابط، والطفل الجميل السوري اللي بيقول، او يعني هو في بداية مرحلة الشباب كده اللي بيقول كان نفسي ابقى ضابط بس للاسف مش هينفع هو مش مصري الجنسيه. انا عايز اقول لك انت ممكن ما تقدرش تكون ضابط بس تقدر تكمل عمل الضابط، تقدر تكون مواطن صالح وتساعد عمل الضابط في بناء مجتمع حتى لو انت مش مصري وعايش في المجتمع، تتكامل مع هذا المجتمع اللي بيحتضنك، ودي الحقيقه جزئيه مهمه. موضوع استضافه يعني اطفال غير مصريين الجنسيه، بجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية. انا لفت نظري يا استاذ حازم الملاح المسؤول الاعلامي لبرنامج حمايه اطفال بلا مأوى، انه دور الرعايه ليها اسماء، هل كلها هي كلها بتتبع وزاره التضامن الاجتماعي تابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى؟ هل كلها تحت اسم واحد ولا ليها أسماء مختلفة؟ شوفي احنا شغالين في 21 مؤسسة في 10 محافظات. كل مؤسسة لها اسم خاص بيها، يعني عندنا مثلا دار الحرية اللي التقرير ذاع من شوية دي موجودة في القاهرة. عندنا في مجمع الدفاع الاجتماعي في اسكندرية. عندنا في دار التربية للبنين دي موجودة في الشرقية. وفي دار للتربية دي في المنيا، ودي أول دار بتقدم الخدمة لرعاية الأطفال في الصعيد. وعندنا كمان في مؤسسات خاصة بالفتيات. اللي أنا عايز أقوله إن وزارة التضامن كان ليها استراتيجية بتطوير المؤسسات الرعاية الاجتماعية. الأول عشان يتم تدخلات كان مهم جدا إن يتم تقييم هذه المؤسسات. بالفعل تم تقييم المؤسسات كلها عشان نحدد حجم التدخلات، وبالفعل تم تقييم وتم تطوير 4 مؤسسات زي ما شفنا كده دار الحرية، بحيث في موديل موجود. لا انا عذرا، احنا كم مؤسسة عندنا؟ كم دار رعاية عندنا؟ احنا شغالين على 21 مؤسسة. 21 مؤسسة في العشر محافظات اللي احنا مختارينها على انحاء الجمهورية. تم تطوير 4 مؤسسات بناء على التقييم اللي حصل من الوزارة. اصبح هذه المؤسسات هو اشبه بالمدرسة. بقى في ملعب على أعلى مستوى، بقى في مسجد، بقى في مكتبة، بقى في غرفة موسيقى وغرفة رسم، معمل كمبيوتر، أشبه بالمدرسة. الأولاد بيتعلموا فيها أنشطة، بيمارسوا فيها نشاط. يعني فكرة إن الدار القائمة على الأكل والشرب دي كانت رؤية قديمة تم تطويرها من خلال وزارة التضامن، بحيث الموضوع أكثر عمقا الحقيقة من توفير المأكل والمشرب. فلسفة جديدة للوزارة تنتهج زي ما حضراتكم قلتوا. الوزارة بتنتهج استراتيجية لتطوير المؤسسات، تبقى فيها شغل وفيها برامج مختلفة. كمان علشان يبقى فيه انضباط للمؤسسات، تم استحداث كاميرات مراقبة في بعض المؤسسات علشان نضمن الأداء الجيد للعاملين، كمان عشان يبقى نضمن تطبيق سياسة الحماية، وعشان كمان نمنع أي إساءات تحصل للأطفال. كمان الواحات المتنقلة فيها أجهزة تتبع GPS مراقبة كاميرات عشان الطفل لو هرب أو حاجة، عشان كمان يتابعوا خط سير الوحدة، فريق العمل كمان عشان يرصد العمل بالضبط مع الأولاد. كمان في كاميرات مراقبة داخل الوحدة المتنقلة. كل هذه الآليات علشان نضمن أن الخدمة تقدم بشكل جيد للأطفال، وتشديد الرقابة والمتابعة على هذه المؤسسات. أستاذ حسني، الميزانية اللي تم رصدها لهذا المشروع، لهذا البرنامج أطفال بلا مأوى، كانت 164 مليون جنيه. صندوق تحيا مصر ضخ الجزء الأكبر منها، ووزارة التضامن ضخت 50 مليون تقريبا. هل هذه الميزانية تكفي؟ إيه هي أوجه الصرف؟ إيه أكتر بند بتصرفوا فيه أكتر؟ هل في دعم من المجتمع المدني ولا ما زلتوا محتاجين لهذا الدعم؟
هو الحقيقه الموازنه اتحطت طبقا للخطه الخطه التنفيذيه للبرنامج، فهي كانت كافيه لعمل سنتين الحقيقه، ولكن نظرا لتاخير تنفيذ الانشطه الفعليه على ارض الواقع بسبب مثلا تاخير اللي حصل في تصنيع ال 17 وحده متنقله، وموضوع الانتهاء برضو من تطوير المؤسسات زي ما ذكر الزملاء، فده يعني خلى احتاجنا ان احنا نعمل اكستنشن او امتداد للوقت نفسه. فهي حاليا البادجت يعني متناسبه مع الانشطه والبرامج اللي محطوطه في الخطه التنفيذيه. اكتر بند بتصرفوا فيه؟ اكتر بند الحقيقه هو كان حصل في تطوير البنيه التحتيه للمؤسسات وفي تصنيع الوحدات المتنقله. العربيات المتنقله. اللي هي العربيات المتنقله. بعد كده انا عندي جهاز وظيفي اللي هي فرع العمل، عندي حوالي 95 فرد بيشتغلوا على ال 17 وحده اللي هم الاخصائيين الاجتماعيين اللي زي استاذ علاء بالظبط كده. بس 95 عدد مش كبير يا فندم. على ال 17 زائد انا لا 95 زائد ان انا جوه المؤسسات في فرع عمل ثانيه اخصائيين اجتماعيين ومشرفين نهاريين وليليين. عايز اقول بس حضرتك يعني اضيف للكلام اللي قاله الزملاء ان المحاور الاساسيه اللي بيرتكز عليها التطوير في المؤسسه جوه هم ثلاث محاور رئيسيه. اول حاجه البيئه المكانيه، زي ما تفضلوا قال ان بخلي كل الاماكن اللي انا بحتاجها في تنفيذ الانشطه تبقى متوفره وبشكل مقبول وجيد يتناسب مع النشاط نفسه اللي انا عايز اعمله مع الاطفال. العنصر الثاني هو الجهاز الوظيفي او العنصر البشري، وهو ده المهم لان هو ده اللي هيشتغل على تعديل الاتجاهات والسلوكيات لدى الطفل، هو اللي بيعيد تأهيله، هو اللي بيعلمه. فهو لو ما كانش عنصر مناسب متدرب كويس ومختارينه كويس فبالتالي كل الجهود اللي انا بعملها في تطوير المكان مش هتنفع. العنصر الثالث بقى اللي هو الكونتنت او المحتوى نفسه بتاع الانشطه والبرامج، ده بيرتكز على يعني على المنهج العلمي اللي بيقول ايه هي خصائص هذه الفئه من الاطفال. من يضع هذا المنهج العلمي يا فندم؟ كل ده بالشراكه بقى مع مراكز البحث العلمي والجامعات زي كليه خدمه اجتماعيه، المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. والطب النفسي كمان. نعم؟ الطب النفسي. بالظبط كده، ففي كل دي الحقيقه. وبالمناسبه احنا معانا جهات شريكه وشركاء معانا في العمليه دي زي وزاره الداخليه، التربيه والتعليم، الثقافه، الشباب والرياضه. كل دول بيتعاونوا. لو انا بتكلم عن الجهاز البنائي او الاستراكشر بتاع البرنامج نفسه، ففي لجنه عليا برئاسه معالي الوزيره ودي فيها قيادات رفيعه المستوى من الوزارات اللي انا ذكرتها لحضرتك، وتحتيها على طول لجنه تنفيذيه بتحوي معظم قيادات الوزاره جوه وزاره التضامن، بالاضافه الى ممثل من صندوق تحيا مصر، ودي بتتابع بقى تنفيذ الخطة وتذليل أي مشاكل بتحصل. أنا عايزة أتوجه بسؤال قبل ما أخد كلمات أخيرة من حضراتكم الأستاذ علاء. حضرتك يعني طبعا كلكم تتعاملوا مع الحالات وعلى دراية واسعة بيها، بس حضرتك بتنزل تتكلم مع الطفل وبتتعامل معاه وبتاخده للعربية المتنقلة وبعد أو الوحدة المتنقلة وبعدها إلى المؤسسة، أصعب حالة عدت عليك كانت إيه؟ يعني هو في حالات في حالات موجودة صعبة، بس الحمد لله يعني احنا ما بنيأس، يعني احنا نفسنا طويل مع الحالات، احنا بنستمر مع الحالة بشكل كبير جدا، ما بناخدش كلام الأولاني اللي هو كلام مصدق، بناخد بنسمع منها مرة واثنين وثلاثة، وبنحاول ان احنا نستعين بالناس اللي موجودة غيرنا. احنا مثلا انا في المؤسسة بستعين بالأخصائي الاجتماعي اللي موجود في المؤسسة، الأخصائي النفسي اللي موجود، المشرفة. يعني انا حاله بدرسها مثلا هي موجوده في المؤسسه، انا بتابع سلوكها عن طريق الناس اللي موجوده في المؤسسه، انا مش هفضل موجود معاها في المؤسسه على طول. يعني مثلا الاخصائي الاجتماعي هي عملت ايه؟ تتبع سلوكها، هي دخلت مدرسه، انا بحط لها حاجه اسمها خطه تاهيل. خطه التاهيل جوه المؤسسه بالتزامن مع شغلي مع الاسره. انا بنزل مع الاسره واشتغل مع الاسره، بشوف الظروف اللي ادت للطفل ينزل الشارع، بشوف الجوانب الاجتماعيه، الجوانب الاقتصاديه، البيئه اللي هي عايشه فيها، الجيران، لو في صاحب عمل بشوف صاحب العمل، بشوف لو في مدرسه بشوف المدرسه، بعمل حاجه اسمها دراسه حاله كامله للاسره وللطفل.
بالفترة ديت برجع للمؤسسة، الطفل اللي عامل معاكي ايه، بتابع سلوكه، بتابع اشوف يعني الفترة اللي هو قاعد معاها ايه سلوكه، عامل ايه معاكي مع الاخصائي او مع المؤسسة نفسها، وببدأ بعد كده ان انا اهله خلاص. يعني الاسرة احتاجت ان هي الطفل عاوز الطفل، والطفل ان هو محتاج ان هو يرجع الطفل. مفيش طفل عاوز يبعد عن اسرته. يعني في اوقات كتير جدا اطفال في الاول انا زهقان تعبان متضايق في مشكله في كذا، بس لما بيقعد بعيد فتره ما بيلاقي ناس. يعني في كانت في حاله قعدت معايا 3 شهور مش عايزه تقول لي عنوان اسرتها خالص، ولد ولا بنت؟ لا ولد. مش عايزه اقول لي عنوان اسرته ويوديني عنوان مش غلط، مش عايز يرجع لهم ولا يوديني عنوان غلط تمام، واروح العنوان الغلط واشوف وارجع تاني لحد فين وفين. لما الطفل حس ان مثلا ايه اهالي الاطفال زمايله اللي موجودين بيعملوا يوم زياره كده، يوم فري، يوم الجمعه او يوم السبت. بس الاهالي دي يا فندم ما بتجيش تقول لك انا عايز ابني، انا عايز اخد ابني. هي مش عارفه هم فين. يعني في اهالي كتير جدا مش عارف اطفالها فين. يعني الطفل بينزل مش عارفين هو فين. بنقابل ناس كتير جدا بيدونا صور اطفالهم وبيدينا صفحه المفقودين. امال حضرتك بتقول ليه بيجوا زياره الاهالي؟ في اطفال اهاليهم محطوطين ايداع. يعني المؤسسه ديت يعني مثلا هي مش كلها اطفال بلا مأوى. برنامج عندنا في اطفال ايداع، الاسر بتروح تسلم اهل اطفالها عشان مش عارف يصرف عليها، عشان مش عارف يصرف عليها، او في ظروف تانية طفل شقي او طفل مش عارف حاجات كده ما يسمعش الكلام. وفي تانية اللي هو الاحاله عن طريق النيابه، اللي هو في اطفال مثلا ضلت مثلا فضلت يعني انها ترجع لاسرها فبتبقى موجوده معانا في المؤسسه. يعني المؤسسه دي فيها اطفال اللي هم زي ما كنا هو محور كلامنا اللي هم ما لهمش مأوى، او فيها اطفال اللي هم بيتم ايداع بالنيابه حكم النيابه، او الأسر. أسرهم اللي بتروح تودعهم عندكم في المؤسسة تمام. نظرا لعدم قدرتهم على مصاريف عليهم أو في البيت احتياجاتهم. عشان كده حضرتك احنا مثلا بيبقى في تعاون مع الصفحات مثلا اللي بتعرض أطفال، صور أطفال الأطفال مفقودة مفقودة بالظبط. صفحة هايلة الحقيقة وعاملة نشاط هايل. يعني الحقيقة لسه كنا في لقاء الحقيقة مع أي شركاء معانا في البرنامج. الحقيقة كنا عاملين لقاء مع حوالي 7-8 جهات يعني مهتمة بالمسألة دي. مسألة ان اللي هم الاطفال المفقودين او اللي هم ضالين اسرهم، وبنتعاون مع بعض يعني عن طريق الخط الساخن للبرنامج. انا عايز اقول الخط الساخن يا فندم اللي هو 16، استاذنكم يا شباب ننزل بس الخط الساخن على الشاشة. 16-4-3-9 16-4-3-9 ده الخط الساخن للبرنامج، لبرنامج اطفال بلا مأوى. مين اللي يكلم حضراتكم؟ اللي بيكلم مين دلوقتي اللي تقول له اتصل بينا؟ أي مواطن بيشوف طفل معرض للخطر أو طفل في الشارع أو طفل بلا مأوى يتصل بالرقم ده. هو الرقم ده شغال 12 ساعة. عندنا برضو خط نجدة الطفل اللي هو 16000. ده يعني الخطين دول الحقيقة بيشتغلوا على أي طفل معرض للخطر. أنا كمواطن لو أنا مثلا لقيت طفل معتاد إن هو بيكون موجود في إشارة معينة أو في تحت كوبري أو في مكان معين، قد الوحده المتنقله ما وصلتلوش، فببلغ عنه من خلال الخطوط الساخنه. طيب اذا الخط الساخن لاطفال بلا مأوى 16-4-3-9 16-4-3-9 ده الخط الساخن لاطفال بلا مأوى. بشكركم يا شباب. اهم أقول بس حاجه، اتفضل. انتوا بتاخدوا اطفال مصريين وغير مصريين كمان؟ صحيح. اهم حاجه بس العنوان يكون واضح، لان في حالات بتيجي ما بيكونش في عنوان واضح. فيتمنى ان اي مواطن يبلغ الخط الساخن يقول عنوان تواجد الطفل دقيق عشان يسهل مهمه فريق الشارع لما ينزل. يعني انا سؤال دلوقتي، انا لو في الشارع واقفه في الاشاره ولقيت طفل بيشحت اكلمكم؟ تتصل اقول لكم على مواصفاته؟ لا، ممكن بس يقول لنا المنطقه اللي متواجد فيها اطفال معينه في الاشاره مثلا او تحت كوبري معين كده. بتصل ناس كتير. اصل هو مش الطفل اللي بيشحت، هو طفل بلا مأوى. هو الطفل اللي بيشحت ده ممكن بيروح اخر الليل، او ممكن اسرته قاعده على جنب. ما انا عشان كده بسال، يعني انا كمواطنه اساعدكم ازاي؟ انا عايز اساعدكم الطفل كمواطنة. اللي هو بايت في الشارع، اللي هو مقيم في الشارع، الطفل المقيم في الشارع، مقيم في الشارع بايت في الشارع وما تدفعش فلوس. احنا برضو في اشكاليه عندنا، ان اغلب المواطنين لما بيلاقوا طفل موجود في الشارع فاسهل حاجه بنعملها اديله فلوس. اديله فلوس بمناسبه دوت سلوك مش مظبوط، ده بيضر بمصلحه الطفل. انا اشكرك يا استاذ حازم، لان فعلا دي حته انا عايز جداً. يعني استغل الفرصه دي الحقيقه وهيب بالمواطنين الحقيقه، لان اي واحد انا ممكن كمواطن يصعب عليا منظر الولد ان هو بيقول مثلا انا عايز اجيب سندوتش مثلا،
فمن الناحيه الانسانيه انا بتعاطف معاه وبديله، لا انا لما بديله فلوس انا بقول له خليك بقى في الشارع لان هو خلاص في مورد ليه وهو جوه الشارع. ايضا بهيب بالاسر وبالاولياء الامور بالاباء بالامهات، خلي بالكم من ولادكم، حاولوا تتكلموا معاهم، الفقر مش عيب. انا ممكن لو عرفت الطفل، الطفل بيفهم وذكي جدا، ولو انا شرحت له الظروف الاقتصاديه ايه بس اديله وقت واسمعه واشرح له واقعد معاه. لكن المشكله في ان انا كولي امر او كاب بضيع وقتي كله بره البيت وما فيش فرصه مع الولاد، فبالتالي بيحصل المنتج اللي احنا بنقابله في الشارع. كلمه اخيره مع حضرتك استاذ حازم. المجتمع ليه دور مهم جدا لانجاح هذا البرنامج، المؤسسه دي تم تطويرها، دور المجتمع ان هو تفعيل الرقابه المجتمعيه، الاعلام دور مهم جدا في الرصد، في زياره المؤسسات، زيارة فرق العمل، لو في اقتراحات إلقاء الضوء وأي اقتراحات تتبعت، لأن بدون مشاركة المجتمع المدني وبدون وجود رقابة مجتمعية مش هنطور أي حاجة لقدام. أستاذ علاء. هي بس الفكرة كلها إن في لازم في وعي اجتماعي ووعي بيئي كويس للأسرة. أنا ما أسيبش الطفل اللي هو ما يسيبنه يطلع، أشوف رغباته إيه واحتياجاته إيه وتلبيتها في الحاجات المناسبه بالنسبه للطفل في الاسره. مش في ظرف طالع، انا في اطفال كتير جدا سابت الاسره عشان في سن مراهقه بس هم مش فاهمينه، بينزل الشارع، بينزل الشارع الناس بتستغله، ناس بيروح مكان بعيد بيروح كذا، وفي تفكك اسري وفي اللي هو الجهل وفي عدم التعليم. ويعني نتمنى من ربنا ان يبقى الحاجه يعني الاسره يبقى في وعي اجتماعي وعي بيئي وخوف على الاطفال. بشكر حضراتكم جزيل الشكر الحقيقه، عايز معلش يعني شكر واجب الحقيقه، بشكر حضرتك الحقيقه على طرحك للقضيه دي وللبرنامج ولقناه دريم الحقيقه، لان مهم جدا فعلا ان احنا نقدر بس نوضح للساده المشاهدين والساده المواطنين ان في جهد الحقيقه بتقوم به الدوله تجاه الفئات الاولى بالرعايه. صحيح. فانا بشكر حضرتك على اتاحتك. اشكرك يا فندم، ده دورنا وده واجبنا واقل حاجه نعملها لدعم مثل هذه المبادره وهذا المشروع المحترم. الاستاذ حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحمايه الاطفال بلا ماوى بوزاره التضامن، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. الاستاذ حازم الملاح المسؤول الاعلامي لبرنامج حمايه اطفال بلا ماوى، شكرا لحضرتك يا فندم. استاذ علاء احمد اخصائي اداره الحاله ببرنامج اطفال بلا ماوى، شكرا لحضرتك يا فندم. لو حضراتكم يعني لو استفدنا من هذه الفقرة وان احنا عرفنا انه اصل احنا طول الوقت بنقعد نقول ايه، هي الدولة سايبة ليه الاطفال اللي في الشارع اللي ملهمش مأوى دول، هي الدولة ليه؟ طب هي الدولة هي اشتغلت، الدولة اهي من كام سنة فاتوا عرفت اهمية وعرفت دورها الحقيقي تجاه هؤلاء الاطفال. مش كل طفل موجود في الشارع او ملوش مأوى او بينام تحت الرصيف او على الرصيف او بينام تحت الكوبري، مش كل طفل من دول مجرم ولازم ناخده نعدمه. على فكره ده مازال طفل في النهايه، حتى لو في مرحله المراهقه او بدايات الشباب هو الظروف حكمت عليه بكده. لو انا كمواطنه استفدت من الفقره دي ومن معرفتنا، لو احنا ربنا كرمنا وقدرنا نوصل هذه المعلومه اكتر للي ما كانش يعرف عن هذه المؤسسه وهذا البرنامج اطفال بلا مأوى، ارجوك خليك ايجابي، ولما تشوف طفل بلا مأوى في الشارع اتصل على الخط الساخن، ما تديلوش فلوس. طبعا لو هو جعان او عنده مريض او حاجة الحقه انقذه، لكن ما يبقاش الحل ان انا اديله فلوس وامشي. اتصل بالخط الساخن 16 4 3 9 16 4 3 9، اتصل بالخط الساخن وبلغهم هم بيتعاملوا مع الطفل. احنا شرحنا بالظبط الخطوات ايه من اول ما بينزلوا يتكلموا مع الطفل لغاية ما بإذن الله يا رب نشوف الطفل ده يعني زهرة لشباب بإذن الله مختلف تماما عن البيئة اللي نشأوا فيها. بشكر حضراتكم. بعد هذا الفاصل إذا كنا بنتحدث النهاردة عن أطفالنا وإزاي نقدر نحمي أطفالنا من الشارع، كمان لازم جدا لازم مهم جدا نعرف كيف نحمي أطفالنا من الخطف. وهل احنا ما زلنا مختلفين لغاية دلوقتي إنه خطف الأطفال ده ظاهرة ولا حالات فردية؟ ولو أزلنا هذا الاختلاف وقلنا مش مهم المسميات، المهم أن عندنا حاجة اسمها خطف أطفال، ما هي عقوبة هذه الجريمة وإيه هي العقوبة اللي يجب أن ينص عليها قانون العقوبات حتى يعلم كل من تسول له نفسه أنه خطفه للطفل وإيذاؤه أو قتله في النهاية هو جريمة سيعاقب عليها ويدفع ثمنها باقي حياته. بعد هذا الفاصل. جريمة
الخطف أو الاختطاف من الجرائم التي تمس حرية الإنسان وحرمته، وهي من الجرائم الأكثر خطورة لما لها من أثار مرعبة في نفوس الأفراد والحكومة على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الخوف والذعر في المجتمعات الآمنة. مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق في يناير الماضي على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات خلال الجلسة العامة، وصدق عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لحين توافر أغلبية الثلثين. التعديلات الجديدة شملت تعديل المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات المشار إليه النصوص الآتية. تنص المادة 283 بعد التعديل: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو إبداله بآخر أو عزاؤه زورا إلى غير أي من والديه. مادة 289: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. المطالب بتغليظ العقوبة ليست بجديدة، ففي عام 2015 أجرى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، وهدف التعديل هو الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء كان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى. وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه هي السجن المؤبد، وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه لتصبح العقوبة الإعدام. مؤخراً ومع تزايد بلاغات الخطف تصاعدت أصوات من داخل البرلمان والمهتمين بقضايا الطفولة بضرورة الإسراع في تغليظ عقوبة جريمة الخطف، والتي أصبحت كابوساً يؤرق كل أب وأم خوفاً على أطفالهم بسبب انتشار الظاهرة وتنوع الطرق والأسباب. ولكن يبقى السؤال: هل بالتشريعات والقوانين وحدها يتم القضاء على تلك الظاهرة؟ أم أن هناك أسباب أخرى يجب معالجتها كي لا تزيد من تفاقم الأزمة؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. سواء اختلفنا على مسمى موضوع أو قضية خطف الأطفال، البعض بيقول إنها ظاهرة، البعض بيقول لا ما تقولوش كده، ما تضخموش الموضوع، هي مجرد حالات فردية. في كل الأحوال هي كارثة بكل المقاييس، أن يخطف الطفل ثم يعني يفقد الأب والأم أطفالهم، وفي النهاية بيكون كلنا عندنا يقين أنه ربما العقوبة اللي بينص عليها قانون العقوبات لا توازي أو لا تساوي حجم الألم والحسرة في قلب الأم والأب اللي فقدوا أولادهم، خصوصا لو فضل الطفل مخطوف أو لو تم لا سمح الله التخلص منه أو قتله. أسباب خطف الأطفال كتيرة، وأعتقد يعني اتناقشت على مدار سنوات طويلة، ممكن تجارة الأعضاء، ممكن تجارة بشرية مثلا في العمالة، ممكن انتقام أو الثأر، ممكن يتم ربما أحيانا يعني بعض الحالات اتقال أنه اتصفرت بره البلاد أو تجارة جنسية.
في كل الأحوال هي كارثة حقيقية، علينا طول الوقت أن نناقش أبعادها وأن نحاول أن نضع أيدينا على ربما وجود بعض الثغرات في قوانيننا المتعلقة بعقوبة خطف الأطفال. خلونا نتكلم عن هذا الملف النهاردة ونعرف إيه هي المطالبات بتجديد العقوبة والقانون أو القوانين اللي عندنا الحالية اللي بتتعلق بحماية الأطفال على ماذا تنص. من ضيوفنا الكرام اللي منورنا سيادة النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهلا بحضرتك سيادة النائب. أهلا بحضرتك فندم. اللواء ضياء عبد الهادي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا بحضرتك يا فندم. الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة سابقا، يا أهلا بحضرتك يا فندم منورنا. والأستاذ أحمد مصلحي المحامي بالنقد رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، يا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتكم. اسمحوا لي في البداية أتوجه بسؤالي إلى دكتور أستاذنا في القانون دكتور محمود كبيش، وسؤال عام من خبرة حضرتك، هل لدينا ما يكفي من قوانين لحماية الطفل المصري؟ شوفي طبعا جريمة الخطف ايا كانت، سواء خطف طفل او خطف كبير، جريمة من الجرائم الخطيرة جدا، خطيرة جدا. يعني انا بارى انها تقترب في جسامتها وفيما يترتب عليها من اثار من جريمة القتل. يعني القتل اللي بيقتل دي اللحظات بتنتهي الامور، لكن الخطف الشخص بيقتل في اللحظة الواحدة وأسرته وكل محبيه عدة مرات، فهي جريمة خطيرة جدا. فليس هناك مانع إطلاقا من تقليض العقوبة إلى العقوبة القصوى في هذه الحالة. وأنا مستغرب الحقيقة في النصوص، ومعنا يمكن سيادة النائب، أنه يقول خطف بتحايل وإكراه وخطف بدون تحايل وإكراه. يعني إيه خطف بدون تحايل أو إكراه؟ الخطف دايما يا تحايل يا إكراه، ما فيش بديل. أنا حاولت أفسرها كرجل قانون، صيغة النص نفسه لم أفهمها. هل هناك تفسير يعني؟ أنا أعتقد أن في حالة في حالة مثلا، ولنفترض جدلا أن في أب في واحد حيروح بإرادته، الأم منعاه من رؤية أبنائه، فهو بيروح ياخد ابنه أو بنته من المدرسة بدون تحايل أو إكراه، أب فبيعتبر في حكم الخاطف. لكن هذا يعني هذا يعتبر بعيدا عن التحايل والإكراه، ده ابنه او بنته، مش هي المقصوده بالتشريع دي، بس حاله وارده. لكن هل في حالات بس حاله وارده؟ لا بس هي مش المقصوده بالتشريع، هذه حاله ليست حالات هنصنفها ازاي اذا حدث عليها؟ ده كان سؤالي يا فندم، هل توجد حالات بالفعل لا تنطبق على موضوع الام او الاب ودخلت تحت نطاق التحايل وعدم التحايل؟ خطف اب لابنه بدون وجه حق، إذا كانت حق الرؤية بمحدد بموجب القانون والأم منع الأب من رؤية ابنه أو العكس على فكرة، هل دي ده هيبقى هنا في على فكرة لو كان هذا هو المقصود وفي تجاوز في التشريع؟ لأن أنا عشان أعاقب بالعقوبة الجسيمة الأب اللي بيروح ياخد ابنه، ما عشان كده هو حدث التحايل. بس أنا أعتقد في حالة القانون فلسفة التشريع نفسه كان يقصد بها حالات الخطف اللي هي المقصود لسبب جنائي. طيب قبل ما ننتقل لحضرتك، بما انه حضرتك بدات بس بجزئيه مهمه وضعت ايدك على نقطه في منتهى الاهميه، موضوع التحايل وعدم التحايل، سياده اللواء، هل حضرتك بتتفق انه من موقع خبرتك حتى الامنيه، يعني فكره انه الاب اذا ما يعني اخذ ابنه مثلا في حين الام معاها يعني حضانه، هو طبعا اللي بياخد اللي هو يعني هو المقصود بالخطف هنا بتاع الاب ان هو بياخدها من الام اللي معاها الحضانه. صحيح. وقد تكون الام بتختطف الولد من الاب او من والده الاب الذي لديه الحضانه. فهو المقصود هنا من هو الحاضن، فالطرف الاخر هو اللي بيبقى خاطف. هو طبعا يعني انا مش مع ان يعاقب الاب اللي بياخد ابنه او الام اللي تغناه بنفس هذه العقوبه الجسيمه. يعني أنا مش التشريع، أنا مع أنه يتعاقب، أنا ما ياخدش الأشغال الشاقة لا الأب ولا الأم. طيب ولا الأب ولا الأم. طيب أستاذ أحمد، يعني هو القانون حاليا بيقول إيه؟ الأب اللي بيخطف ابنه، إحنا بنقول بيخطف لأن متفقين أنه قانونا الأم معها الحضانة، القانون هنا بيقول إيه؟ لو هو في نص على فكرة، معلش في نص بيتكلم عن أنه الشخص اللي بيستولي على الحضانة من آخر له الحق في الحضانة، وفي ودي جنحة. ولذلك لو كان الأمر كذلك يبقى هذا نوع من التكرار في النصوص
في غايه الخطوره. هو فيه بس يعني هل ده قد يفسر بشكل خاطئ؟ اديكم تفسير، اديكم تفسير انا اقول تفسير من الواقع العملي يعني. هو في بعض الاحيان، في بعض الاحيان هي القصه مش قاصره على الـ على الـ على الـ على الام والاب والحاضن، لان في بعض الاحيان فعلا بيحصل نوع من الاختطاف. يعني في حادث كده يدور بخلدي ان كان في مزاد ما بين تجار وما بين بعضهم، ف اتاخد واحد من المزاد عشان ما يحضرش المزاد هو فحواها، ولما نيجي نقيمها نلاقيها خطف، لانه اتاخد من مكان، بس اتاخد برضه لا بطرق احتياليه ولا يعني على اساس ان هو لقاء، على اساس ان هم صحبه هيعدوا. يعني احنا متفقين، لا مش اسلوب التحايل يعني. يعني هو هقول لحضرتك على حاجه برضو عشان نعدي الحته دي. لا هم اصل قصدوا مساله عرضيه، هم قصدوا هم قصدوا في التشريع ان هو يحطه بصوره اجماليه علشان حتى لو ظهر مستقبلا، وانت استاذنا في القانون، لو ظهر مستقبلا اي وسيله اخرى فيبقى الخطف يخضع لهذا السياق اللي هو التشريع. معلش اسمع راي استاذ احمد بس في الجزئيه دي ونرجع لحضرتك. بشكل سريع، رقم واحد لا يوجد تحايل في خطف الاطفال، يعني الطفل طالما اتخطف يبقى في تحايل. ليه؟ لانه عديم الاهليه او نقص مع الاهليه. دكتور محمود انه ما في هو الحقيقه لو ما فيش علاقه بين النص فيه مشكله. هقول لحضرتك ليه النص فيه مشكله، لانه هو اعتمد على النص القديم اللي بيقول ايه، وطور النص القديم اللي هو كان بيفرق بين حالتين، التحايل وعدم بالتحايل او عدم وجود تحايل. فحضراتكم شايفين انه قانونا مفيش حاجه اسمها مفيش تحايل، ده مش تعريفي كمان، ده تعريف حكمه النقض التي توترت عليه لسنين من قديمه لغايه النهارده. الطفل طالما اتخطف يبقى في تحايل على الطفل، تحايل او اكراه، يعني تم التحايل او اكراه يبقى خلاص. معلش الفرق خليني الاكراه في فرق في العقوبه، في فرق بين العقوبه للاسف. انما هنا هو النص طبعا جيد، احنا عايزين نقول النص خد خطوه للامام في مجال حمايه الطفل من الخطف، لانه غلظ العقوبه. انما خليها كام دلوقتي؟ نقطه بقى خليها دلوقتي، احنا من 10 حد ادنى 10 سنين في حاله عدم وجود. طبعا عشان كده الدكتور محمود استاذنا العظيم يعني حدد هو فرق بين حالتين، لو ما فيش تحايل يبقى الحد الادنى 10 سنين. كويس؟ لو ما فيش تحايل، تحايل او اكراه، او اكراه. بس قلت لي في فرق قانونا بين في التشريع بين التحايل والاكراه. انما على طفل، على طفل ما فيش فرق خالص، طالما طفل اصبح بتحايل. تمام، اصبح كده في تحايل واكراه طالما طفل. ليه؟ لانه ما عندوش اصلا ولا يقاوم ولا عادي لا حول له ولا قوه. صحيح، طفله تمام كده. انما ده رقم واحد. رقم اثنين، الاب يخطف الطفل. ايوه، اب يخطف الطفل طالما في حضانه الام وخدها وخفاه عن الام اسمه او سافر بيه خطف. اسمه خطف وتنطبق عليه إيه؟ لانه في دساتير في بعض الدول الاخرى. احنا قرينا ده واحنا بنجمع معلومات في بعض الدول الاخرى في التشريعات عندهم يقول لك لا، الاب اللي بياخد ابنه حتى لو هو في حضانه الام. دي نقطه مهمه جدا، خلوا بالكم الكلام ده ينطبق برضو ينطبق على الام اللي بتاخد ابنها من حضانه على فكرة. حد تاني. طبعا معلش، اصل دي مساله قانونيه دقيقه جدا. طبعا انا عندي نص تاني في خصوص هذه الجزئيه اللي هو بيقوم ب استيلاء على حضانه ابنه، مش متذكر العباره بالظبط، في حضانه نص تاني في قانون في على الطفل يعتبر في حضانه غيره، ان من سلب، انا لو فعلت ذلك يبقى في خطا تشريع، لازم كان ينص على الغاء القوانين السابقه. ما تمشيش، ما تمشيش ان انا احط هذا المتعلق بالاستيلاء على الحضانه بالقوه او ما الى ذلك مخالفه لقرار او حكم صادر او نص القانون، لا يمكن احطه في مصاف هذه الجرائم الخطيره. ما هي في التشريع له فن واسلوب. يعني انا هنا محتاج اغلظ العقوبه يا فندم؟ ما الذي نحتاجه هنا في هذه الجزئيه؟ لا في موضوع خطف الاطفال كانت المفروض تبعد عن هذا، اذا كان هذا هو المقصود، وانا لا اظن ان المشرع سياده النائب بيقول انه مقصوده دي كان في التشريع اللي هي من غير تحايل او اكراه. لو كان هذا في المناقشات يقول لنا قالوا ايه؟ لانه مش ممكن، انا في التشريع دايما عنصر التناسب، التناسب بين العقوبة وبين جسامة، بين الفعل. صحيح، دي مسألة وما ينفعش ان انا اعاقب على فعل بنص ثم اتي بنص اخر او اعاقب على ذات الفعل، ودي جنحة، جنحة يعني.
ودي جناية ما تمشيش. صحيح. الفن التشريعي اللي بنتكلم عنه. هو لا خليني أفرق بين الاثنين الحقيقة. طبعا. هو في تفرقة بين الاثنين. إنما إحنا خلاص اتفقنا إن لا يجوز إن إحنا نحط لفظ التحير والإكراه وإحنا بنتكلم على طفل. يبقى هنا في خلل في المسألة دي في الصياغة وكان الحقيقة ما كانش يجب أبدا إنها تبقى موجودة. إنما هناك جنحة أخرى اللي هي جنحة حرمان الأب من رؤية ابنه أو العكس أو إن الأب يحرم الأم من إن هو ياخد الطفل وهنا بيعرضه للخطر إنما بيرجعه. ياخده يقعده فتره ويرجع. انما السؤال هنا بشكل واضح ماذا لو الاب اخذ الطفل ده وسافر بيه خارج البلاد وفضل الطفل ده مدى حياته بره او العكس او يبقى هنا يبقى هنا يستحق الاب هنا هي الجريمه المغلظه. صحيح. يبقى لازم برضو نبقى منصفين طول الوقت. طيب خلينا في الماده دي احنا الماده دي عقوبتها ايه حضرتك قلت الحد الادنى 10 سنوات الحد الادنى 10 سنين في عدم وجود تحايل او اكراه خطف طفل وتغلظ العقوبه للمؤبد او الاعدام في حال الاعدام اذا اقترنت الجريمه بقى بايه المواقعة للاسف برضه وهو اسلوب قديم جدا في الصياغه مواقعة او هتك العرض الاغتصاب مثلا كان يجب نكتب الاغتصاب وللاسف الكتب على الانثى وعشان يفرق بس هو في ميزه انما المواقعة هنا انت عارف حضرتك المواقع كانت صعبه جدا في ميزة مواقعة انثى دي لابد ان تكون انثى. طب ماذا لو كانت طفله زي طفله البامبرز والقضيه الشهيره اللي اشتغلنا عليها أو هتك العرض. يبقى كده ماشي يبقى هنا هتك العرض. واضح ان هتك العرض عايز يدخلنا في المؤبد هتك العرض يعني واضح كده هتك العرض والمواقع فيها اعدام هو ده الاقتراح هو كده ده اختياري الاعدام او المؤبد. طب ست النائب ممكن تفكنا الاشكاليه من حيث التشريع في النقطه دي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا حبيب محمد. طيب انا في البدايه احب يعني اتكلم مش خاص القصه بالزوج والزوجه او الاب والام. وارد ان عم الطفل يجامل اخوه فهو يخطف هذا الابن او خال الطفل يخطف الابن مجامله لاخته جار وجار ممكن او صديق او شيء من عشان كده اتكلم على التحايل والاكراه. لان لما يكون في صديق للعائله ويجي ياخد طفل من المدرسه مش هيبقى في تحايل ولا اكراه. ده صديق العيله وده بيشوفه مع والده او مع والدته في البيت فشيء طبيعي. فعشان كده هو انا كنت اتكلم في التحايل والاكراه. لكن حضرتك طبعا انت جامعه هذا الجامع الكريم النهارده من الناس العظيمه دي علشان الظاهره اللي احنا بنتكلم عنها ظاهره الخوف يعني اللي بتؤرق المجتمع. لان احنا لغايه دلوقتي مختلفين اصلا هي ظاهره ولا بالظبط كده. بس انا بتكلم في حاجه ما تضخموش الموضوع في حالات فرديه. انا بتكلم في حاجه بتكلم في شوف بقالنا اسبوعين الشغل الشاغل للعالم كله ال 12 طفل بتوع كهف تايلاند. صحيح. العالم مش هقول لك مصر ولا الدول العربيه، العالم كله متعاطف مع الاطفال اللي هم اقل من 12 سنه فريق كره القدم اللي تم محاصرته في كهف في تايلاند. العالم كله يعني بيحاول يتابع اخبارهم خرجوا امتى وخرج اربعه وبعدين خرجوا ثمانيه بيتابع بكله عن كثب بيبعت لهم رسائل جوه. اذا الطفل ده محل اهتمام العالم كله. صحيح. ومفترض ان احنا دولة يعني عربية ودولة إسلامية إن احنا نكون من أوائل الدول اللي تهتم بقصة الأطفال دي بعيدة عن اللغة اللي حصل من شوية عن إذا كان إكراه أو تحايل أو الكلام ده كله ظاهرة أو مش ظاهرة. في بيحدث هناك إحصاءات من جهات غير معلومة في مصر وخاصة مع تعدد مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا شايف إن الموضوع ده الدولة من خلال الجهاز التنفيذي مقصرة فيه. لما بتحصل أي حادثة سواء في هذا الموضوع او غيره زي بيحصل تقصير من الدوله والجهاز التنفيذي انه يعلن من خلال احصاء رسمي للدوله جهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء وزاره الداخليه اذا كان ليها احصاء دقيق. فدي عدم الافصاح عن احصاء رسمي من الدوله بيفتح المجال امام عدد من المواقع التواصل الاجتماعي انها تدي اي ارقام. لكن انا نحسم هذا الجدل في ايه؟ ان لو في طفل واحد مصري تم خطفه وتم هتك عرضه او تم قتله او تم سرقه اعضائه او ايا كان احنا لازم كل الدوله بكل مؤسساتها تنتفض الى ان ياتي حق هذه الاسره وحق هذه يا فندم. ست النائب قبل هذه الانتفاضه المواطن نفسه من سنوات طويله بيقول لك لو اول حاله خطف طفل كانت حصلت كان حكم على خاطف هذا الطفل سواء خطفه قتله تجر في اعضائه اغتصبه هتك عرضه ايا ما كان لو كانت عدم وبسرعه او يعني باجراءات فيها ناجزة. سرعه وناجزه ما عادش سنين بالظبط يتحكم ما كانش حصلت اغلب الحوادث اللي حصلت بعد كده. انا مش هختلف مع حضرتك كثيرا في هذا. كم قضيه سمعنا فيها ان خاطف اخذ اعدام بس انا عايز اقول لحضرتك في بعد استاذه منى في بعد لهذا الموضوع لازم نتكلم فيه بمنتهى الصراحه. القصه حلقات متصله
يعني ايه حلقات متصلة؟ حلقة اللي فيها الشرطة، الشرطة دي اللي هي المفروض عقب الجريمة بتبدأ تبحث وتعمل يعني بحث فرق بحث الوصول بأسرع. احنا بنتكلم على مجتمع عايزينه ينهض وعايزين ان احنا نصل الى او معاقبة الجاني بأسرع وقت ممكن عشان يبقى في رضاء مجتمعي كامل. طيب الشرطة اللي هي بتبحث عشان تجيب حق المخطوف تجيبه الأول حيا وبدون أن يحدث فيه أي شيء. نمرة اثنين النيابة اللي بتباشر التحقيق. نمرة ثلاثة القضاء اللي بيدي الحكم. وقبل ده كله التشريع اللي هو مجلس النواب اللي بيقدم تشريع مرضي للمجتمع ويعطي عقوبة للخاطف ترضي وتشفي غليل الأسرة. ده أساس قبل ده كله إيه يا فندم؟ ده أساس فقرتنا الأسرة المصرية أو المجتمع المدني اللي هو بتكلم على المدرسة وبتكلم على المسجد وبتكلم على الكنيسة وبتكلم على البيت اللي هو ازاي نوعي الطفل ان هو ما يستجيبش. زي فكرة زمان واحنا صغيرين لما كان لك لو حد جه مسكك صرخ ويقول لك ما ولا اقول لك انا هوديك لبابا عشان اجيب لك حاجه حلوه ولا كام ده كله قول له لا وصرخ عشان حد يسمعك. وحصل على فكره في الفتره الماضيه ان في بنت صرخت والناس مسكت الخاطف والكلام ده جه على المواقع التواصل الاجتماعي وعلى فكره في قريه مش في مدينه يعني وتم يعني ضرب هذا المختطف ضرب مبرح. انت حضرتك تبعت كده. طيب احنا بنتكلم نبدا كده اهو بنتكلم عن الشرطه المصريه. احنا كنا بنناقش قريبا الميزانيه الموقعه للشرطه المصريه. طب الشرطة المصرية عايزين نجيب بيان إحصائي بعدد الحالات يا سيادة اللواء اللي تم الوصول فيها للجاني في من خلال فترة زمنية معينة. الإحصائيات بتقول إن حوالي ما يتجاوز 75% من حالات الخطف الشرطة قدرت إنها توصل أكتر أو أكتر من 75% زي ما قال سيادة اللواء. ده لغاية سنة كام يا فندم؟ 2015 2015 تمام بتوصل بسرعة معينة وليها معدلات تعتبر معدلات عالمية. هل ده كافي؟ لا مش كافي. النيابة بتقوم بدورها بأنها بتحرك الدعوة الجنائية وبتطلب التحريات وبتطلب الطب الشرعي والأدلة الجنائية تقوم بدورها عشان تصل في أسرع وقت ممكن. القضاء بيحكم بما هو موجود. القضاء بيحكم بإيه؟ بالورق. بالظبط يا فندم. بالتشريع أو بقانون ورق والقانون أقره مجلس النواب. أنا أرى أن جريمة الخطف المقترنة بهذا كعرض أو مواقعة. وبالمناسبة أنا شايف أن المواقعة هي مرحلة قبل الاغتصاب. يعني لما المشرع يتكلم عن مواقعة ده يعني شيء بشيء يذكر كلام الأستاذ أحمد الأخ العزيز والزميل الفاضل. المواقعة مرحلة قبل الاغتصاب. فلما يتحدث المشرع عن مواقعة يبقى هو بيغلظ العقوبة مش عايزه كمان يوصل لمرحلة الاغتصاب. يعني المواقعة هي مرحلة تسبقها. لكن انا معاك ان لازم يكون انا معاك المواقعه تتم بالكامل. المواقعه لو سمحت بس عشان ما نبقاش في اي بس عايز اتكلم في تعرفها ايه بس او اغتصاب انا متفق مع حضرتك. انا جاي مش هتكلم معاك في الجزئيه دي بس عايز اوضح بس جزئيه معينه. الاعدام زي ما حضرتك قلتي هو الشافي في حاله ثبوت الواقع صحيح في الشافي لكل المجتمع المصري سواء الاسره المصريه او انا او حضرتك او المشاهدين او انت كمجتمع بتبقى راضي عندك نوع من الرضا على ان يعاقب بجريمه الاعدام. عذرا سياده النائب هو المثل اللي حضرتك ضربته استاذ احمد طفله البامبرز المختصب والمختطف اتحكم عليه بايه؟ اتحكم عليه بالاعدام واعدم بالفعل؟ لا 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 لسه تم نقض الحكم حكم في محكمه النقض بس اتحكم عليه درجه اولى بالاعدام بس ده يعني النهارده القصه دي خطيره جدا. مواقعه انثى هنا لابد ان تكون انثى مكتمله النمو انثى يعني بلغت وتم مواقعتها بشكل كامل. وده مش كلامنا. طب لو سمحتي طب ممكن نسمع بس رئيسيات اللي هو انا عارف ان دي قصه يا جماعة بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اقول لحضرتك على حاجه. اولا طبعا المواقعه لو حصلت هو يبقى اغتصاب. ليه؟ لان البنت المخطوفه او الولد المخطوف ده مخطوف ومحطوط تحت التهديد فده اغتصاب. والاغتصاب هو المواقعه الكامله. ما قبل المواقعه هو هتك العرض. المواقعه هو الاغتصاب. اغتصاب امتى بتحصل مواقعه؟ يا بالرضا يا بالاكراه. الاكراه ده يا معنوي يا اكراه مادي. فبالتالي هي البنت مدام مختطفه وحصلت مواقعه هذا اغتصاب كامل الاركان. طب عقوبه هتك العرض ايه وعقوبه المواقعه ايه؟ لا اقتران بالجريمه. اقتران اقتران بالجريمه. اقتران هنا التشريع الجديد أو انا أعدام. عايز بس يا جماعه في الحالتين انا عايز بس اصل الحكايه. الخطف في حد ذاته هو النص بيقول او يعني المؤبد او الاعدام. الخطف في حد ذاته وما تيجي تقولي انا باخد ده دي جريمه اوليه لجريمه تانية. محدش بيخطف لمجرد الخطف. محدش بيجي ياخد واحد كده يمشي يتفسح بيه في الشارع. هو بيخطفه ليه؟ بيخطفه لمية سبب.
يا اب بيخطف عشان يسافر، يا ولد بيخطف علشان يطلب، راجل بيخطف عشان يطلب فديه، يا واحد بيخطف انثى عشان يوقعها، يا يعني الخطف. ودلوقتي درجة في السنوات اللي فاتت بقى اصبح عندنا تجاره اعضاء، تجاره اعضاء طبعا، فدي درجه، دي درجه اولى، فما فيش خطف لمجرد الخطف. فدائما هنا التشريع لما جه غلظ العقوبه، غلظ العقوبه الخطف والاقتران بجريمه. هو طبيعي ما فيش خطف ملوش اقتران. لو بنيجي نتكلم على الواقع، انت خطفت علشان ما فيش خطف لمجرد الخطف، ما فيش مخطف لمجرد الخطف، ما فيش واحد هوايته يخطف يعني. ادي خلل تاني في واخد بال حضرتك، ما انا ده خلل كبير. بس انا عايز اقول على حاجه، خلينا عشان نبقى منصفين وما نبقاش، انا مش مع مجلس الشعب ولا هو غلط في حاله، بس انا هقول على حاجه، بس هقول على حاجه. خلينا نتكلم على الاصل التاريخي للخطف. اولا الخطف كان مجرم على الانثى فقط زمان ايام الشغل، وبعد ما تطورت الجريمه اصبحنا دلوقتي بنسمع عن خطف يعني اطفال ولاد. ولاد طبعا بيتم اغتصابهم، كان ده كان غير مجرم على الاطلاق. احنا طول عمرنا خطف يعني اسمه خطف انثى، حتى لغايه سنه كام يعني؟ لغايه السبعينات مثلا او الثمانينات كان الخطف اسمه خطف انثى، لان جرى كانت الظاهره الاجراميه اللي عندنا اغتصاب انثى، لان كان الغرض الرئيسي والاساسي من الاختطاف هو المواقعه الجنسيه. صحيح. فده عشان دي ظاهره تطورت بيحصل ايه التشريع بيحصل ايه؟ التشريع حضرتك بيبقى بيلاقي حاجه موجوده في المجتمع بيبتدي يعمل لها حل، بيبتدي يعمل لها عقوبه. لما النهارده بدات الاولاد تتخطف ويطلب لها فديه، اصبح النهارده لازم يجرم خطف الاولاد. لا مش بالاولاد بقى، ده انت بتخطفي تاجر وتطلبي فيه ملايين، فبقى خطف الرجال. ده ما كانش مجرم اصلا، ما كانش مجرم. احنا طول عمرنا ما بنشتغلش على كده. النهارده حاجه رائعه جدا ان هو واجه الظاهره وخلى الخطف عمومي، دخل فيه بقى الاب والام والراجل والبنت. طيب ممكن والست اسال سؤال هنا، اسال سؤال لحضراتكم واتوجه بيه للدكتور محمود برضو من خبرته القانونيه. لما احنا النهارده اصبحنا بشكل جميل جدا يعني وسعنا قاعده تعريفات الخطف واسباب الخطف بالظبط، ولما احنا بحسب كلام حضرتك وسياده النائب عندنا حوالي 75% من حالات الخطف، 80% او 80% بتستطيع الشرطه المصريه القبض على الخاطف. لما احنا محققين المعدلات الجميله دي، لماذا ازدادت حوادث خطف الاطفال في السنوات الماضيه بشكل كبير جدا في مصر؟ اسمحي لي بس بضبط بعض الامور القانونيه. اتفضل. اولا القانونيه والواقعيه، في الاول حكايه ان هي ظاهره او ليست ظاهره، احنا ليس لدينا ارقام واضحه زي ما ده الكلام اللي انا قلته. لا استاذ احمد، في اي احصائيات عندنا؟ لا لا احنا عندنا ارقام مختلفه. الرقم الوحيد اللي صدر صحيحا 412 طفل في 2015، عايز اقول ايه واللي جه في تقرير وزاره الداخليه قال عندنا 412 بلاغ عن خطف. انا عايز اقول ايه، اتفضل يا دكتور. ليس لدينا رقم واضح مؤكد علشان اقول ان هي ظاهره او غير ظاهره. صحيح. لكن في حالات وحالات كثيره وحالات خطيره، بصرف النظر عن المسمى، اخذا في الاعتبار ان الرقم الاسود في هذا النوع من الجرائم كبير جدا. الرقم الاسود يعني الرقم الغامض، يعني هذا النوع من الاجرام ليس واضحا، لا يبلغ عن كل الوقائع. واذا بلغ عنها لا تظهر في الاحصائيات، ده اللي بنسميه الرقم الاسود. لماذا قد لا يبلغ عن الرقم الخفي؟ طبيعه الجريمه طبيعه المجتمع، طبيعه الجريمه طبيعه المجتمع، النظام نفسه داخل. يعني اسره مثلا في قريه بنتها اتخطفت، يعني كثير من الناس، انا هقول سيادتك، كثير من الناس لا يلجؤون الى الشرطه خوفا على حياه المخطوف أو خوفا من الفضيحة، ويلجؤون إلى نوع من المساومة. يعني أو الفضيحة إن البنت اتخطفت، الخاطف كلمة بيقولها إيه؟ لو كلمت الشرطة أنا هقتل ابنك مثلا، خوفا على حياته. 30% اللي بيبلغ الشرطة، 70% ما بيبلغش، بيدفع فدية أو بيبلغ متأخر. وده رقم يعني رسمي؟ إحصائية رسمية؟ ما هي دي رقم أسود، رقم أسود برضه من الإحصائية عشان نكمل. بس على فكرة يا فندم، ما بيبلغش للشرطة في الوقت المناسب بيأخر عملية التحريات. أنا عارف، أنا بحكي على واقع، أنا بحكي على واقع. فهذا فيما يتعلق بالظاهرة ما نقدرش نحسمها، لكن في وقائع خطف كثيرة جدا، مش أطفال فقط وإنما لبالغين، اعتبارا من سنة 2011 كانت وصلت إلى حدود كبيرة جدا بعد الثورة، بدأت شوية مع مجهودات الشرطة وظهور الشرطة إلى آخره تنحسر بعض الشيء، ربما المنحنى زاد شوية
في الأيام الأخيرة، فدي ما نقدرش نحسمها. هو سألت بقى العقوبة المقررة لهذه الجرائم، أولا بس لضبط بعض الأمور، العقوبة المقررة ده ظرف مشدد في حالة اقتران جريمة فعل الخطف بطلب فدية أو بمواقعة أنثى بطلب فدية، بترتفع العقوبة من 15 إلى 20 سنة سجن مشدد. في حالة مواقعة بتصل العقوبة إلى الإعدام، الإعدام مش بديل للسجن المؤبد، ترتفع إلى الإعدام. لا، الإعدام أو سجن المؤبد، لا مدام 289 لا المواقعة فيها إعدام، الإعدام أو سجن يا فندم. الإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرض مادة 289 أنا عندي النص، يمكن ربما عند حضرتك أصح ربما في النص الألماني. إحنا الوقت برضو في مشكلة كبيرة جدا. طب هل خطف لأن يوميا عند نصوص جديدة في ذات المسألة، ما دي مشكلة تشريعية، رجل القانون لا يستطيع أن يتابع الآن النصوص. صحيح، من كثرتها بس أنا عايز معلش أكمل الجزئية، يعني أكملها. نيجي بعد كده على مسألة المواجهة، هل بالعقوبة هل بالإعدام؟ ده ما حضرتك قلت لو أعدم واحد أو أعدم، أنا بتكلم كمواطنة يا فندم. أنا فاهم، أنا برضو بكلمك كمواطنة، ما تفهمش في القانون، أنا بكلمك كمواطنة بس أنا أفهم على فكرة في الجزئية دي، أنا بتكلم كمواطنة مش هيشفي غليلهم إلا إعدام الخاطف. أنا بكلمك كمواطن أيضا، لدي بعض الفكر أنه مرتكب الجريمة بالذات الجرائم الخطيرة لا يفكر في ضبطه ومعاقبته لحظة ارتكاب الجريمة. يا فندم، مرتكب الجريمة بيراهن على أن فعله لن يكتشف لحظة ارتكاب الجريمة، ويراهن على أنه لن ينال عقاب. فالقصة مش هي الإعدام اللي هيحل المشكلة، مش توقيع العقوبة اللي هيحل المشكلة، دي واجبة ولازم، وشدد العقوبة ده أمر مهم جدا، العقوبة غرضها الردع. لكن أنا عندي منظومة أخرى إذا حبيت أتكلم فيها دلوقتي أتكلم فيها لاحقا، أتكلم فيها عشان ما أخدش، هنتكلم على دور المجتمع وهنيجي لدور أدوار تانية كتير، بس إحنا الأساس النهاردة بنتكلم في التشريعات. في منظومة مهمة جدا 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 في لتفادي هذه الجرائم أو الحد منها في المجتمع، ودي محتاجة تدخل دولي. أنا عايز أعقص لحضرتك، تدعيم الجهاز الأمني بشريا وعتاديا وبكل، أنا لما أنفق على الجهاز الأمني إنفاق كبير جدا علشان أوفر أضعاف الضباط الموجودين حاليا. يا فندم انا معلش الكاميرات يا فندم، يعني انا كنت لسه في بدايه الحلقه بقول حادثه، يعني لازم نتكلم في الصح، يعني معلش عشان نظبط الحوار، الاطفال اللي لقوهم في الجثث الماريوطيه الكاميرا الوحيده اليتيمه اللي كانت في المنطقه كلها كاميرا بس ما تشتغلش وموجوده في اتجاه عكس. طيب انا هقول لحضرتك، كنا هنتكلم لازم نتكلم صح، هي منظومه كامله. لا انت محتاجه دي مش موجوده عندنا في مصر، رغم المجهود الجبار اللي بيبذله رجال الامن، لكن هم معذورين. أنا عندي عدد رجال الأمن مقارنة برقعة الدولة، رجال الشرطة، محدود جدا. صحيح. أنا محتاج دوريات يا فندم متحركة في مناطق قريبة جدا، وبعتاد قوي، بأسلحة قوية، بسيارات سريعة، بحيث همنع الجريمة من البداية. وإذا كان ده هيكون عبء اقتصادي على المجتمع، أنا بحصل المقابل من خلال توفير الامن على للناس، لا وتوفير الامن والامان طبعا غير يعني ذلك. دي مساله يعني هي دي نتكلم فيه على الموازنه الميزانيه، لا يعني ده يعني اساس الحياه. مساله اسهل من كده شويه، اتفضل. يعني احنا عندنا طبعا انا متفق تماما للمره الثانيه على ان العقوبه ليست هي الوسيله الوحيده للقضاء على الجريمه، بس تغليظ العقوبه طبعًا يا استاذ احمد، تغليظ العقوبه ده ضروري، انما شوفي انا هقول لحضرتك، يعني اللي ما عندوش ضمير ومش فارق معاه وازع ديني ولا العقوبه اتغلظت اي حاجه، العقوبه اتغلظت يخاف انه هيتعدم. في يناير العقوبه اتغلظت بشكل انا شايف ان هو جيد، يعني في ده شكل خطوه للامام وايجابي. العقوبه اتغلظت، مواد ايه قانون العقوبات اللي اتغيرت؟ 283 288 289 290 دول اتغيروا خلاص، وده شكل ايجابي، وتم نشر القانون في يناير ومعمول بيه الان. صحيح. وبالرغم من كده الجريمه منتشره، وبالرغم من كده بنشوف اسوا جريمه اسوا،
ده انا لسه هقول لحضرتك دلوقتي اسباب تانية للخطف غير اللي احنا قلناهم. قد يعني انا شايف ان هي قديمه انما ممكن تكون جديده في البرنامج. يعني احنا عندنا اطفال بتتخطف وتقدم قرابين للبحث عن اثار. الكلام ده منتشر جدا في الجنوب وفي الصعيد. يعني بيخطف طفل ويذبحه على المقبره ظنا ان المقبره النهارده فيها اثار وهيوصل. ادي شكل من الاشكال في موضوع الخطوره. دي حقيقه فعلا يا فندم. دي حقيقه فعلا. قضايا موجوده. احنا عندنا بني سويف، المنيا، كل صعيد مصر قضايا بشكل بس مش ظاهره يعني. بس مش ظاهره. ما عايزين نتكلم معاك ظاهره. انا متفق تماما. ما نقدرش نقول ظاهره او غير ظاهره او الكلام ده بس بيحصل. الا باحصائيات رسميه. انما انا شايف بقى عدم وجود احصائيات رسميه وعدم وجود قواعد بيانات دي الكارثه الاكبر. ايوه ده الكلام اللي انا قلته في كل المجالات. خليني اقول لك بقى حكايه العقوبه ليست هي الوحيده. انا رقم واحد مبدئيا كده القضاء على اسباب الجريمه رقم واحد. رقم اثنين يبقى عندي خطط للقضاء على الزواج دي الثانيه. رقم ثلاثه العقوبه. يعني العقوبه بتاتي في طب رقم التالت. اثنين دي داخل فيها النطاق الامني او الشق الامني. ايوه داخل فيها الشق الامني خطط. بقى مين اللي يحط الخطه؟ لو بنتكلم على الاطفال ما فيش غير المجلس القومي للطفوله والامومه. ماله يا فندم المجلس القومي للطفوله؟ مجلس القومي للطفوله والامومه لا مش نظري. انا النهارده مين عشان اقضي على جريمه النهارده مين اللي يقضي عليها؟ انا عندي امن شغال بشكل جيد، عندي ولاد بيتخطفوا من دور الايتام، يبقى عندي وزاره التضامن انها تشارك معايا. كارثه لدرجه ان لما وزاره العدل عايزاها تصدر احكام سريعه يبقى وزاره العدل هتشارك معايا. عندي وزاره الصحه ممكن الاطفال اللي موجوده والتعليم، الاطفال اللي بتتسرب من التعليم تبقى عرضه للخطف. عندي وزارات. مين اللي هينسق لي ده غير مجلس قومي الطفوله وهو دوره رسم سياسات حمايه الطفل في مصر؟ اول ما حصلت يعني اكتشفوا جثث الاطفال اللي مريوطيه الحقيقه عدد كبير جدا من المواطنين على طول اشاروا باصابع الاتهام الى دور الايتام. يعني من غير لسه ما كانتش ولا في تحقيقات ولا تحريات مبدئيه ولا في اي حاجه. خاصه ان مفيش عائله اعلنت عن اي بالظبط كده. فللاسف وطبعا يعني مش المقصود بكلام طبعا جميع دور الايتام، اكيد عندنا دور ايتام بتقدم رعايه محترمه وفاضله وتتقي الله تعالى فيما لديها من ايتام. مزبوط. لكن بنتكلم انه للاسف في الاونه الاخيره اهتزت بعض الثقه الموجوده بين المواطنين والمجتمع المدني ودور الايتام. ده سبب من اسباب الخطف. مخالفات هو كتيره وفيديوهات اتصورت الاسر البديله وسوء استغلال او سوء تطبيق نظام الاسر البديله في مصر. النهارده القضيه بتاعت 7 أطفال لقوهم في شقه واحده كلهم اصغر طفل عنده 9 شهور بيتم بيعهم. 7 أطفال متاخدين من اداره التضامن، تم تقديم بلاغ فيهم انما ده اتاخدوا على اساس اسر بديله، اسره استلمتهم على اساس ان هم اسر بديله وبتبيعهم. طفل وصل ل 150,000 جنيه. على شكل اخر اخده على ان اسر بديله اعمله شهاده ميلاد نظرا للقصور الشديد في شهاده ميلاد المصريه التي لا تعبر ابدا عن الطفل. شهاده ميلاد ليس لها علاقه بالطفل. انا اجيب اي طفل اقول له هو ده بتاع شهاده ميلاد. صحيح. وعلى فكره الثغره دي اللي بتخليهم يقدروا يهربوا الاولاد بره مصر ولازم نبقى فاهمينها كويس جدا. في الجواز وبنطالب. الصفر مظبوط. صحيح. لازم شهاده ميلاد المصريه تتطور يبقى فيها باركود يحمل بصمه الطفل وبيانات الاب والام. لازم حتى بيقال انه بصمه الدي ان ايه. لا بصمه الدي ان ايه وفي ناس بتقترح بصمه الرجل. هي بصمه القدم. اول يعني ممكن نتكلم اقول لحضرتك تجاوز قصة طبعا. يعني انت لو رحت دلوقتي اقل دوله من دول العالم بيعتبروا ايطاليا اللي هي اقل يعني دوله تقدما في الدول الاوروبيه وصلت لبصمه العين والدي ان ايه والكلام ده كله. واحنا لسه بنتكلم طبعا احنا بنتكلم في بصمه ايه وبصمه الرجل في مجرد الميلاد. يعني مجرد الميلاد اخد البصمه اعمل باركود اللي هو اختار الولاده. انما النهارده انت عارف حضرتك ممكن اخد اختار ولاده مجامله من صديق دكتور او مستشفى واعمل بيها شهاده ميلاد لطفل مش موجود اصلا. صحيح. واخطف طفل او اخد طفل من اسره بديله اخده اسافر بيه اخده هجره هجره غير شرعيه اخده اوديه للارهابيين اللي داعش يشتغل معاهم او في اي منظومه يشتغل فيها اتاجر في اعضائه لاعضاء الطفل النهارده التي لا تجاره اعضاء الاطفال اضع يعني بتكسب اكتر من تجاره السلاح وتجاره المخدرات. ليه؟ لان الطفل لا يجوز اللي كنا بنتكلم فيه في الصراحه الطفل ليس له اهليه وافق على التبرع. الدكاتره كان بياخد الكليه ب 15,000 جنيه بيبيعها من 80 ل 120,000 دولار. ده للشخص الشبكه اللي تم القبض عليها اللي تم القبض عليها سنتين ده الكلام ده في التحيات. الطفل بقى اضعاف مضاعفه. تخيل بقى 15,000 جنيه 120,000 دولار شوف الفرق عامل ازاي؟ طبعا تجاره. طيب كل اللي حضرتك ذكرته دلوقتي ده من اول المنظومه واستخراج شهاده الميلاد وكل ده مين مسؤول عنه يا فندم؟ عن تنقيته وتلقيحه؟ اعتقد ان هي مساله سهله جدا تبع مصلحه الاحوال المدنيه تبع وزاره الداخليه. زي ما بقول لحضرتك مجلس قومي الطفوله والامومه ده دوره مهم جدا. ده انشئ من اجل حمايه الطفل في مصر. يحط سياسه يحط استراتيجي وفي نفس الوقت يراقب ويتابع كل الوزارات المعنيه اللي هي المفترض تتابع الطفل منها الداخليه. لا المراقبه لا معلش ثانيه واحده بس
الدستور اداك الحق حضرتك. انا بتكلم مش على مراقبه مجلس النواب. لا مش المراقبه برضه اجهزه ثانيه اخرى، لكن بتكلم على دور اللي هي اللي المتخصصه، المجلس القومي المتخصص اللي منها مجلس قومي للامومه والطفوله ومجلس قومي لحقوق الانسان ومجلس قومي للمراه المستقل. طبعا وفق الدستور. دورها رسم السياسات زي ما حضرتك قلت، ودورها استشاري للدوله، استشاري، لكن الرقابه تبقى ليها اجهزه ثانيه. طيب سيادة اللواء، احنا دلوقتي عمالين بكل اراء الاساتذه كده بنصل الى نقطه الامن والامان. طيب انا عايز بس عايز اقول عشان بدأناها من اول شهاده الميلاد، عايزين نأصل بقى على ارض الواقع، لان كل الكلام دوت كلام يعني بيتقال كل الناس بتقوله كده. انا طبعا من حيث الاحصائيه، في احصائيه طبعا ما فيش حادثة خطف ما هيش مسجلة على الإطلاق، بس في فعلا عائلات ما بيبلغش يا فندم. على فكرة في ناس شقتها بتسرق ما بيبلغش. طيب. وفي واحد بيتنشل في الأتوبيس ما يبلغش. صحيح. نسبة الإبلاغ وعدم الإبلاغ يا جماعة، بس عشان نبقى على أرض الواقع، نسبة الإبلاغ وعدم الإبلاغ دي ما فيش جريمة فيها إبلاغ 100% خالص، ولا جريمة على وجه الأرض بيبقى نسبة الإبلاغ فيها 100% في أي دولة. في أي دولة؟ أقول لحضرتك ليه؟ يا هو بإرادته راجل مثلا غني واستعوض ربنا، يا غير إرادته لأنه اتسرق النهاردة وكان معاد طيارته بعد ساعتين فركب الطيارة ومشي ومش فاضي. طيب فنسبة الإبلاغ عدم الإبلاغ دي موجودة في كل حتة. طيب نرجع، لكن هناك إحصائية، هناك إحصائية للخطف، ما فيش قضية خطف مش معمول لها ملف وخطة بحث ومدرجة، وبتتعمل إحصاء مقارن سنوي وشهري على مدار السنين كلها. يعني حضرتك دلوقتي دي واحدة طبعا ده مهم طبعا، يعني أقدر أقول مثلا الله. انت كم عندنا حاجة اسمها التسجيل كله. تسجيل يا بعد كم سن ما هو أنا بقى عايز أكلمكم عشان أتكلموا في كلام عشان أخليك أكلمك على الواقع أستفيد. لأن الكلام ده لا يعلم طبعا. لا إزاي يا بيه؟ انت سعادتك دلوقتي النهارده لو رحت لاي اداره تسجيل جنائي في اي مديريه قلت لها وانت بصفتك صحفي انا عايز اعرف حوادث الخطف اللي كانت عندك قد ايه هيقولها لك. انا يا بينا احنا يعني هم يا فندم الاساتذه محاميين بيشتغلوا على ارض الواقع. لا لا انا اللي بقول لك هو يشتغل في قضيه لكن انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم النهارده جميع حوادث الخطف بكافه انواعها مسجلة ومعروفة، وفي قسم كبير قوي التسجيل الجنائي في إدارة الأمن العام بيعمل إحصاء مقارن وبيدرس وبيرفع الكلام ده جغرافيا لأنه بيبقى باصص على البلد من فوق، فين أكتر يعني مثلا تيجي النهاردة يقول لك إيه أكتر جواز عرفي في مش عارف البدرشين جابها منين؟ حد من حالات لا علشان البوليس عنده الإحصاء الرسمي الرسمي اللي بيقول إن عدد الجوازات في الحتة دي، عنده الإحصاء الرسمي إن بيقول الظاهرة متركزة في الحتة دي. بس يا دكتور عفوا اللي هو طيب في ناس ممكن أستسمحكم بس في حاجة، لا أنا عايز أستكلم ويكمل النقطة دي بعد إذن حضراتكم، بس هستسمحكم في حاجة أخد بعض الاتصالات من المواطنين عايزين يعلقوا على كلامنا، نسمع برضو ربما عندهم أسئلة لحضراتكم لو تسمحوا لي وأرجع لحركة سيادة اللواء. طيب خليني أبدأ بالأستاذة سارة، اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضلي. طيب تحياتي ليكوا يعني لاثاره الموضوع، وطبعا احنا عندنا يعني الاعلام عندنا دايما بيتاثر باللي بيحصل على ارض الواقع، وبعدين الدنيا تهدى وبعدين تحصل مصيبه تانية والدنيا تهدى. فيعني موضوع خطف الاطفال والتجاره بالاعضاء، حضرتك بتقولي من سنتين كان في شبكه اتقبض عليها واتقال ان في تجاره اللي هي اعضاء الاطفال والكلى اللي بتتباع بكذا، طيب احنا ما سمعناش عن احكام حصلت في القضيه دي. عمل ايه القضاء ولا الحكومه عملت ايه مع الشبكه دي؟ وقال ان فيها اطباء وقال فيها ان تجار وقال فيها ان سيدات اعمال وقال عملوا ايه معاهم؟ معلش سيبوني اكمل، هستاذنكم بس اقول كل اللي نفسي فيه وعشان بقيه المكالمات. اتعامل معاهم ايه؟ حضرتك بتقول القانون مش مهم دلوقتي وفي اسباب اقتصاديه واجتماعيه، لا الاسباب الاقتصاديه والاجتماعيه دي هتاخد وقت يا فندم عقبال ما تتصلح. انا مش هستنى ان يحصل لي كل شويه مصيبه. الاطفال اللي قاعدين مع ستات في الشوارع على نواصي وقالوا بلغوا خط الساخن ومجلس الطفوله والامومه، وفي دلوقتي اللي هي العربيات اللي بتلف في الشوارع وبتشجع الاولاد اللي في الشوارع اللي نايمين في الشوارع انهم ياخدوهم وكده. لا انا مش هستنى لسه ظروف اجتماعيه واقتصاديه تتحسن، انا عايزه يعني قانون قاطع نهائي يخلص لي على الموضوع ده. انت بتتكلمي زي يا استاذه ساره، ما انا في بدايه الحوار
انا في بدايه الحوار مصيبه. انت مش بتتكلمي حضرتك دلوقتي مثلا ان طفل بيشحت ولا بيبيع ورد ولا بيبيع مناديل، حضرتك بتتكلمي في تقطيع اطفال صحيح. ثلاثه في منطقه سكانيه. معلش انا مش سامعه حضرتك. طيب انا بشكرك ولو هتسمعيني في التلفزيون دلوقتي انا بشكرك على الاتصال. بقول لك انت بتتكلمي نفس الروح اللي انا كنت بتكلم بيها في بدايه الفقره، بقول للاساتذه ضيوفي الكرام، بقول لهم انا كمواطنه حاسة أن الأم والأب اللي بيخطف طفلهم لن يشفي غليلهم إلا عقوبة رادعة، أن أنا أشوف وأعرف أن بشكل أو في عدالة ناجزة حصلت وأن الخاطف ده اتعدم، لكن 7 سنين وعشر سنين وبعدين يستأنف وما إلى ذلك. فدي نقطة مهمة، بس أن لازم يكون معاها حاجات تانية بالضبط. أخذ بس اتصال كمان. مين يا شباب؟ أم أحمد القاهرة، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقول لحضرتك انا دلوقتي بكلمك، انا طبعا هتكلم خارج الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه، بس انا بكلمك دلوقتي وانا والدتي محجوزه بقى لها 8 ساعات مستنيه عربيه اسعاف في مستشفى عين، مستشفى عين من 8 ساعات، ولما اتصابت وكان دمها بينزف وكانت مكسوره قعدوا اكتر من 3 ساعات قبل ما الاسعاف جت. يا ريت انت حضرتك تتكلمي بس في اهمال الاسعاف، انا مش عارفه اوصل لحد ومش عارفه اوصل الا حضرتك. طب استني بس يا ام احمد، قولي لي بس انت والدتك معلش مستشفى ايه اللي طلبتوا الاسعاف منها؟ الو انت معايا على الهوا، قولي لي بس مستشفى ايه؟ انا سامع حضرتك كويس. والدتك فين دلوقتي؟ في مستشفى عين، في مستشفى العجوزه. يعني خلاص دخلت المستشفى؟ هي دخلت بس جم خدوها بعد 3 ساعات من اصابتها كانت بتنزف، ودلوقتي عشان عملت العمليه والمفروض انها تتنقل للبيت بعربيه اسعاف، فانا 8 ساعات بنتصل بعربيات اسعاف انها تيجي تاخدها. مفيش. حاضر يا حاضر، انت كلمتي الاسعاف اللي هو 123؟ خلي صوتي لاي حد، انا فعلا مش عارفه اوصل لحد. طيب حاضر يا حاضر يا محمد حاضر، هستاذنك بس ما تقفليش، سيبي رقمك معاهم. انت خلاص والدتك في المستشفى، لكن طبعا يعني فكره انك تبي طلبتي الاسعاف كذا ساعه ومحدش جا والوالده في حاله خطره، دي هنحاول نكلم فيها الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الاسعاف ان شاء الله، نشوف بس ايه القصه. سياده اللواء، بنحاول دلوقتي زي ما استاذ احمد اشار نتكلم في العوامل الاخرى اللي احنا بنطالب بتفعيلها والاهتمام بيها مع فكره تغليظ العقوبه. كويس. اولا طبعا نظريه تغليظ العقوبه دي نظريه قديمه جدا، وفي بعض الأحيان كثيرة جدا بتؤدي، وأستاذنا الدكتور كبيش يقول في الإفلات من العقاب، لأن القاضي الذي يحكم بالإعدام وهو أعلم ولازم يبقى بإجماع الآراء وبيتلمس عدم الحكم. يعني كلما كان الحكم شديد في العقوبة كلما كان ثقيل جدا على القاضي، إن هو لأنه بيزهق روح. فهي نظرية، يعني إحنا عملنا مثلا جلب المخدرات وغلظت العقوبة إلى الإعدام. طيب كم واحد جلب مخدرات خد إعدام؟ طيب ممكن نجاوب على سؤال الأستاذة سارة اللي كلمت في الأول. الأستاذة سارة يعني النهاردة من سنتين عندنا الشبكة اللي اتقبض عليها واللي كان فيها النهاردة خدت فيها حكم تمريض النهاردة فيها النهاردة خدت حكم ل 42 دكتور صحيح. منهم أساتذة جامعة ومنهم معيدين ومنهم استاف في الجامعات، خدوا احكام رادعه وهيئه تمريض 42 متهم. الدكاتره اللي بتزرع كلى واللي بتعمل الكلام ده اللي اتظبطت في الرقابه الاداريه النهارده كان حكمهم قعدوا سنتين، لان طبعا دول 42 متهم ب 42 وقضايا وحالات لكن خدوا احكام كتير. ومن ضمنهم اساتذه اساتذه في جامعات معروفه وستاف جامعي، وال 42 خدوا احكام. انا عايز اقول حاجه حضرتك علشان طب الاحكام كانت ايه؟ يعني تتراوح بين ايه وايه؟ يعني مثلا أحكام الطبيب لا احكام رضيعه عشر سنين اعتقد طب سؤال اعتقد من 3 سنين ل 10 سنين سؤال الطبيب اللي ثبت انه نعم كان يتاجر في الاعضاء ويعني اخذ بالقسم وكان عارف انه دي سرقه اعضاء 10 سنين طب 10 سنين ده لا كفايه لا كفايه غير كافي ده قانون زراعه الاعضاء في قانون انا عندي زراعه الاعضاء بس يا فندم ده خطف يعني ده حالات لا مش خطف ده تجاره بالاعضاء لا تجاره بالاعضاء ما هقول لحضرتك بس برضه ما كانتش تجاره بيبيع الكلى ب 15000 هو بياخدها من متبرع ماضي على التبرع لكن هو بياخدها بقيمه بيعتبرها سلعه بقى بياخدها مثلا بخمسه بيبيعها بخلص فاصبح من هنا تجاره الاعضاء ليه؟ لان هي لان مش كل برضو انا مش عايز برضو نعمل فوبيا ونخوف الناس ان العيال بتتخطف وتتقتل وتتدبح. مفيش حد بيتاجر في الاعضاء ماشي يدبح في العيال عشان ياخد حته منهم،
الكلام ده يا جماعه مش مش بس مش بالطريقه دي يا فندم. هقول لحضرتك بعد كده. هقول لحضرتك احنا بقى بنتكلم في حالات كده برضو يا فندم. طيب ما انا هقول لحضرتك بس عشان ما نبقاش ما نعملش فزاعه للناس. انا بتكلم في ايه؟ الجرائم موجوده والجرائم الشديده موجوده. من زمان مثلا كان جرائم شديده جدا الستات اللي كانت بتقطع جوازها في اكياس البلاستيك عادي، طلعت لنا يومين كده قال لك الست كل واحد يعني بتحصل، لكن تقولي ظاهره؟ نو ما اقدرش اقول ظاهره. انما النهارده عشان نصور الناس، الناس ماشيه تلم العيال من الشارع تدبحها وتاخد الكلام ده، مفيش كلام من ده. بس هل هل بعد إذن هل, هل الصوره الجريمه البشعه بتاعه الاطفال اللي حصلت دي شفتها حضرتك قبل كده؟ هل نلاقي اطفال النهارده بالشكل ده ملفوفين بشكل ايه؟ شكل الاطفال المريوطيه يا فندم. لا لا مريوطيه الطب الشرعي اكثر وحشيه يا ست. لا لا ده اللي بنقوله. سيبك من حكايه الطب الشرعي يا جماعه، لو هنمشي على دي لا ما سيبنيش من الطب الشرعي. لا لا احنا مش بنناقش. سيبني انا احنا بعد اذنك احنا مش هنناقش تحقيقات. احنا بس في تحقيقات شغاله. احنا بنسال يعني عشان هذا الصوره دي الصوره دي ما هو انتوا النهارده في الاعلام دي كانت مكرره يعني. دي واحده انتوا يا جماعه خلاص وصلتوا في الاعلام رسخ في ذهن الناس ان العيال دي كانت متقطعه واعضاها متاخده. محدش وصل حاجه في الاعلام دي واحدة فندم. يا فندم الصوره اول ما طلعت طيب وانتشرت على مواقع التواصل المواطنين هم اللي قالوا ده اكيد تجاره خطف سرقه اعضاء. يبقى اذا ده ايه؟ محدش قال في الاعلام حاجه يا فندم. مش كل الاعلام تناول هذا الكلام وطلعت في التوك شو وقالوا العيال اللي مقطعه متاخده. انا سامحها بودني. طيب. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، عايز اقول لحضرتك اذا النهارده الإشاعة طلعت وانتشرت في الإعلام بنفس الشكل، أرجو أن النهاردة تقرير الطب الشرعي اللي طلع وقال أن العيال دي إصابتها حروق واختناق وأن الأعضاء بتاعتها اللي هم بيتكلموا عليها سليمة وموجودة وأن ده طبيعي من التعفن الرمي وبيحصل انفجار في الجثة فبيحصل الكلام ده. تمام. فانا عايز اقول ايه، انا مش لا بهون احنا ولا بهون. يا سياده اللواء احنا بس استاذ احمد وانا يمكن اخذنا ده كنموذج ان احنا بنقول انه الوحشيه ضد الاطفال بتزداد. يعني عمليات خطف الاطفال. طيب. او سرقه الاطفال. طيب. او اختفاء. طيب. الاطفال. طيب. اصبحت بتزيد. طيب. وبوحشيه اكثر من الماضي. هقول لحضرتك على حاجه، الجريمة ظاهرة اجتماعية. الأم بقى بتخاف على ابنها، ابنها مش بتاعها. ده الاغتصاب دلوقتي. طبعا ده الطبيعي يا جماعة. هو ده التطور. بصوا يعني تطور الجريمة الجريمة دي ظاهرة اجتماعية. ظاهرة اجتماعية حضرتك. الجريمة بتتطور مع تطور المجتمع. الجريمة بتتطور. يعني النهاردة في ناس بتقتل ناس بالإنترنت. قتل لعبة. لعبة. والدكتور كوبيشة هو أستاذ جنائي ويقول لك وده بيبقى إيه؟ قاتل عمد مع سبق للسيطرة على بعد. فإذا النهاردة الجريمة ظاهرة اجتماعية بتتطور معانا. زي ما حضرتك كده تيجي تقولي لي أنت احكي لي أي مجتمع في الدنيا، قولي لي الجريمة بتاعته إيه ونعرف لك هو المجتمع ده إيه. في ناس بتبيح شرب المخدرات. في ناس بتبيح الدعارة. في ناس فقصدي اقول لحضرتك على حاجة. احنا الجريمة ظاهرة اجتماعية بتتطور بتطور المجتمع وده هو ده اللي بيحصل. لكن برضو عشان نأصل للموضوع اللي احنا فيه، نمرة واحد، عندنا احصاء دقيق جدا، مفيش حادثة ما بتحصلش. اللي ما بيبلغش دي مسؤوليته مش مسؤولية الجهاز. نمرة اتنين، البوليس ده كله اللي انت شايفاه سيادتك ليه مهمتين ما همش تالت، منع الجريمة قبل وقوعها وظبط الجريمه بعد وقوعها. خلاص المنع ده كنا بنشتغل عليه زمان ايام ما الدكتور كبيش بيقول لك بقى كان عندي انا مثلا وانا رئيس مباحث سلطه الفرج 111 مخبر في بالليل بينزلوا درجات مقسمينها شوارع قد كده اللي هي زي فكره الكمين او انه بينزل يبص يجمع معلومات. دي حاجه اقوى. دوريات المتحركه ده كان بيعدي على محل زي زمان كده زي اسماعيل ياسين في يشد القفل. النهارده عايزه تقولي لي التجمع الخامس المترامي الاطراف في درجات اكتوبر هنا واكتوبر ولا اكتوبر ولا كلام. الامن سلعه غاليه، خدمه غاليه. وهو اغلى شيء. صحيح. عايزه تاخدي امن لازم تصرفي. طيب. عليه كويس. طب هرجع لسياده النائب، ما الذي نحتاج اليه في التشريعات يا فندم؟ وده برضو يعني اساس موضوعنا النهارده. حضرتك بتشوف احنا محتاجين نشتغل على ايه علشان نحمي اطفالنا مع العوامل التانية اللي احنا بنتكلم عليها. انا رأيي الشخصي اللي بيخصني انا فقط تغليظ العقوبة برضو ده اللي املكه انا كمشرع، بحيث ان انا ادي مساحة اكبر للقاضي ان هو يحكم زي ما قال الاستاذ احمد وست اللواء والدكتور محمود بالاعدام او باقصى عقوبة ممكنة في هذا لهذا الجرم. لكن انا عملت تشريع والقاضي منتظر كاني عشان يحكم عليه،
والنيابه بتطلب جاني عشان تحكم عليه، والاسره المصريه اللي تم اختطاف طفلها او طفلتها بتنتظر جاني. الحلقه القويه او الحلقه اللي كلنا عيوننا عليها الشرطه المصريه. اذا كل ده اتعمل واتعمل التشريعات والقاضي منتظر ياخد حكم، سياده اللواء مش عاجبه الكلام، لا مش فهماني، لا مش عاجبه ان احنا بنرميها في ملعب، لا مش ملعب، مش قصدي ملعب، احنا كمجتمع كلنا لازم نتضافر علشان الشرطه تقوم بواجبها. صحيح. ست الدكتور محمود قال لك ايه؟ قال لك يعني هو تقريبا الاحصاء بيقول انه شرطي لكل ما يتجاوز 40,000 مصري، يعني ما فيش دوله في العالم بيخلي شرطي لكل 40,000 مواطن عشان يعميه، ده الاحصاء الحقيقي. لكن بيتكلم في حاجه ثانيه، احنا يعني حصل في لجنه الدفاع والامن القومي مشادات كبيره جدا بيننا وبين الحكومه، ان احنا عايزين كانت وزاره الداخليه ست اللواء طالبه رفع الموازنه العامه بتاعتها. طبعا. لاسباب كتير جدا، عايز اقول لك اهمها ايه بقى؟ اهمها ايه؟ ان احنا عملنا مجتمعات عمرانيه جديده، عاصمه اداريه جديده، ومدينه عالمين جديده، ومول جديده اتعملت، ولا زال كم وكيف الشرطه هو زي ما هو. انت بتتكلم، انا كنت بتكلم مع، يا ريته زي هو ده، انا كنت بتكلم مع قياده امنيه بدون ذكر اسماء او اماكن طبعا، بيقول لي انا الضابط بينقل المساجين عشان يروح المحكمه يا ست دكتور عشان يحضر المحاكمه بتاعته ويرجع تاني، العربيه عطلت مرتين ثلاثه وهي في السكه، ده منتهى الخطوره طبعا، منتهى الخطوره، ومجرمين شديد الاجرام وشديد ده قياسا، احنا مش عايز اطلع بره الموضوع بتاعنا، لكن في دلوقتي على مستوى دول العالم، وهو ده موضوعنا يا دكتور. انت بتتكلم على دعم لوجستي لوزاره الداخليه المصريه، انت عندك ضباط على كفاءة عالية جدا، انا سافرت بره واعلم عما اتحدث تماما، انت عندك كفاءة عالية جدا لضباط شرطة مصريين، لكن محتاج دعم لوجستي، محتاج دعم. شوف ده انا كمان مش بتكلم على دعم مرتبات ولا بتاع، هم ادنى مستوى من الامكانيات، كمان امكانيات لوجستية اكتر. شوف حضرتك كنت بتتكلمي يا فندم على ايه؟ على بصمة القدم وبصمة الرجل. انا بقول لك بيعتبر الاوروبيين ان ايطاليا مثلا او اي دولة اوروبية، عشان ما نبقاش نتكلم يعني كلام يزعل حد، انها من اقل الدول تقدما اوروبيا يعني. ده وصلوا لبصمه العين وبصمه الدي ان ايه، علشان اللي هي البصمه الوراثيه، عشان يشوف عمله بيحصل في المطارات، بيحصل في المواني الايطاليه، عشان يحصر مين اللي داخل ايطاليا وخارج ايطاليا، واحنا ما زلنا نتحدث على بصمه ايد وبصمه رجل. صحيح. كانت مطالبات وزاره الداخليه، اقول لكم معلومه سريعه جدا، كانت مطالبات وزاره الداخليه انها ترفع 20 مليار من اعتمادها الموازنه العامه، ليس لسبب عشان حتى ترفع مرتباتها وما عشان ما عندها حق الضباط وحق الافراد، لكن عشان يبقى في دعم لوجستي، يبقى اجهزه حديثه للادله الجنائيه اللي كنا بنتكلم عنها انا والدكتور كوبيش في الاستراحه. الادله الجنائيه محتاجه دعم اكبر من كده، عشان حضرتك تعمل قاعده بيانات للدي ان ايه في مصر، وما فيش جهه في مصر تستطيع انها تعمل قاعده بيانات للدي ان ايه في مصر غير وزاره الداخليه. طب هي دلوقتي العينه بتكلف ما قبل حوالي 80 دولار بمناسبه قواعد البيانات، مش في مشروع دلوقتي في جهات كتيره جدا، الرقابه الاداريه مع الداخليه مع اجهزه سياديه كثيره اخرى بتعمل عليها عشان يبقى في قاعده بيانات لجميع المصريين؟ اه دي حقيقه، شامله بقى المكان السكن والحاله الاجتماعيه وبطاقه التموين والتامين الصحي وكل حاجه. هيستلزم يا فندم فتره زمنيه كبيره جدا، لكن احنا بنتكلم دلوقتي نعمل ايه؟ بتعمل قاعده بيانات اولا للمجرمين اللي موجودين اساسا في السجون وفي اقسام الشرطه، ودي سهله على فكره انك انت تاخد عينه عشان تعمل بيها عينه للدي ان ايه وتعمل بيها قاعده، دي سهله جدا. بعدين بيمتد هذا لاكثر من هذا، انا بتكلم على عربيات، بتكلم على كاميرات، احنا كان في قانون بيلزم المحلات، المشكله مش تشريعات، ويمكن يتفق معايا الدكتور محمد كوبيش مش كل شيء او يختلف معايا، ليه؟ احنا اكبر دوله في العالم عندنا تشريعات يا استاذ امين، احنا عندنا قانون كي الطرابيش ما زال يعمل به حتى الايام. قانون ايه؟ كي الطرابيش. اذا كنت انا، اذا كنت انا يعني مبتدئ يصحح لي الدكتور صيد بالسناره في النيل معاقب عليه، معاقب عليه سن السناره في النيل. قانون كي الطرابيش من ايام الخديوي وتوفيق. ايه قانون كي الطرابيش؟ من ايام الخديوي وتوفيق كان لازم الطربوش ما بقاش مكرمس، لازم يبقى مكرمس. انا والله مش بهرج، انا بتكلم كلام والله، وانا بتكلم القانون ده لسه موجود. موجود يا فندم، موجود في القانون، ماده في القانون. يا فندم القانون، تطبيق القانون هو صح، لازم المواطن يستشعر ان في قانون وفي عقوبه وتعديل القوانين يا فندم بما يتناسب مع طبيعه العصر. مع طبيعه العصر في عايز تحكي لنا على اللجنه بتاعه تشوهات التشريعات. طيب ده لا ثانيه واحده دكتور كوبيش، احنا اتكلمنا في العقوبه اللي مقرره على الخاطف اللي بالفعل قام بعمليه خطف لطفل او طفله وبعدين اقترن بها اي شيء ثاني، لماذا لم نتحدث عن الشروع؟ ما هو زي ما قالت استاذه منى، القانون اتعمل، اصل القانون اتعمل عشان الردع، الشروع في القواعد، تغليظ العقوبه في الخطف بس
مش كفايه صحيح. لكن تغليظ العقوبه في الشروع يا فندم مهم جدا. ما هو اذا يعني انا اتمنى انا هعرض هذا الكلام على لجنه شؤون الدستوريه الشرعيه في مجلس النواب. فكره الشروع في الشروع ما كتير قوي بيحصل يعني زي ما حضرتك شفتي اللي شرع في خطف طفل في القليوبيه والشرقيه قريبا في قريه احد القرى الناس مسكوه ونزعوه علقه واحده بنت كنا بنتكلم عليها وصرخت جامد وزرخت جامد والناس مسكته وضربته علقه. لا ده كمان لازم تغلظ عليه العقوبه صحيح يا استاذ احمد عشان يبقى فيه ردع. اتفضل يا دكتور. الناس تستشعر ما هو الشروع معاقب عليه وفقا لا للقانون. تغلظ العقوبه بتغلظ اكتر من كده. الشروع في هو كان في نيته هو كان في ايده ان هو يخطف ويسرق. الشروع في الخطف عقوبته ايه؟ بس اكمل بس هو الدكتور هيقول لحضرتك اصل الشروع ده مقترن بالعقوبه الاصل. هو الدكتور هو الشروع اذا لم ينص المشرع على عقوبه للشروع محدده بالظبط فالشروع بيعاقب عليه بنفس الجريمه عقوبه الجريمه التامه. من الممكن ان المشرع يسوي بين الشروع وبين الجريمه الثانية في صحيح. الكاملة في العقاب صحيح. لا ممكن صحيح. فيش مشكلة يعني. فدي ممكن حضرتك تشتغل. انا بقول لحضرتك انا هعرضها على لجنة شؤون الدستورية الشرعية. الامر المهم واللي اتكلم عنه سيادة النائب اتكلم عنه سيادة اللواء انا لما بتكلم عن الرقم الاسود موجود في كل الجرائم مش كده؟ اللي هو حالات الخطف التي لا يتم الابلاغ عنها. هل هي ظاهرة مش ظاهرة؟ هل العدد كبير ولا لا؟ انا بقول انه في انواع معينة من الجرائم زي الرشوة مثلا الرقم الأسود فيها كبير جدا طبعا لأنها من الجرائم التي تقع. جريمة الخطف الرقم الأسود فيها يفوق كثير من الجرائم. طيب ممكن سؤال اللي حضرتك ذكرتها لأنه صحيح. ما ببلغوش. طيب معلش أنا عندي سؤال هنا لحضراتكم جميعا. أنا أكمل في كل حاضر حالا في كل أنواع أو أسباب أو دوافع الخطف اللي احنا ذكرناها دي طلب فدية أو انتقام وثأر أو تجارة جنسية أو تجارة أعضاء أو ما إلى ذلك. عارف زمان من أسباب الخطف كان إيه؟ أكتر سبب في الخطف كان ايه؟ لو هل عندنا ارقام او عارفه زمان كان اكبر سبب للخطف الاطفال ايه؟ الانتقام. كانت حاجه كاسحه يا ريت سرقه الحلق دي كانت اكبر نسبه حوادث موجودة ان انت بتصطحبي البنت تلاقي ليه عشان الست تقلعها الحلق. لا لا طيب دلوقتي هل عندنا احصائيات لكن بايه دلوقتي اكتر سبب لكن او دلوقتي دلوقتي انا رايي الفديه طلب فديه انا رايي الفديه انا عندي بص حضرتك لا لا ده مش واقع انا اكتر شخص ميداني بيشتغل في انزل بس قضايا خطف الاطفال خليني بس انا بتكلم دلوقتي باسم 80 اسره اطفالها اتخطفت مش عارفين هم فين. انا عندي 80 توكيل ل 80 اسره مش عارفين اولادهم فين. طب يا فندم ونقول دي حالات فرديه يا فندم. لا طبعا العدد كبير. لا طبعا كبير. انا شخصيا لا نحاول ان نثير الرعب بس هي فعلا يا فندم خليني بس اعرض جزئيه بعد اذنك يعني اكمل كلامي في حاجه مفيده بس طلب الفديه دي اقل من الاتجار بالاطفال دي كلها على بعضها لان احنا مش لاقيينهم اصلا. لو كان طلب فديه كان واحد من ال 80 اتصلوا بيه. مش هي دي القصه يا فندم. فخلينا نقول ان يعني احنا عايزين نحاول تحليل الاسباب برضه بشكل موضوعي يعني. ايوه بس انا اتفضل حضرتك بس اكمل. هي بدات معايا الاستاذه منى وما بتخلينيش اكملها. اتفضل. هي دي المشكله يعني انا عايز عشان احسم هذا الامر في وجهه نظري يعني مهم جدا بالاضافه اولا في اوروبا بالكامل ولا في امريكا ما فيش اعدام دلوقتي الا في بعض الولايات ومع ذلك يعني مش هو ده السبب في انخفاض الجرائم عندهم وانما في سبب مهم جدا جدا ينضاف الى كل الاسباب. انا لا اهون تغليظ العقوبه ده شيء مطلوب ورائع وبيساهم فيه لكن مهم جدا ان انا انضم انضمام كامل لسياده النائب في ان احنا منظومه الامن محتاجه تطوير واللي يقول كده يبقى غلطان. انا لا اقلل اللي يقول غير كده انا لا اقلل اطلاقا من الجهد الذي تبذله الاجهزه المعنيه في الامن لكن امكانياتهم يا فندم سواء البشريه عدد الضباط اللي بتاخدوا كليه الشرطه كل سنه او اللي بتخرجهم محدود جدا صحيح. بالنسبه للرقعه السكانيه مزبوط. او لكم الطرق في مصر والتوسعات اللي حصلت جديده الاسلحه عايزين تدعيم باحدث الاسلحه الاجهزه اللوجستيه سيارات سريعه انت محتاجه يا فندم دوريات تجوب الدوله في كل منطقه محدوده لانه لما بتحصل حاله زي كده انا مش هستنى على ما العقوبه وتطبق العقوبه انت محتاجه دوريات تكون متاحه في
اي طيب. وقت يعني دعم المنظومه الامنيه. ايه تاني يا دكتور عشان بس تتابع؟ دي مهمه جدا. مش ايه تاني العمليه؟ مش لا لا يعني قصدي في جزئيه تانيه. ايه غير دعم المنظومه الامنيه؟ انا بعتبرها متفقين عليها الركيزه الاساسيه رقم 1 2 و3 و4 وبعدين روحي على التشريع بعد كده. تمام. بس في نقطه بقى بس ضبط يعني ضبط قانوني لانها طالما اثيرت حكايه المواقع والاغتصاب وما الى ذلك. طب. يعني عشان بس من ناحيه القانون لان دي بندرسها للطلبه. الاغتصاب في مصر هي جريمه مواقعه لانثى. المواقعه معناها الفعل الجنسي الكامل. ماشي تمام. بس ما عندناش حاجه اسمها اغتصاب لولد. امال الولد بيتقال نسميها هاتك عرض مهما بلغت جسامته. هاتك عرض. ولذلك القانون يمكن له حكمه في التغليظ. صحيح. المواقعه انسان. صح. عشان اغتصاب او مواقعه. اغتصاب هنصرف. معلش عشان بس انا الوضع الحالي الوضع الحالي الوضع السبب ده الوضع الحالي بتاع عشان بس بس ما ده الوضع الحالي اللي الدكتور بيقوله. احنا الوضع الحالي ده غير مناسب للجريمه المتطوره. هذا الوضع ده وضع حالي غير مناسب للجريمه المتطوره. لازم توصيف الاغتصاب. الاولاد بيقع عليهم اغتصاب كامل وجريمه بشعه جدا. صحيح. اثارها بالظبط زي اثار الام اللي عندها طفل دلوقتي ولد بتخاف عليه زي بالظبط اللي عندها بنت. تمام. دي نقطه من التحرش بيه مثلا سريع. من الاغتصاب روجتات. احنا عندنا قانون طبعا 64 سنه 2010 قانون الاتجار بالاعضاء وبالبشر. قانون الاتجار ده العقوبه تصل فيه الاعدام لو اودي بحياه التاجر اللي بيتاجر بقى مهما كان شكله. من المؤبد الاعدام. وده مهم جدا ان الناس تبقى عارفه. وده احد اجزاء الترسانه القانونيه اللي لدى مصر. عندنا قانون طفل متطور جدا ورائع جدا بيحمي الاطفال. انما هيبقى جزء مهم جدا فعلا الاسر ما تفهمش اي حاجه من اللي احنا بنقوله دلوقتي. وانا مش عارف اصلا كل يوم لما بتسال على اولادنا فين انا ما بعرفش اجاوب. انا بقى بعيدا عن كل اللي احنا بنقوله وبعيدا عن كل الاستراتيجيات والخطط وتطوير المنظومه الامنيه وغيره. الجريمه تطورت جدا. ايوه. ومواجهتها ضعيف جدا. يعني أيوة. كاننا بالظبط يجب ان تتطور المواجهه بتطور الجريمه. بتطور الجريمه. صحيح. وده اساسي. انا بشكر حضرتك سريعا يا فندم في جزئيتين في منتهى السرعه. سريعا حاجتين. دعم الشرطه باجهزه لوجستيه هتجدي فيه سرعه لضبط البناء زي ما حصل في واقعة الشروق. كان في ضبط العدد يا سياده النائب. العدد 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 والوجستيه نفسها وتدريب تشريعات مغلظه. تمنح القاضي القدره انه يعطي حكم رادع هيخليني انا وحضرتك واسر المخطوفين يحسوا بارتياحيه شديده. اذا دعم المنظومه الامنيه والتشريعات بالزبط. وتعديلها بما يتناسب مع تطور الجريمه والعصر اللي احنا فيه. والمعلومه بس سريعه كده. نسبه الضبط في مصر اعلى من نسبه الضبط في سكوتلاند يارد 4 أضعاف. طب ونسبة الجريمة هناك إيه؟ لنسبة الجريمة طبعاً. أنا بدي لحضرتك لنسبة الجريمة. لنسبة الجريمة. إحنا نسبة الضبط عندنا أعلى برغم قلة الإمكانيات. أنا بشكر. ده علشان يبان جهد رجال الشرطة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. والحقيقة إنه بس عايزة أقول حاجة. مهما قعدنا في برامج التلفزيون، مهما قعدنا يعني خلف شاشات اللابتوب أو على الموبايل، قعدنا نكتب على مواقع التواصل، مهما قعدنا واتكلمنا في هذا الموضوع، لن نشعر ابدا ولو جزء صغير جدا من حرقه قلب اي. صحيح. ام او اب طفلهم او طفلتهم اتخطفوا لاي سبب من الاسباب الكثيره اللي احنا ذكرناها. وبالتالي انا بس على الاقل في نهايه هذا الحوار عندي يعني ربما مطلب عام او اتفاق عام من ضيوف الاساتذه طبعا في تخصصاتهم المختلفه اللي شرفوني النهارده، انه عندي جزئيتين لازم الدوله تشتغل عليهم باسرع ما يكون. دعم المنظومه الامنيه بشكل كافي. صحيح. لانه ما اقدرش اقول لضابط الشرطه افرض لي الامن في الشارع هو ما عندوش امكانيات. صحيح. وما عندوش العدد الكافي. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا. والنقطه الثانيه طبعا التشريعات كما تحدثنا. خلينا نكون نواه لجنه. اللجنه دي تشتغل على حمايه الاطفال او حمايه من الجرائم دي. بشكر خلينا حضراتكم. نكون نواه اللجنه دي فكره. بشكر حضراتكم جزيل الشكر. ونتمنى يا رب السلامه لكل اطفالنا ولحضراتكم جميعا. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في لقاء جديد من مساء دريم في تمام الساعه 10 مساء. تحياتي منا فاروق. تصبحوا على خير.